السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنبتدي مع بعض لكتشر 8 من الجزء بتاع الميديسينال هيربس اللي كنا بدأناه من محاضرتين فاتوا كده، وهنبتدي نكمل مع بعض ان شاء الله الجزء الثاني من الميديسينال هيربس اللي هي الهيربس كونتيننج الكالويدز. تعالوا نبتدي كده محاضرتنا مع بعض. طبعا زي ما انتم فاكرين دي كانت الكلاسيفيكيشن اللي احنا كنا بدأنا بيها المحاضرة اللي فاتت، الكلاسيفيكيشن اوف ذا بلانت كينجدم، وقلنا ان الميديسينال هيربس تقريبا بتدخل في معظم الاجزاء او معظم الكلاسز بتاعت البلانت كينجدم. يعني شفنا امثله او هنشوف امثله على الميديسينال هيربس من الثالوفايتس اللي هي اللور بلانتس اللي احنا قلنا ان ما عندهاش اي ديفرنشيتد بلانت بودي. هنشوف برضو امثله تانية على الميديسينال هيربس من نباتات ليها ديفرنشيتد بلانت بودي، ويمكن بدانا الحكايه دي المره اللي فاتت لما اتكلمنا على مجموعه من النباتات تبع كلاس اسمها الانجيوسبيرمز، وقلنا ان المجموعه دي عاده بتكون عندها ديفرنشيتد بلانت بودي وذ فاسكولار تيشو، يعني عندها فاسكولار باندلز زايلم وفلويم، وبنقول عليها الفينيروجامز، والمجموعه دي بيكون كمان عندها سيدز، والسيدز دي بتكون كمان انكلوزد ويذن فروتس. دي مجموعه الانجيوسبيرمز، ودي يمكن بدانا نتكلم فيها شويه لما كنا بنتكلم على الهيربز اللي هي كونتيننج فولاتايل اويل من فاميلي لامييسي او فاميلي لابيتي اللي هم المانتا والثايم، دول اللي احنا اتكلمنا عليهم المره اللي فاتت، ودول كانوا تبع الانجيوسبيرمز. احنا طبعا الكلاسز دي احنا عاملين هنا الكلاسيفيكيشن بالشكل ده، ولكن احنا لما بنيجي نتكلم على الميديسينال هيربز بنتكلم عليها اكوردنج للكونستيتوينت المهمه بالنسبه لنا اللي هي بتفيدنا في الثيرابيوتيك افكت او في الفايده العلاجيه بتاعتها. خلاص، فاحنا عشان كده مقسمين الهيربز بالتقسيمه دي اللي هي اكوردنج للاكتيف كونستيتوينتس او اكوردنج للماده الفعاله او الكلاس بتاعت الماده الفعاله. ان هنا عندنا مجموعه من الهيربز فيها فولاتايل اويل، ممكن الكومبوزيشن بتاع الفولاتايل اويل ده يختلف زي ما شفنا في المانتا والثايم، انما ستيل هما الاثنين فيهم ايه؟ فيهم الاكتيف كونستيتوينت بتاعتهم، الكيميكال كلاس بتاعتها هي الفولاتايل اويل. النهارده ان شاء الله هنبتدي نتكلم مع بعض على الهيربز اللي هي كونتيننج الكالويدز، ودي هنشوف فيها مجموعه كبيره فيها الافيدرا وفيها اللوبيليا والباسيفلورا والفينكا وبعض السولانيشيس هيربس. تمام، دول هنتكلم عليهم النهارده مينلي. لو فضل لنا وقت في اخر المحاضره هنبتدي نتكلم على الكنابس اللي هو المجموعه الثالثه اللي هي الهيربس كونتيننج رازنز. لو ما فضلناش وقت يبقى هنقفل على قد المجموعه بتاعت الايه الالكالويدز. تمام، طبعا انتوا انا بس عايز يعني اكد على حاجه، ان اي اسئله ليكم في المحاضرات اللي فاتت تبعتولي على طول على البوست بتاع المحاضره، يعني ما حدش يكسف انه يسال على البوست بتاع المحاضره وانا هجاوب على طول ان شاء الله. انا دايما بيبقى معايا الابلكيشن، فاي حاجه بتيجي على الكومنتس على او ريبلايز على البوست اللي انا حاططها بتجيلي على طول، فهجاوب عليكم باذن الله. طيب، في برضه طبعا انت عشان بس نبقى كملنا التقسيمه او مراجعه التقسيمه اللي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، احنا قلنا ان ممكن بعض البلانتس اللي هي بيكون ليها ديفرنشيتد بلانت بودي وكل حاجه، يعني ليها الديفرنت بورتس موجوده ولكن ما عندهاش فاسكولار تيشو، وقلنا المجموعه دي بنسميها البرايوفايتا، وقلنا دي مش هنتكلم عليها كتير، ودي يمكن اشهر مثال عليها المشرومز، ولكن مش هنغطيها في الكورس ده. تمام، في مجموعه بقى من النباتات اللي بيبقى ليها ديفرنشيتد فاسكولار تيشو وكل حاجه بس بيكون ما فيهاش سيدز، ودي بنسميها التريدوفايتا، ودي برضو يمكن مش هنغطيها قوي في الكورس ده في الجزء بتاع الميديسينال هيربس. يبقى الميديسينال هيربس مينلي هتكون متركزه في الجزء بتاع الثالوفايتس والجزء بتاع الفينيروجامز اللي هي عندها سيدز. اللي عندها سيدز دي ممكن تكون انجيوسبيرمز زي ما اخدنا امثله عليهم المره اللي فاتت، المانتا والثايم اللي هم كانوا فيهم فولاتايل اويل، ودي السيدز بتاعتهم بتكون عليهم بنقول عليها بالعربي مغطاه البذور، يعني السيدز بتاعتهم بتبقى انكلوزد ويذن فروتس. اما المجموعه الثانيه ويمكن هناخد عليها مثال النهارده اللي هو الجيمنوسبيرمز، هناخد مثال عليها مهم قوي اسمه الافيدرا لما نجيله ان شاء الله، والمجموعه دي بيكون فيها سيدز وكل حاجه ولكن السيدز دي نيكد سيدز. نيكد سيدز يعني مش بنقول عليها بالعربي معرات البذور، يعني ما عندهاش فروت، يعني السيد مش موجوده جوه الفروت. انتوا عارفين دايما السيدز بتلاقيها موجوده جوه الفروت، انما هنا بنلاقي السيد مش موجوده جوه الايه جوه الفروت. وطبعا برضو التقسيمه الاساسيه في الانجيوسبيرمز اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الانترودكشن مهم قوي تبقوا فاكرينها، الدايكوتس والمونوكوتس وايه الفرق بينهم تحت الميكروسكوب من ناحيه التي اسز وخلافه من خلال الفاسكولار باندلز وكده. لازم نبقى مراجعين الجزء ده كويس جدا، انا مش هراجع عليه بقى تاني المحاضره دي ولكن لازم نبقى فاكرينه. يبقى ببساطه شديده جدا هو الفاسكولار باندلز في الدايكوتس بتكون ارينجد ان سيركل، اما المونوكوتس بتكون سكاترد في الفاسكو في التيشو كله بتاع البلانت، ودايما بتلاقي في الدايكوتس بالذات في المتكلم على الستامز، يعني دايما بتلاقي الدايكوتس بيكون عندها ايه بيكون عندها
possibility ان ممكن يحصل لها aging وتبقى old stems، وفي الحاله دي بيبقى عندك complete ring من الزايلم والفلويم، ما بيبقاش عندك scattered او ما بيبقاش عندك arranged vascular bundles in a circle، بيبقى عندك complete rings. تمام. اما المونوكوتس زي ما وبيبقى عندك طبعا differentiated tissues، ما بيبقى عندك epidermis وكورتكس وستيل، انما المونوكوتس ما فيش الكلام ده، هو بيبقى ground tissue عباره عن parenchyma cells ودايما بيبقى فيه الايه الفاسكولار bundles. وطبعا برضو عشان ما ننساش الميديسينال هيربز اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها بتبقى عباره عن ايه، قلنا زي ما شرحنا قبل كده انها بتبقى شرابز صغيره او ما بتبقاش نباتات كبيره زي ما انتم متخيلين، بتبقى نباتات صغيره خالص، قلنا بتنمو قريبه جدا من سطح الارض، وقلنا كمان انها حتى بعد الفروتينج بيحصل لها داينج تو ذا جراوند، يعني بتموت وبترجع تاني تنبت بعد كده من الروتس بتاعتها. واتفقنا ان في بعض الحاجات المتعلقه بيها ان ممكن بعض النباتات من النباتات دي نستغل بس منها جزء معين اللي هو بنقول عليه الفلاورنج توبس اللي هي بتبقى الابر بورت من البلانت نفسه، ممكن بعض النباتات التانيه نستغل كل الاريال بورت يعني كل الجزء اللي اباف ذا جراوند اللي هو بيبقى عباره عن ستام وليفز وفلاورز وفروتس احيانا، وفي بعض النباتات التالته بنستغل النبات كله على بعضه بما فيه كمان الروت سيستم بتاعه، ويبقى بنعتبر كل ده على بعضه ميديسينال هيرب لانه بيبقى صغير جدا. تمام. ده تقريبا المراجعه سريعه جدا على اللي احنا اتكلمنا عليه، وطبعا اتكلمنا على المنتا والثايم المحاضره اللي فاتت بالتفصيل، ومهم قوي عندي تبقى عارف زي ما احنا قلنا كصيدلي اهم حاجه المواد الفعاله والاستخدامات الطبيه، ولو في اي موانع استعمال او كده تبدا ان انت تبقى فاميليير بالحاجات دي. النهارده بقى نبتدي مع بعض كده المحاضره بتاعتنا بالهيربز اللي هي كونتيننج الكالويدز. اول واحد هنتكلم عليه ان شاء الله هو اللوبيليا. تمام. اول هيرب او اول مثال هنتكلم عليه هو اللوبيليا. تعالوا نشوف كده مع بعض. اللوبيليا من الهيربز اللي هي كونتيننج الكالويدز، وطبعا احنا كلنا عارفين يعني ايه كلمه الكالويد. كلمه الكالويد يعني فكركم بيها هي عباره عن نيتروجينس اورجانيك كومباوندز، يعني احنا بنتكلم على مركبات فيها كربون وفيها هيدروجين، عشان تبقى اورجانيك لازم يكون فيها كربون وهيدروجين، وكمان بنتكلم انها فيها نيتروجين عشان كده سميناها نيتروجينس اورجانيك كومباوندز. تمام. ويمكن هي دايما البايوسينثيتك باثويز بتاعتها في البلانتس بتبقى ريليتد قوي، او البايوسينثيتك باثويز يعني النبات بيصنعها ازاي، فالنبات بيصنعها عن طريق انزيمز، ودايما البايوسينثيتك باثويز الطرق اللي بيكون منها النبات الالكالويدز بتكون دايما ريليتد قوي لتصنيع الامينو اسيدز، ان النبات كده كده بيكون امينو اسيدز وبروتينز اللي هي برضه بيبقى فيها نيتروجين، فدايما البايوسينثيتك باثويز بتبقى قريبه، ودايما حتى بتلاقي الالكالويدز بتطلع دايما من بعض الايه الامينو اسيدز. تمام. النقطة الثانية ان طبعا الالكالويدز من الحاجات اللي ليها فيسيولوجيكال اكشن كويس جدا في الهيومنز وفي الانيمالز، طبعا ممكن يكون الفيسيولوجيكال اكشن ده مفيد وممكن يكون ضار، يعني الاحتمالين يكونوا موجودين عادي جدا، ممكن تلاقي الكالويدز ليها ميديسينال افكت والكالويدز ثانية تلاقي ليها بويزنس افكت عادي جدا. تمام. النقطة الثالثة ان غالبا النيتروجين اللي بتبقى موجودة في الالكالويدز طبعا مش شرط تلاقي الالكالويد فيها نيتروجين واحدة، ممكن تلاقي عندك اكتر من نيتروجين، وبالتالي في اغلبية الاحيان بتكون النيتروجين زي موجودة ان هيتيروسايكليك رينجز، يعني بتبقى رينج وبيكون النيتروجين موجودة كاتوم من ضمن الاتومز بتاعة الرينج دي، او في بعض الاحيان القليلة اللي هي الكيسز بنقول عليها بروتو الكالويدز او امينو الكالويدز لو فاكرين، بتبقى النيتروجين موجودة في سايد تشين، وهناخد النهاردة يمكن مثال على الكلام ده لما نيجي نتكلم على الايه على الافيدرين. خلاص. ده تقريبا الحاجات اللي انا عايزكم تعرفوها كبيزكس في الاول كده يعني ايه كلمه الكالويد. تعالوا بقى نبتدي مع بعض نتكلم على المثال الاول عندنا في الميديسينال هيربز اللي فيها الكالويدز وممكن يكون ليها ميديسينال يوز اللي هو اللوبيليا. اللوبيليا ليها اسامي كتير جدا، ويمكن دي هنتعود ان احنا نشوف الحكايه دي، يمكن ما شفناهاش قوي في بيبرمنت والثايم، ما كانش ليها اسامي كتير قوي، يمكن البيبرمنت السينونيم الوحيد بتاعه المنتا، ساعات بيقولوا عليه المنتا اللي هو المفروض ان هو ده الجينس اصلا، والسبيشيز المفروض انها المنتا بيبريتا. تمام. انما انا بتكلم هنا ان ممكن يكون في بعض الاسماء غير الاسماء اللي متعارف عليها او غير اللاتين باينوميال نيم اللي احنا بنعرف منه الاوثنتيكيشن بتاع البلانت، او اللي احنا بنحدد منه فعلا هل النبات ده هو النبات اللي احنا عايزينه ولا لا، اللي كنا اتكلمنا عليه في اول محاضره. تمام. يعني بمعنى ان ممكن تلاقي اسامي تانية متعارف عليها للنبات ده غير اللاتن باينوميال نيم، يعني مثلا لوبيليا هنا من ضمن الاسماء المتعارف عليها الازماويد، بنسميها الازماويد، ويمكن هنشوف الكلام ده بعد كده انها عشان كانت بتستخدم زمان في موضوع التريتمنت اوف ازما، هنشوف الكلام ده، وبنسميها ساعات الانديان توبيكو، وبرضه هنشوف ليه سميناها انديان، هنفهم الحته دي شويه.
تمام، وليه برضو سميناها توبيكو. يبقى الاسامي دي خليها في دماغك، وبنسميها ساعات الايماتيك ايه، هيرب. ايماتيك يعني بيعمل قيء او بينديوس الفوميتنج، بيخلي اللي بياخده يحصل له نوع من انواع الفوميتنج، وبالعربي بنقول عليها التبغ الايه، الهندي. طبعا من الاسامي دي هتاخد بعض الانديكيشنز دي كلها سانونيمز. يعني ايه سانونيمز؟ يعني مرادفات او اسماء متعارف عليها بالنسبه للنبات ده، تمام. مش طبعا ولا واحد منهم هو اللاتن باينوميال نيم. اللاتن باينوميال نيم هنشوفه في الاوريجن كمان شويه، او في الديفينيشن بتاع النبات، ولكن هي اسامي كلها متعارف بيها في الدول المختلفه. يعني مثلا الاذمويد زي ما قلت لكم، لان احد الحاجات اللي استخدمته في الفولك ميديسن زي ما هنشوف قدام هو كان المانجمنت بتاعت الازمه، وكان بيستنشقوه. ومين اللي كان بيستنشقوه؟ كان اللي بيستنشقوا اللي هم النورث امريكان انديانز، اللي هم الناس اللي هم الهنود الحمر، فكانوا بيستنشقوه زي بيعملوه زي التوبيكو بالظبط، زي السجاير، تمام. وبالتالي كان عشان كده سموه انديان وتوبيكو، لان هو كان بالنسبه لهم زي الايه، زي السجاير بالظبط او زي السيجرتس، ولكن كان استخدامه اكتر في respiratory complaints اللي منها الايه، الازمه بالنسبه لهم. فكان بيعتبر زي ميديكيشن كده، دوماستيك ميديكيشن يعني. والدوماستيك ميديكيشن ده بيبقى بيتاخد زي ما احنا قلنا في صوره ايه، سموكينج بالظبط كده، بيعملوا له ايه، سموكينج. اما كلمه ايماتيك هيرب، يمكن التاثير ده ظهر بعد كده في القرن ال 19، ان لقوا ان الهيرب ده من او اللوبيليا دي من الحاجات اللي بتعمل فوميتنج او بتنديوس الفوميتنج. يعني عندها حاجه اسمها ايماتيك افكت. ايماتيك افكت يعني بتنديوس الفوميتنج او بتسبب القيء، تمام. وبعد كده بقى كان عندنا في المثال او الترجمه العربي بتاعت الانديان توبيكو، هي دي اللي احنا ماشيين بيها في العربي، اللي هو بنسميها التبغ الايه، الهندي. يبقى دي مجموعه من الاسماء، كل اسم منهم بيبقى سبب له سبب، وسببه زي ما شرحت انا في الحاجات اللي هي متعلقه كلها بالتراديشنال او بالفولك ايه، بالفولك ميديسن. تعالوا بقى نبتدي نتكلم مع بعض في شويه على الحاجات اللي احنا متعودين عليها، الاوريجن بتاعه عشان نعمل الاوثنتيكيشن، ازاي نعمل ماكروسكوبيكال اكزامينيشن مايكروسكوبيكال، وبعد كده نبتدي نتكلم على الكونستيتوينتس والايه واليوزز. زي ما احنا شايفين قدامنا هنا شباب، احنا هنا بنتكلم على ديفينيشن او الاوريجن، الاوريجن بتاعنا. ويمكن انا جبت لكم الاوريجن اللي مكتوب في الايجيبشن فارماكوبيا، اللي هو كانت طلعت في اخر يعني النسخه بتاعتها اللي هي سنه 84، واتفقنا ان مش كل النباتات بتكون موجوده اوفيشال في كل الفارماكوبيات. يعني لو فاكرين البيبرمنت مثلا، المره اللي فاتت كنت قلت لكم ان هو موجود في البريتش وموجود في الايجيبشن. هنا انا بقول لكم ان اللوبيليا موجوده في الايجيبشن فارماكوبيا، اللي هي طبعا طلعت من سنه 84 وموجوده لغايه طبعا دلوقتي ماشيين بيها. خلاص الاوريجن بتاعنا، واتفقنا ان معنى وجوده في الفارماكوبيا يعني هو اوفيشال كاستخدام في الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها، والاوثنتيكيشن بتاعه بيتعمل من خلال المعلومات اللي موجوده في الفارماكوبيا دي، في المونوجراف بتاع اللوبيديا. طيب اتفقنا ان الفارماكوبيا متقسمه لعدد من المونوجرافز، كل مونوجراف مختص بميديسينال هيرب مختلف او نبات، يعني مش شرط هيرب، ممكن يكون اي نبات. طيب نتكلم على النقطه دي. طبعا النبات ده لازم يكون ليه ميديسينال ايه، يوز. طيب لما نيجي نتكلم على الديفينيشن، هنا اتفقنا ان الديفينيشن ده انا باخد منه معلومات معينه، هي دي اللي تهمني في الصناعه بتاعه الميديسينال هيربز او ميديسينال بلانتس ان جنرال. زي ما شرحنا في اول محاضره قلنا ان احنا محتاجين اول حاجه ان الديفينيشن ده يقول لي البلانت بارت يوزد، يعني الجزء اللي انا هستخدمه من النبات ده ايه. هل هستخدم كل النبات على بعضه ولا في جزء معين انا محتاج استخدمه؟ وهتلاقي دايما زي ما شرحنا في الميديسينال هيربز كلها البلانت بارت يوزد هو حاجه من الحاجات اللي انا قلتها لكم من شويه. يا اما تلاقي الفلاورنج توبس اللي هي الجزء العلوي من النبات من الاريال بورت، يا اما تلاقي الهول اريال بورت على بعضه، وده هيشمل بقى كل حاجه، الليف والستام والفلاور واحيانا الفروت، يا اما هيقول لك النبات كله الانتاير بلانت. يبقى دول تقريبا الاحتمالات اللي بتبقى موجوده في الحكايه دي. خلاص في بعض الاحيان يقول لك الليفز بس والفلاورنج توبس معاها، برضه ممكن حسب بقى ايه. المهم ان هو الجزء اللي بينمو فوق سطح الارض في الاغلب، تمام، وبيكون زي ما شرحنا الكاركترستكس بتاعت الميديسينال هيربس تبقى ايه. طيب النقطه الثانيه غير المعلومه دي، هنا بيقول لك ان البلانت بورت يوزد بالنسبه للوبيليا هيكون الدرايد اريال بورتس. يبقى هو هنا قايل لك الاريال بورت كلها على بعضها، عشان كده حتى لما بنيجي نعمل ماكروسكوبيكال او مورفولوجيكال اكزامينيشن بنشوف كل حاجه، بنشوف الستام، بنشوف الفلاور، بنشوف الليف، الحاجات دي كلها بتهمنا، لان كل الحاجات دي موجوده فين؟ موجوده في الابر اريال بورت، فبنجيب الاريال بورتس دي ونعمل لها دروينج. طيب النبات هنا اسمه ايه؟ وده مهم قوي، قلنا ان اي نبات له لاتن باينوميال نيم، الاسم الاولاني هو اسم الجينس، والاسم الثاني هو اسم السبيشيز، والاسم الاولاني لازم يكون كابيتالايزد والثاني يكون سمول لاتر. فهنا بنتكلم على لوبيليا انفلات، تمام، والفاميلي بتاعت النبات ده هي الكامبانيوليسي او اللوبيليسي على اسم اللوبيليا،
تمام. طبعا اللوبيليا انفلاتا، اللوبيليا هنا هو الجينس، عشان كده ده بنسمي عليه اسم النبات، وطبعا في منه عدد من السبيشيز. السبيشيز اللي بنستخدمها في الصناعه هي اللوبيليا انفلاتا، ودايما بنجمع النبات ده at the end of the flowering stage. يبقى دي نقطه مهمه قوي. يبقى هو هنا بيقول لك ان انت خلي بالك عشان تستخدم النبات ده في الصناعه وتاخد منه الفايده العلاجيه اللي انت عايزها، لازم تجمعه at the end of the flowering stage، يعني بعد ما الفلاورز تبتدي تتكون زي هنا كده، ويبقى في اخر خلاص مرحله اللي هي بعدها الفلاورز دي هتبتدي ايه تدبل، وممكن يبتدي يتكون عندك الفروتس. فانت دايما بتجمعه at the end of the ايه of the flowering stage. وطبعا ده له سبب، ان اكيد في المرحله دي اتعملت دراسات كتير وتشاف نسبه الماده الفعاله بتكون قد ايه في كل ستيج من الستيجز بتاعت الديفلوبمنت بتاعت البلانت. فشافوها قبل ما تكون فلاور، وبعد ما كونت الفلاور، وبعد ما كونت الفروت، فلقوا ان اعلى نسبه من الماده الفعاله اللي هقولها لكم دلوقتي موجوده امتى. احنا قلنا ان النبات ده فيه الكالويدز، فلقوا ان اعلى نسبه من الالكالويدز اللي احنا بندور عليها موجوده at the end of the flowering stage. فعمل الريكومنديشن دي ان انت لازم تجمع النبات بتاعك at the end of the of the flowering stage. طيب هنا المعلومه دي مهمه جدا، ودي دايما بتكون موجوده في الديفينيشن او الاورجن، اللي هي نسبه الماده الفعاله بتكون قد ايه، لازم تكون قد ايه. ومش بس نسبه الماده الفعاله، قلنا نسبه الاذر بلانت بارتس اوف ذا سيم بلانت. احنا قلنا ان اي حاجه لازم يكون عندنا في ناخد بالنا ان نستخدم بس جزء معين وما نستخدمش اجزاء تانية، زي ما شرحنا كده في البيبرمنت، نفس الفكره هنا. فهنا بيقول لك ان هو it should contain not more than، قلنا ان NMTD معناها not more than، يعني مش اكتر من 60% of its larger stems. يعني خلي بالك وانت بتجمع الاريال بارتس حاول ان ما يكونش فيه larger stems كتيره. واتفقنا اللارجر ستامز دي بتتقاس بالدايمتر بتاع الستام، فبنقول مثلا الستامز اللي هي اكسيدنج سيرتن لينث في الدايمتر بتاعها هو دي اللارجر ايه ستام، زي ما شرحنا في البيبرمنت قبل كده. الحاجة التانية انها yields not less than 0.2% of the total lobelia alkaloids. يبقى احنا اتفقنا ان النبات ده كده كده فيه alkaloids، فهو بيقول لك خلي بالك ما ينفعش تستخدمه لو هو فيه اقل من 0.2%، ودي رقم قليل جدا، من التوتال lobelia alkaloids. والالكالويدز دي دايما بنحسبها على انها كلها لوبيلين. هو الحقيقة ان احنا عندنا اكتر من alkaloid موجودين في اللوبيليا، ولكن اهم واحد فيهم هو اللوبيلين، وهو ده اللي احنا بنعمل الحسبة بتاعتنا عليه. بمعنى ان انا بجيب النبات اجمعه at the end of the flowering stage، اطمن ان هو 60% منه larger stems مش اكتر من كده، يعني ممكن اقل انما مش اكتر من الرقم ده، وبعدين بعد كده ابتدي اعمل analysis دي بطرق مختلفه هنبقى نقولها بعد كده ان شاء الله لما يعني في سنين اكبر شويه، اللي هي فكره الكروماتوجرافيك سكريننج والكروماتوجرافيك analysis والكلام ده. باستخدام الكروماتوجرافي عندنا تكنيكس كتيره ممكن نستخدمها نقدر نعرف منها نسبه الماده الفعاله اللي عندنا قد ايه. فبالتالي بيشوف اللوبيلين، بيبقى عنده دايما ريفرنس لوبيلين، بيقارن بيبقى عارف انهي مركب في المركبات اللي موجوده في النبات ده هو اللوبيلين، ويبتدي يحسب الكونسنتريشن بتاعه. المفروض ان اللوبيلين يكون موجود بنسبه تقريبا 0.2%، مش اقل من كده، ممكن يكون اكتر انما مش اقل من الرقم ده. خلاص. وطبعا اتفقنا ان البلانت هو بيولوجيكال سيستم زيه زينا بالظبط، وبالتالي احنا عمرنا ما بتلاقي اتنين بني ادمين زي بعض، ونفس الكلام في البلانتس، بيبقى فيه فاريشن كبير جدا في الاكتف كونستيتوينتس وفي البرسنتجز بتاعتها. عشان كده بيقول لك لازم ان انت تتاكد ان نسبه الماده الفعاله اللي عندك او اللوبيليا الكالويدز تكون مش اقل من 0.2%. ده كده بالنسبه للديفينيشن. النقطه الثانيه اللي هنتكلم عليها، طب انت ازاي تعمل اوثنتيكيشن للوبيليا انفلاتا دي، ازاي تتاكد ان هي فعلا هو النبات ده مش نبات تاني. يبقى محتاجين اول طريقه كنا اتعلمناها ان احنا نبص على المورفولوجي او على الماكروسكوبيكال ايه كاركترز. وطبعا وانت بتبص على الماكروسكوبيكال كاركترز بص كمان على الاورجانولابتيك ايه كاركترز. يبقى دول الحاجتين اللي انت هتحتاج ان انت تبص عليهم في المرحله دي. الماكروسكوبيكال كاركترز فيها حاجات كتيره جدا ممكن نتكلم فيها، ويمكن انا في الكتاب عندكم حاطط تفاصيل التفاصيل بالنسبه للديسكريبشن بتاع اللوبيليا. طبعا احنا مش هنحفظ الكلام ده خالص، انا بس هنقرا بعض الحاجات، او انا معلم لكم هنا على بعض الحاجات اللي انتم تعرفوها، انما اي حاجه زياده عن اللي انا هقوله يعني مجرد ان انت تقراها بس، انما ما فيش فيها اي حفظ. طبعا ده وصف بيبقى ديسكريبشن للمورفولوجي بتاع الايه البلانت عشان تقدر ان انت تتعرف عليه. طبعا قبل ما نتكلم على الماكروسكوبيكال خلينا نشوف بعض الاورجانولابتيك كاركترز. احنا بنتكلم مثلا ان الاودر بتاعتنا بتكون فينت جدا، تمام، وبنقول انها اريتنت اودر، يعني بتعمل نوع من انواع الاريتيشن شويه، يعني ما بتكونش اودر قويه قوي ولكنها بتعمل ايه، بتعمل بعض الايه الاريتيشن. التيست هو اللي مميز قوي في اللوبيليا. التيست بتاعنا بيقول في الاول ان هو بيكون سلايت، يعني بيكون مش واضح قوي، لما تيجي تستطعمها كده في الاول بتكون مش واضحه خالص التيست بتاعها هو ايه، بس بعد كده بيبتدي التيست يبقى pungent. عارفين البانجنت اللي هو لازع كده او لاسع، تمام، واكريت شويه، تمام،
وبعد كده بعد الشوينج بيبتدي التيست يبقى قريب قوي، الشوينج يعني المضغ يبتدي التيست يبقى قريب قوي من التوبيكو، من التيست بتاع التوبيكو، تمام كده، اللي هو طبعا احنا اتفقنا حتى هي اسمها بالانجلش انديان ايه، انديان توبيكو او التبغ الهندي، فحتى الطعم بتاعها بيكون قريب من الايه، من التوبيكو، هنفهم ليه الكلام ده، تمام. بس تقريبا ده دي اكتر حاجه بتميز الاورجانوليبتيك كاركترز، هي فكره التيست بعد الشوينج، كمان فكره التوبيكو تيست ده بيظهر بعد الايه الشوينج، اما مجرد بس انت تستطعمها كده على لسانك مش هتحس بحاجه قوي، ممكن تحس زي ما تركه بشويه بانجنسي وان هو اكريد شويه، او التيست بتاعك ايه في مراره شويه كده، تمام. نيجي بعد كده للاودر، الاودر بتكون فينت اريتنت اودر زي ما شرحنا. بعد كده نيجي نتكلم سوري على الماكروسكوبيكال كاركترز. الماكروسكوبيكال كاركترز احنا بنتكلم مثلا في الاول على الستام، من اكتر الحاجات المميزه فيه قوي ان هو وينجد، وينجد يعني عنده زي وينجز كده زي ما انتم شايفين هنا، بصوا هنا واضح قوي في الصوره دي، تحسوا ان الستام فلاتند شويه وعنده وينجز، تمام، ما بيبقاش مثلا راوندد ولا حاجه، لا بيبقى وينجد، وينجد يعني زي ما يكون ايه فلات كده وعنده طرفين، او عنده زي تو وينجز كده، تمام. النقطه الثانيه ان هو بيكون هاري، هتلاحظوا دايما زي ما انتم شايفين هنا برضو ان الـ 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 ان الستام بيكون عليه هيرز كتيره جدا، وهنشوف حتى الهيرز دي لما نيجي نعمل تي اس دلوقتي في الستام، خلاص. ودايما الهيرز بتكون موجوده اكتر كمان في الابر بارت اوف ذا ايه اوف ذا ستام، وبتكون اقل في اللور بارت. بالنسبه للليفز، الليفز بتكون اوفيت لانسيوليت، قريبه جدا حتى ممكن ان احنا نشوفها دلوقتي لو جينا بصينا كده في الصور دي اهي، الليفز بتكون زي ما انتم شايفين كده اوفيت لانسيوليت، وهتلاحظوا ان السيرفيس او سوري المارجن بتاعها بيكون ساعات في بعض الاحيان بيكون دنتيت، وفي بعض الاحيان بيكون كرينيت. انتوا عارفين طبعا الفرق اكيد، اخدتوا الليفز الدنتيت اللي هي بتكون شويه مسننه شويه، اما الكرينيت اللي هي بتكون الطرف بتاعها عامل زي ما يكون راوندد شويه كده، هتحسوا ان بعضها هنا كرينيت وبعضها بيبقى دنتيت مارجن، تمام كده. وبيكون برضو فيها الهيرز، والهيرز اللي موجوده هنا دايما عايزين نفتكرها بكلمه ستيف هيرز، وهنفهم يعني ايه كلمه ستيف دلوقتي لما نيجي نشوف المايكروسكوبيكال ايه كاركترز. فالستيف هيرز دي بتكون كفرنج الليفز، وبتكون كمان كفرنج الستامز، يعني موجوده هنا وموجوده هنا، هو السيرفيس بتاعها كله بيبقى هيري، تمام كده. ودايما الستيف هيرز بتكون على المارجن، تمام، المارجن بتاعه الليف، وبيكون كمان وبتكون موجوده في الفينز بتاعه اللور ايه اللور سيرفيس، تمام، يعني في اماكن الفينز كده بتلاقي الهيرز برضو موجوده، فتلاقيها على المارجن على الاطراف، وتلاقيها كمان زي ما قلت لكم فين في الفينز على اللور ايه سيرفيس. ده تقريبا الليفز الشكل بتاعها. بالنسبه للفلاورز برضو شكلها بيبقى مميز قوي، اللون بتاعها بيبقى مميز، بتكون بيل بلو ان كولر، يمكن هنا اللون باين ازرق غامق قوي الاضاءه يعني، انما هو في الحقيقه بتبقى اللون عامل كده زي هنا كده بيل بلو ان كولر بالشكل ده، تمام. برضو من الحاجات اللي هي المميزه قوي في تقريبا انا كده غطيت معظم الحاجات اللي هي ايه اللي هي المميزه جدا في فكره الايدنتيفيكيشن بتاع اللوبيليا. بعض الناس برضو بيبصوا على الفروتس بتاعتها، بيشوفوا الفروتس بتاعتها، الفروتس بتكون شويه كبسولز وبيبقى فيها السيدز بتبقى موجوده جواها، وطبعا السيدز بتبقى لونها براون برضو، وبتكون ايه اوفل اوبلونج، يعني دي بعض الحاجات اللي هي اللي انا ايه قلتها كده، إيه شرحت لكم معظم الكلام اللي موجود عندكم في الكتاب، ولكن انا عايزك تركز على اللي انا كاتبه هنا ده، انا مش هطلب منك اكتر من كده بالنسبه للايه للماكروسكوبيكال كاركترز. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده المايكروسكوبيكال كاركترز بتاعه الايه اللوبيليا. زي ما شرحنا شباب بالنسبه لفكره الماكروسكوبيكال كاركترز، وقلنا بعض الحاجات اللي هي المهمه قوي بالنسبه للوبيديا، زي ما شرحنا كده في الاورجانولابتيك كاركترز مثلا التيست بتاعها اللي هو البانجنت والاكريد التيست اللاذع ده، وقلنا ان هو بيبقى بعد الشوينج بيبقى شبه قوي التيست بتاع التوبيكو، وكل دي بتديك انديكيشن ان النبات ده هو النبات اللي انت بتدور عليه اللي هو اللوبيديا انفلاتا. بتشوف الستام بتاعته بتلاقيها وينجد زي ما شرحنا، عليها هيرز الليفز اوفيت لانسيوليت، وعليها هيرز ودنتيت او كرينيت المارجن بتاعتها، بتشوف الفلاور اللي هي البيل بلو ان كولر دي، بتشوف الفروتس والسيدز الفروت اللي عامله زي الكبسوله وبيبقى جواها السيدز بتاعتها لونها براون، كل دي بتديك انديكيشن ان انت لوبيديا انفليت، ولكن ستيل برضو بتبقى محتاج ان انت تعمل بعض المايكروسكوبيكال كاركترز، تشوف حاجه تحت المايكروسكوب، فبتجيب اللي هو الجزء الاريال بارت ده، بتجيب جزء منه، حاجه من اتنين، يا بتعمل تي اس زي ما شرحنا المره اللي فاتت في البيبرمنت، فبتعمل اللي هو ترانسفيرس سكشن،
يا اما بتعمل الايه بتعمل له باودرنج للنبات، وبتبتدي تشوف بعض الايه الاليمنتس بتاعت الباودر تحت الميكروسكوب. طبعا اشهر حاجات في الاليمنتس بتاعت الباودر هي حاجتين، الستيف هير، لان احنا شرحنا ان الستيم سواء الستيم او اللي او الستيم ده شكل الستيم بعد الدراينج بالمناسبه، تمام؟ ده بعد الدراينج بصوا بيبقى عامل ازاي، تحس ان هو فلاتند شويه، هو مش فلات ولا حاجه، هو نتيجه ان هو وينجد، وينجد يعني عنده زي اجنحه كده، تو وينجز، فبالتالي بيبان عريض شويه. انما وانت لو دققت فيه هو الستيم بيبقى رفيع ولكن له تو وينجز، وده بعد الدراينج بيبقى شكله. شرحنا شفناه قبل الدراينج في السلايد اللي فاتت، كان بيبقى لونه اخضر عادي، وطبعا بيبقى الهيرز اللي عليه بعد الدراينج ما بتبقاش باينه قوي، ولكن تحت الميكروسكوب بتبان بشكل كبير، تمام؟ هتلاحظوا برضو حاجه مهمه جدا، الهير اللي موجوده دي اسمها ستيف هير، ودي بتبقى موجوده على فكره في الليف وموجوده في الستام زي ما شرحنا. وقلنا كلمه ستيف دي مهمه جدا لان معناها ان الهير زي ما انتم شايفين اولا هي لونج هير، هي مش هير صغيره، هي كبيره، ومع ذلك برغم انها طويله قوي الا انها يوني سيلولر، يعني هتلاحظوا انها من جوه مش متقسمه لعدد من الخلايا ولا حاجه، هي خليه واحده. فدي حاجه مميزه جدا في الهير دي انها بتكون لونج وفي نفس الوقت هي يوني سيلولر، وهتلاحظوا ان ما فيهاش جلاند ولا حاجه، فهي نون جلاندولر هير، تمام كده؟ فدي طب ليه بنسميها كلمه ستيف؟ ستيف يعني ناشفه او يعني سبورتد كده، مش دايما بتلاقي الهيرز دايما فيها نوع من انواع الكيرفيتشر شويه، التانيه بتاعتها بتبقى متنيه كده، انما لا دي تحس انها ايه بنقول عليها ستيف هير، وده نتيجه انها لجنيفويد، الوولز الانترنال بتاعتها دي من الهيرز القليله جدا اللي بتلاقي الوول بتاعها من جوه لجنيفويد، يعني فيه لجنين، تمام كده؟ النقطة التانية ان كمان زي ما هتلاحظوا في عليها شرط كده، الشرط دي بنقول عليها الورتي كيوتيكل. وورتي كيوتيكل لما تيجي تشوفها حتى تحت الالكترون مايكروسكوب اللي هو بيبقى اقوى شوية من الميكروسكوبات اللي بنستخدمها في المعامل عندنا، بتشوف زي ما يكون سطحها خشن كده، محبحب، بنقول عليه محبحب بالعربي، يعني عليه نقط كده، النقط دي هي عبارة عن الورتي كيوتيكل. فهي مميزة قوي الهير دي في انها بانها طويلة، بنقول عليها ساعات كونيكال شيب، وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم انها يعني كونيكال، يعني بتحس انها تخينه شويه، تمام؟ ما تبقاش رفيعه، وفي نفس الوقت يوني سيلولر، وزي ما قلت لكم عليها الورتي كيوتيكل، ومن جوه بيبقى فيها ثيك لينيفايد ايه وولز. فالمهم عندي قوي تبقى عارف الوصف ده عشان تفهم كلمه ستيف هيردي يعني ايه. الحاجه الثانيه السيد كوت، السيدز نفسها اللي بتكون موجوده جوه الفروت بتاعت البلانت، السيدز دي بيبقى ليها كوت طبعا ناشف شويه، الكوت ده بيبان قوي في الباودر، بيبقى مميز جدا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بيبقى خلايا من الابيديرمز زي ما انتم شايفين، لان السيد كوت ده بيبقى الاري اللي هو اول لاير بره في الكوت بتاع السيد، فبيبقى عباره عن ابيديرمال سيلز بوليجونال كده، ولكنها بتبقى ثيك لجنيفايد، يعني الوولز بتاعتها زي ما انتم شايفين ثيك وبيبقى لجنيفايد، عشان كده بتلاقي دايما الوولز بتاعتها اللون اللجنين ده بيكون يا اصفر غامق او يا اورنج كمان دارك اورنج، نتيجه اللجنين الكتير اللي موجود في الوول هنا في المكان اللي انا مشاور عليه ده. وطبعا اللي جوه ده اللي هو عباره عن اليومن بتاعها، وحتى اليومن بتاعها بيبقى وايد اليومن زي ما انتم شايفين. خلاص يبقى الخليه نفسها بتتقسم لجزئين، جزء من الوول بيبقى ثيك وفيه لجنين، وجزء تاني بيكون وايد اليومن عادي جدا ما فيهوش ايه ما فيهوش لجنين، تمام؟ ده بنقول عليه برضو اللي هو السيد كوت. من ضمن الحاجات المميزه قوي في التي اس بتاع اللوبيليا بقى، ده كده خلصنا احنا الباودر، هبقى اوريكم كمان شويه صوره برضو للسيد كوت تحت الميكروسكوب، ولكن خلينا الاول بس نشوف التي اس كمان بتاع اللوبيليا او الترانسفيرس سكشن اللي موجود في اللوبيليا ستام. هتلاحظوا مميز قوي ان هو فيه تقريبا التيبيكال ستراكشر بتاع الاولد دايكوت ستامز، يبقى هنا بنتكلم على دايكوت ستام، كمان لو قلت لكم اولد ولا يانج تقدر ان انت تحدد على طول هو ان هو اولد دايكوت ستام. ليه هو اولد دايكوت ستام؟ خلينا نشوف. اول حاجه لما نيجي نبص بره هنلاقي اللاير الخارجيه خالص دي اللي هي الابيدرمز، احنا قلنا دي الاوتر موست لاير اللي موجوده في كل الستامز تقريبا. بعد الابيدرمز بيبقى في طبقه بيضة صغيره هنا شايفينها، الطبقه دي هي الكورتكس، مفيش فيها اي مشاكل، خلايا بارينكيما عاديه جدا. اخر طبقه من الكورتكس بتكون اسمها الاندودرمز، هتلاحظوا هنا اول حرفين تقريبا او اختصارات مكتوبه، فده الاندودرمز مكتوب اللي هو الانر موست لاير اوف ذا كورتكس. وبعد الاندودرمز على طول بيكون عندي طبقه رفيعه جدا عباره عن بريسايكليك فايبرز، وبعد البريسايكليك فايبر كده احنا دخلنا بقى في منطقه الستيل اللي هي بتكون عباره عن بريسايكليك فايبرز، عباره عن زايلم، عباره عن فلويم، عباره عن بيث. وهتلاحظوا حاجه مهمه قوي هنا ان البريسايكليك طبعا مين، احنا قلنا دايما في الستامز مين اللي بيبقى تو ذا اوت سايد من الفاسكولار تيشو، دايما الفلويم هو اللي تو ذا اوت سايد والزايلم هو اللي تو ذا انسايد. فهنا بعد البريسايكليك فايبرز في طبقه رفيعه ثانيه صغيره جدا جوه هنا في المكان اللي انا مشاور عليه بالبوينتر ده، الطبقه دي هي الفلويم، حتى هنا متشاور عليها اهي اللي هي الفلويم.
بعد كده بيكون عندنا يبقى هنا دي طبقتين، المنطقه دي فيها البريسايكليك فايبرز وفيها الفلويم. هما بالظبط يا شباب بيكونوا 3 لايرز. اول لاير بتكون الكورتكس اللي هي اخر لاير من الكورتكس، دي بنسميها الاندودرمس. بعدها لاير تانية بتكون غالبا فيها لجنين، ودي بتكون البريسايكليك فايبرز. بعدها لاير تالتة بتكون كولابسد شويه، ودي بتكون الفلويم، بتكون برضو مش كبيره قوي زي الزايلم هنا في الحاله دي. تمام. الفلويم طبعا احنا عارفين بيتكون من ايه، من السيف تيشوز والكومبانيون سيلز والكلام ده. بعد كده بيكون عندنا جوه الزايلم، الزايلم زي ما انتم شايفين الزايلم فاسلز واضحه جدا اهي، تمام، وبتبقى وايد زايلم فاسلز. وبعدين جوه خالص بيكون في الايه، البث، منطقه البث. تمام كده، ده بالنسبه للايه، للحته دي. طبعا هتلاحظوا ان احنا عرفنا منين ان هو اولد، طبعا ان هو دايكوت واولد دي مفهومه، لان انت عندك هنا كومبليت رينج من الفلويم سراوندد باي، وبعدين جوه بقى في كومبليت رينج من الايه، من الزايلم. خلاص كده، وبالتالي عندك بعد كده البيث. فانت عندك ديفرنشيشن، يعني انت شايف تيشوز موجوده قدامك، طالما شايف تيشوز موجوده قدامك بالشكل ده يبقى انت عندك دايكوت، وبما ان عندك كومبليت رينجز من الزايلم ومن الفلويم يبقى انت عندك ايه، اولد ستام. لان هو لو كان يونج دايكوت ستام كنت هتشوف الفاسكولار باندل سيبريتد عن بعض وارينجد ان سيركل، انما هنا انت مش شايف الكلام ده. في بقى حاجه مميزه قوي للترانسفيرس سكشن بتاع اللوبيليا، ان يعني انت بتشوف على الاطراف، شايفين اللي على الاطراف هنا في ايه، هنا في عندي حاجه مهمه جدا اسمها الوينجز والستيف هيرز. الستيف هيرز احنا لسه شارحينها من شويه، احنا قلنا الستيف هير كده كده بتبقى موجوده على السيرفيس بتاع الستام وبتاع الليف. فهنا فعلا ده اللي حاصل، ان في الستام انت شايف ترايكومز، ادي واحده ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه، وممكن تلاقي حتى الاماكن دي فيها هيرز، شايفين ممكن تلاقي الهير طالعه من المكان ده. ايه بقى المكان ده؟ المكان ده هو الوينج. مش احنا قلنا ان الستام بتاعنا بيكون وينجد، ودي من اكتر الحاجات اللي مميزه للستام بتاع اللوبيليا. فبتلاقي دايما الوينج ده او الاطراف اللي هي بتبقى موجوده دي، لما تيجي تاخد التي اس بتاعك تبان بالشكل ده في الابيدرمس، تبان كانها عامله زي الريبز. ريبز يعني عارفين الريبز، الاضلاع، الاضلاع بتاعتنا، فتبان عامله زي الاضلاع اللي طالعه من الايه، من الابيدرمال سيلز بالشكل ده. تمام. واحيانا زي ما قلت لكم بتلاقي الترايكوم نفسها اللي هي الستيف هير دي طالعه من الوينج نفسه، عشان كده بنقول عليها ساعات ايه، بروجكتد ريب. الوينج دي بروجكتد ريب، لان زي ما قلت لكم هي عامله زي البروجكشن، هي بتبقى طالعه من الابيدرمس بروجكتد، وفي نفس الوقت عامله زي الريب اللي هو الايه، الضلع يعني. تمام كده. ونفس الكلام زي ما قلت لكم الستيف هيرز ممكن تكون طالعه منها، من الوينج دي، وممكن تكون طالعه من الابيدرمال سيلز نفسها زي ما انتم شايفين كده. وشرحنا بقى ليه هي ستيف هير، بتبقى لونج جدا وزي ما قلنا والثيك لجنيفايد ايه وولز، ومع ذلك بتكون يوني سيلولر. تمام كده، احنا شرحنا تقريبا الاي ترانسفيرس سكشن. فاضل لي بس ان انا اشوف ده برضو شكل تاني اهي للهيرز مع الابيدرمال سيلز. تمام، برضو هنا ادي الستيف هيرز اهي، ودي الابيدرمال سيلز اللي موجوده تحت الخلايا. تمام، ده شكل السيت كود تحت الميكروسكوب زي ما انتم شايفين، ثيك لجنيفايد وولز ازاي. اولا ابيدرمال سيلز خلايا بوليجونال عادي جدا وليها ثيك لجنيفايد وول، واليومن بتاعها بيكون وايد، اليومن زي ما انتم شايفين ابيض خالص، انا ما فيهوش لجنين. تمام، ده من الكي اليمنتس المميزه قوي للباودر بتاعه الايه، اللوبيليا. خلاص، ده بالنسبه للمايكروسكوبيك الكاركترز، اتكلمنا كده على معظم الحاجات اللي احنا عايزين ايه نغطيها في القصه دي. تمام، طبعا الابيدرمال سيلز ممكن تشوف فيها ستوماتا لو هي موجوده طبعا فين، في الليفز. ده تقريبا بالنسبه للجزء ده. تعالوا بقى نبتدي مع بعض نشوف الكونستيتوينتس بتاعه الايه، اللوبيليا. لو جينا بصينا بقى يا شباب بالنسبه للكونستيتوينتس، احنا دايما الكيمستري زي ما قلت لكم هي اللي هتحدد لنا الفارماكولوجيكال اكشن، او هي اللي هتحدد لنا الانديكيشن يعني. واتفقنا هنتكلم على كلمه الاكشن والانديكيشن دي تاني في السلايد الجاي عشان نوضحها تاني، انما زي ما قلت لكم كلمه لوبيليا الكيمستري بتاعت اللوبيليا يعني نتكلم على الكونستيتوينتس اللي موجوده في اللوبيليا هي عباره عن ايه. انت تقدر تقول لي الكيميكال كلاس على طول، احنا عارفين ان هي فيها الكالويدز. تمام، وشرحنا يعني ايه كلمه الكالويدز، ولكن احنا عندنا هنا نوع مميز قوي من الالكالويدز موجوده في اللوبيليا. المفروض ان اكوردنج للايجيبشن فارماكوبيا اللوبيليا انفلاتا اللي احنا هنستخدمها في الصناعه عندنا في الفارماسيوتيكال اندستري يكون فيها النسبه دي على الاقل، بنتكلم من 0.25 ل 0.4%، هو ده الرينج اللي احنا بنشتغل فيه من الالكالويدز. طب ايه نوع الالكالويدز اللي موجوده عندنا؟ عندنا نوع مهم قوي اسمه بيبريدين الكالويدز، وكلمه بيبريدين دي اكيد سمعتوا الكلمه دي وانتم بتاخدوا الهيتروسايكليك الهيتروسايكلز في الاورجانيك كيمستري. تمام، اللي هي لما بيقول لك ان انت لما يكون عندك رينج 6 ممبرد رينج عاديه خالص، تمام، ويكون واحده من الاتومز بتاعتها هي النيتروجين، يبقى دي بنقول عليها بيبريدين رينج. يبقى الشكل ده كده من غير الميثل دي، سيبك من الميثل دي، يعني لو جيت رسمتها هتبقى حاجه بالشكل ده، هي 6 ممبرد رينج كده، تمام، والاتوم دي مثلا فيها نيتروجين بدل الكربون، فيبقى هنا في نيتروجين، فدي كده بنقول عليها بيبريدين رينج.
تمام. لو احنا مثلا حطينا دبل بوند هنا وحطينا دبل بوند هنا وحطينا دبل بوند هنا، فانا بقى عندي حاجه اسمها بايريدين ايه رينج لو فاكرين. انا بس براجع معاكم الحته دي من الكيمستري يعني. يبقى البيبريدين، يبقى احنا بنتكلم على مجموعه من الالكالويدز، مجموعه الالكالويدز دي فيها بيبريدين رينج. لو تلاحظوا الالكالويد كبيره اهو، ولكن الرينج دي موجوده فيه. ودايما اتفقنا ان الالكالويدز كلها لازم تكون نيتروجينس اورجانيك كومباوندز، ففعلا هي فيها كربونز وهيدروجينز وفيها كمان نيتروجين موجوده في هيتروسايكليك رينج اسمها ايه بيبريدين رينج، عشان كده سمينا النوع ده من الالكالويدز بيبريدين الكالويدز. طيب هل هو واحد؟ هل هو الكالويد واحد اللي موجود؟ لا، انا عندي مجموعه اشهرهم واهمهم هو اللوبيلين، اللي هو الاستراكشر بتاعه موجود قدامنا. طبعا مش بنحفظ الاستراكشر ولكن بنعرف الاسم اللوبيلين، ونعرف الكلاس طبعا ان هو عباره عن بيبريدين ايه الكالويد، يعني عنده الرينج دي. يعني عايزك تبقى عارف ان الرينج دي لما تشوفها كده تبقى عارف ان ده بيبريدين ايه الكالويد على طول. اللوبيلين طبعا اشهرهم ولكن مش لوحده، بيبقى معانا مجموعه ثانيه من الالكالويدز. عندنا الكالويد اسمه الايزولوبيلين، قريب قوي في الاستراكشر من ده، تمام، هو الايزومر بتاعه. في برضو عندنا حاجه اسمها اللوبيلانين واللوبيلانيدين، برضو عايزكم تعرفوهم، ممكن ما يكونوش موجودين عندكم في الكتاب فاكتبوهم ورايا. الاولاني خليني اكتبه بالقلم احسن، اللوبيلانين، تمام، ال او بي اي ال اي ان اي ان اي، تمام، ده اللي هو اللوبيلانين. والتاني اللي هو اللي موجود معانا اسمه اللوبالينيدين او اللوبيلانيدين، ال او بي اي ال اي برضو ان اي دي اي ان اي، تمام كده، ده اللي هو اللوبيلانيدين. طبعا الفرق بينهم برضو عشان تبقوا فاهمين، كلهم بيبقى الفرق في الاماكن دي. هنا مثلا انت شايف في اللوبيليا او في اللوبيلين عندك الايه الكربونيل جروب موجوده هنا، وعندك او اتش جروب موجوده هنا. في اللوبيلانين مثلا هتلاقي عندك ان دي كمان بقت كربونيل، هنا المكان ده بقى كمان هو عباره عن كربونيل، فبقى عندك اتنين كربونيل. فاللوبيلانين ده معناه ان انت عندك تو كربونيل جروبس. طبعا الكلام ده مش هتحفظوه، بس انا ايه بشرح لكم ايه الفرق بينهم يعني، تمام. اللوبيلانيدين ده بيكون عنده دي بقت او اتش، فبيبقى عندك اتنين او اتش فيه، تمام، بدل واحده او اتش وواحده كربونيل بيبقى عندك اتنين ايه او اتش. فهو ده الفروقات، انما الاستراكشر كله على بعضه ذا سيم، ما فرقش كتير. المهم ان انا عندي مجموعه من البيبريدين ايه الكالويدز، اشهرهم واهمهم في الفارماسيوتيكال اندستري هو اللوبيلين، تمام، ده اشهر واحد، والايزو لوبيلين هنتكلم عليهم، خلاص. طيب في مجموعه تانية طبعا من الكونستيتوينتس، واتفقنا ان النبات ما بيكونش فيه حاجه واحده. يعني لو قلت لك ان الهرب ده فيه الكالويد، ده مش معناه ان هو فيه الكالويد بس، هو فيه اكيد اذر كيميكال كلاسز. بنتكلم على فلافونويدز، بنتكلم على هنا بنتكلم مثلا انت عندك بعض الفولاتايل اويلز، حتى مش احنا قلنا ان اللي فيه بانجنسي كده في تاثير لاذع او اكريد تيست، ده بيكون سبب وجود فولاتايل اويل معين لو بانجن تيست. وفي برضو بعض الريزنز، بعض الواكسز، في بعض الاسيدز بنقول عليها لوبيليك اسيد، يعني دي حاجات الاساسيه اللي بتبقى موجوده عندنا جوه الايه جوه اللوبيليا، خلاص. ولكن نركز على الاثنين اللي انا كاتبهم هنا دول، وزي ما قلت لكم اعرفوا برضو ان انت عندك سبب البونجنسي ان في فولاتايل ايه اويل، وعندكم بعض الريزنز والواكسز موجوده. طيب تعالوا بقى نبتدي نتكلم على الايه اليوزز او الاستخدامات بتاعه الايه اللوبيليا. قبل ما نتكلم على اليوزز بتاعه اللوبيليا، طبعا احنا اتفقنا ان كلمه يوزز دي دايما هتلاقوني بستبدلها، بس انا بكتب كلمه يوزز هنا، ولكن انا دايما هتلاقيني بستبدلها بكلمه ايه انديكيشنز. قلناها المره اللي فاتت، قلت لكم ان كلمه انديكيشنز دي كلمه مهمه قوي عايزك تعرفها، ودي معناها الدواء ده ممكن استخدمه، ده مش شرط يكون هيرب، ممكن يكون حتى سينثيتك ميديسن عادي له انديكيشنز معينه، يعني اقدر اديه في الحالات الفلانيه، ناس عندها صداع، ناس عندها هايبرتنشن، دي كلها اسمها انديكيشنز. وبيبقى عندي حاجه اسمها فارماكولوجيكال اكشن، يعني غالبا النبات ده مثلا بيدي الاستخدام ده او بيعمل بينفع في الاستخدام ده نتيجه انه بيعمل حاجه معينه جوه الجسم، فده بنسميها فارماكولوجيكال اكشن، وكنا شرحنا الحكايه دي المره الايه اللي فاتت. طيب في الاول طبعا لو جينا بصينا على بعض الفولك يوزز اللي هي الاستخدامات القديمه او تراديشنال يوزز بتاعت اللوبيليا، انا كنت قلتها تقريبا في اول سلايد، قلت لكم ان اهم استخدام ليها كان من خلال النورث امريكان انديانز اللي هم الناس الهنود الحمر دول، كانوا بيعملوا سموكينج، ياخدوا يجيبوا الليفز بتاعت اللوبيليا دي ويعملوا لها سموكينج، يقوموا مدخنينها، تمام، ده عاملين منها زي سجاير كده، طبعا بتبقى السجاير بيبقى ليهم جهاز كده بيحطوه فيها وبيستخدموه في الايه في حتى بتشوفوها في الافلام بتاعت زمان يعني. السموكينج ده كان بيحطوا في الحاجات دي، في الحاجات اللي بيعملوا لها سموكينج دي كان بيحطوا اللوبيليا ليفز، تمام. وطبعا دي كان ليها استخدام طبي بالنسبه لهم، يعني هم كانوا بيعتبروها دوماستيك ميديسن بالنسبه لهم في علاج الازمه وبعض الريسبيراتوري ايلمنتس، يبقى كان استخدامها ميلي متعلق بالايه بالريسبيراتوري سيستم، بالجهاز التنفسي.
خلاص كده تمام. وعلى فكره الاستخدام فضل مكمل معانا، انا قلت لكم حتى لو فاكرين المره اللي فاتت ان ممكن تلاقي الهيرب الفولك يوز بتاعه او استخدامه القديم هو ده اللي مكمل معانا لغايه دلوقتي، وممكن تلاقي استخدامات تانية بدات ايه تظهر عليه زي ما شرحنا في البيبرمنت والايه والثايم. كان في برضو بعض الاستخدامات التانية في حالات الكرونيك برونكايتس، في حالات السعال الديكي اللي هو من نوعين الووبينج كاف، كل دي استخدامات قديمه كلها متعلقه بالريسبيراتوري سيستم، كحه جامده جدا من نوعين الووبينج كاف او السعال الديكي، والحاجه الثانيه وهتلاقيها موجوده عندكم اعتقد في الكتاب، والحاجه الثانيه اللي هي الكرونيك برونكايتس برضو اللي هو الانفلاميشن جامد جدا في البرونكاي وبيكون كرونيك يعني بيكون مستمر على طول ما بيروحش لفترات طويله جدا، فبالتالي بياخدوا برضو كانوا بياخدوا اللوبيليا في الاتجاه ده. وبعدين جاء في القرن ال 19 كده بدا بعض الناس تكتشف ان الهيرب ده او استخدام اللوبيليا كهيرب مش بس كليفز، كهيرب على بعضه كدرويد اريال بورت ممكن يكون له ايماتيك افكت. وقلنا كلمه ايماتيك افكت يعني بتنديوس الايه الفوميتنج، انديوس الفوميتنج يعني بتؤدي الى القيء. تمام، هتقولي طب ايه الحاجه اللي انا يعني ممكن استفيد بيها لما استخدم حاجه ليها ايماتيك اكشن، هنشوف بقى الكلام ده استخدمناه دلوقتي في ايه. تعالوا بقى نبتدي بعد ما خلصنا كده الفولك يوزز، تعالوا نبتدي نشوف الاستخدامات الحاليه بقى هي هل هي نفس الاستخدامات ولا اختلفت، وايه سبب الاستخدامات دي، يعني ايه سبب ان اللوبيليا مثلا ممكن تنفع في ريسبيراتوري كومبلينز مثلا في مشاكل الريسبيراتوري سيستم زي الووبينج كاف والكرونيك برونكايتس والايه الازمه زي ما شرحنا. تعالوا نشوف، احنا عندنا زي ما اتفقنا عندنا مجموعه من الالكالويدز اسمها البيبريدين الكالويدز، فاحنا لقينا ان لو بنتكلم على اول واحد فيهم اللي هو اللوبيلين مثلا، فبنقول ان اللوبيلين ده من الحاجات اللي لقوا ليها باورفول ريسبيراتوري ستيمولنت اكشن، وكلمه ريسبيراتوري ستيمولنت يعني بيعمل ستيمولاشن للريسبيراتوري تراكت او للريسبيراتوري سيستم. تمام، ولقوا ليها برضو بعض السنترال ستيمولنت ايه افكت، ولكن تاثيرها الحلو قوي او القوي قوي كان على ريسبيراتوري ايه تراكت، ومن خلال الكلام ده لقوا لها كمان ليها انتي ازماتيك اكشن، فده حلو قوي. يبقى انت عندك هنا باورفول ريسبيراتوري ستيمولنت افكت ومضاد للازمه او انتي ازماتيك ايه افكت، عشان وده يفسر ليه هي كانت بتستخدم زمان في علاج الايه الازمه. تمام، لاحظنا حاجه مهمه جدا ان سبب الافكت ده سبب ريسبيراتوري ستيمولنت افكت ده، انت عارفين يعني ستيمولنت يعني محفز، تمام، بيعمل ستيمولاشن. تمام، فسبب ريسبيراتوري ستيمولنت افكت ده هو اللوبيلين. تمام، ومن هنا بدانا نستغل الريسبيراتوري ستيمولنت افكت ده في حاجات متعلقه بالريسبيراتوري تراكت، بما انه بيعمل ستيمولاشن للريسبيراتوري تراكت يبقى ممكن استغله كايه؟ قال لك ممكن تستغله كاكسبكتورنت. يعني ايه اكسبكتورنت؟ يعني طارد للبلغم، ما هو بيحفز الايه الريسبيراتوري تراكت ككل، فبالتالي انا ممكن استغل الاستيميوليشن افكت ده في اني اطرد البلغم بيه، فيبقى هو كده طارد للايه للبلغم، لان هو زي ما قلت لكم بيعمل استيميوليشن للكاترال سيكريشنز اللي هي السيكريشنز بتاعت الريسبيراتوري تراكت الميوكس وغيره، ويعمل استيميوليشن عمليه الطرد بتاعها اللي هو الاكسبكتوريشن الاكسبكتوريشن اكسبكتوريشن يعني طرد البلغم نفسه، وبالتالي ده ينفع في حالات حلوه قوي اللي هي حالات الكحه. تمام، الكحه كمان مش اي كحه، لازم تكون كحه وات وات كف، ونركز بقى في النقطه دي ان احنا عندنا نوعين من الكف، عندنا حاجه اسمها وات كف وعندنا حاجه اسمها دراي كف. الدراي كف ما بيكونش فيها بلغم خالص، وبالتالي هنا الحاله دي مش هتفيدني قوي فيها اللوبيليا. تمام، انما الوات كف هتفيدني اكتر لان هو بيشتغل ميلي كاكسبكتورنت يعني طارد للايه للبلغم. خلاص، فالنقطه دي مهمه جدا وفهمنا الفكره الاكشن سبب الكلام ده ايه، ان هو لو ريسبيراتوري ستيمولنت افكت، وبالتالي هو بيعمل ستيمولاشن للكاترال ايه سيكريشنز والاكسبكتوريشن بتاعها. طيب النقطه الثانيه ان الـ وده برضو على فكره يفسر ليه زمان كانوا بيستخدموه في حالات الكرونيك برونكايتس، لان في حالات الكرونيك برونكايتس المريض بيشتكي بشكل كبير جدا من ان عنده ثيك ميوكس سيكريشنز، يعني عنده ميوكس سيكريشنز حاسسها في صدره جامده جدا، يقول لك انا حاسس ان صدري مليان بلغم. تمام، هي دي ثيك ميوكس سيكريشنز، هو مش قادر يطلعها، يعني هو مش قادر اصلا يكح ويطلع الايه الميوكس سيكريشنز دي، فبندي له حاجات زي اللوبيليا اللوبيلين بيكون اكسبكتورنت، وفي نفس الوقت بيحفز مش بس ان هو بيحفز الاكسبكتوريشن، لا ده كمان بيخلي الكاترال سيكريشنز تبقى مور فلويد شويه، وبالتالي تقدر انها تطلع بسهوله من الايه من التراكيا ومن الصدر بتاعه. خلاص، ده بالنسبه للجزء ده. الحاجه الثانيه ان له استخدام حلو قوي كبرونكو دايليتر، اللوبيلين ده من الاكشنز مش استخدام بقى، خلينا نقول ده ان ده فارماكولوجيكال اكشن، برونكو دايليتر يعني موسع للشعب، فبالتالي ده يفسر ليه احنا بنستخدمه كانتي ازماتيك، لان هو له برونكو دايليتر ايه افكت. يبقى الحاجتين الاساسيه، يبقى احنا كده عرفنا هو ليه بيستخدم في الازمه وعرفنا ليه بيستخدم في كرونيك برونكايتس، عشان هو عنده باورفول ريسبيراتوري ستيمولنت افكت، فده بيساعد على الاستيميوليشن اوف ذا كاترال سيكريشنز والاكسبكتوريشن، دي حاجه.
والحاجه التانية ان هو بيستخدم في الازمه عشان هو اصلا موسع للشعب كويس قوي او برونكو دايليتر، وبالتالي ينفع في التريتمنت اوف ايه اوف ازمه. تمام، ده الفكره الاساسيه، وده عرفنا كده سبب الكلام ده هو وجود الايه اللوبينين. ولكن هتلاحظوا حاجه مهمه قوي، انا محدد لك هنا دوز معينه لازم يتم استخدامها، الدوز دي بتبقى من 0.05 ل 2 جرامز. تمام، يعني ده معناه ان احنا كل الفارماسيوتيكال بريباريشنز اللي بتتحضر في المصنع هتكون في الدوزنج رينج بتاعها هو ده، من 0.05 ل 2 جرام، ما ينفعش تزيد عن كده. خلاص، هتقولي طب انا ايه اللي يخليني اروح استخدم فارماسيوتيكال بريباريشن، انا ممكن اروح اجيب النبات على طول واغليه استخدمه كتي باج زي الشاي او زي اليانسون او كده واشربه خلاص ويبقى بالنسبه لي ده دي حاجه كويسه. هقول لك ان لا، اللوبيليا بالذات ما ينفعش فيها الكلام ده، وافتكر المعلومه دي معايا وهقول لك كمان دقيقتين بالظبط ليه. خلاص، طيب النقطة التانية بقى، لقينا كمان ان من ضمن الاكشنز المهمة قوي بالنسبة للوبيليا هي او بالنسبة للوبيلين، خلينا نكون دقيقين، يعني ان اللوبيلين الاستراكشر بتاعه قريب قوي من الاستراكشر بتاع النيكوتين، وده يفسر فكرة التوبيكو لايك تيست. لما كنا بنعمل شوينج كنا بنحس ان في تيست شبه التوبيكو، لان اللوبيلين اصلا الاستراكشر بتاعه قريب قوي من الاستراكشر بتاع النيكوتين اللي موجود في التوبيكو، فعشان كده بيدي نفس التيست قريب منه، وكمان بيدي نفس الاكشن. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ممكن ان انا استخدم اللوبيلين كبديل عن استخدام السجاير، بس بديل طيب مش بديل ضار، بديل كويس. ليه؟ النيكوتين له مشاكل كتيره جدا بيعملها جوه جسمنا، احنا بغض النظر يعني مش هنتكلم فيها دلوقتي، ولكن انا لو مثلا عندي بيشنت بيشرب سجاير كتير جدا، ممكن جدا ان انا استغل اللوبيليا واستغل استخدام اللوبيلين ده بالذات، ان انا احطه في فارماسيوتيكال بريباريشن واديه للبيشنت، هيغنيه لفتره عن او هيساعده على الاقلاع عن التدخين. عشان كده بيقولك ان هو عباره عن ايجنت بيساعد الناس تو ستوب سموكينج، يعني يوقفوا تدخين، لان هو زي ما قلت لكم الاستراكشر بتاعه قريب، نفس التيست، حاجات كتيره جدا، ولكن الايفكت بتاعه الضار اقل بكتير من الايه من النيكوتين. فممكن ادي فارماسيوتيكال بريباريشن زي ما هنشوف كمان شويه تساعدنا في الحته دي، في بعض الناس بتستخدمه ك اللي هو بيسموها ايه اللي هي الجمز بيبقى فيها الجزء ده، طبعا ساعات بيحطوا نيكوتين بكميات قليله وساعات بيحطوا لوبيلين. في بعض الناس تانية بتستخدمه كانهيلرز، حاجات يبقى فيها وتتحط برضه فيها اللوبينين ويبقى بديل بيساعد البيشنت في اول مرحله من الاقلاع عن التدخين، ان هو ما يبقاش عنده الايه التوبيكو جريفنج ده اللي هو ان هو الشره او اللي هو عايز يروح يدخن باي شكل، فبيقللوا الحته دي شويه. تمام، عشان كده بقول لكم ان هو بيساعد تو بريك التوبيكو هابت اللي هي العاده بتاعه التدخين نفسها. تمام، طبعا هنا برضو عندي نقطه مهمه جدا لازم اتكلم فيها. يبقى كده دول استخدامين تقريبا الاساسيين للوبينين، استخدام في ريسبيراتوري تراكت ايلمنتس، وعرفنا الاكشن بتاعه هنا ايه، اكسبكترنت وبرونكو دايليتور، والاثنين دول ممكن نحطهم تحت حاجه مهمه قوي اسمها ريسبيراتوري ستيمولنت ايه افكت، وقلنا ان لازم التزم بدوز معينه تكون موجوده في الفارماسيوتيكال بريباريشن لازم ابقى عارفها. طيب لقينا حاجة تانية مهمة جدا جوه اللوبيليا بقى كهرب، هنا كل كلامي كان على اللوبيلين نفسه كالكالويد طالع من اللوبيليا، ولكن لما نيجي نفصص بقى اللوبيليا هرب نفسها لقينا ان كده كده فيها مركب تاني احنا كنا قايلينه من شوية اللي هو الايزوليبيلين. ولو فاكرين لما قلت لكم ان في القرن ال 19 اكتشفنا ان الهرب او العشب بتاع اللوبيليا ده له ايماتيك افكت، فبعد الدراسات اكتشفنا ان الايزوليبيلين ده هو اللي مسؤول عن الايماتيك اكشن ده، الايماتيك بروبرتيز دي او الاندكشن اوف ايه اوف فوميتنج. مش بس كده، ده احنا لقينا ان الايزولوبينين ده كمان له ريسبيراتوري ستيمولنت، سوري ريسبيراتوري ريلاكسنت افكت، يعني تاثير عكسي تماما للي بيعمله اللوبينين. اللوبينين كان بيعمل ايه؟ ريسبيراتوري ستيمولنت، ده بيعمل ريسبيراتوري ريلاكسنت افكت. ايه ده؟ يعني الحاجه وعكسها في نفس النبات؟ دي بنشوفها كتير جدا في نباتات كتير جدا، هنشوف بعد كده لما نيجي نتكلم على الكنابس هنشوف فيها حاجه شبه كده، حاجتين بيعملوا اكشن عكس بعض، مركبين بيعملوا اكشنز عكس بعض. هنشوف برضو بعد كده لما نيجي نتكلم على الاسترامونيوم والسولانيسي حاجه شبه كده برضو. تمام، هنا ده مثال واضح على الحته دي، والحكايه دي مهمه قوي يا شباب في البلانتس، بنقول عليها هوليستيك كومباينيشن. هوليستيك كومباينيشن يعني انا عندي حاجات موجوده جوه البلانت بتعمل اكشن عكس بعض. تمام كده، واحد بيعمل ستيميوليشن والتاني بيعمل ريلاكسيشن، اللوبيلين بيعمل ستيميوليشن والايزولوبيلين بيعمل ريلاكسيشن. وده يخلينا برضو ياخدنا النقطة مهمة جدا ان انا ما استخدمش الهرب، انا هنا لما اجي هشتغل في الصناعة انا هفصل اللوبيلين واشتغل عليه كريسبيراتوري ستيميولنت في حتة الاكسبكترنت والبرونكو دايليتور او في حتة النيكوتين والتوبيكو هابتس، او هستخدم الايزولوبيلين لوحده كايماتيك.
انما هستخدمهم مع بعض وهم هيضيعوا تاثير ايه بعض. عشان كده بنقول ان هو holistic combination of stimulation and relaxation. تفهم الكلمه دي على طول ان في مركبين جوه البلانت والاتنين دول بيدوا اكشن عكس ايه عكس بعض. يبقى ده كده مبدئيا بالنسبه لحته الايزولوبينين. لو فاكرين كنت قلت لكم ان خلي بالك انت كده كده مش هتقدر تستخدم الهرب، لان زي مش هينفع تستخدمه زي الشاي مثلا كده وتحطه في تي باكس. اول سبب انا قلته اهو، فكره ان هي عباره عن هوليستيك كومباينيشن اوف ستيميوليشن اند ريلاكسيشن، فانت مش ضامن بالظبط مين اللي ممكن يكون اكتر فيعمل افكت احسن. يعني لو اللوبينين هو اللي اكتر جوه البلانت هيبقى ساعتها الافكت بتاع الاكسبكترون ده باين، لو الايزولوبينين هو اللي اكتر هتلاقي التاثير العكسي تماما حصل، فبدل ما تعالج المريض انت خليت حالته تسوء اكتر. يعني في الحالات اللي احنا بنتكلم عليها هنا اللي هي حالات الازمه او حالات الكرونيك برونكايتس، البيشنت بيبقى عايز جهازه التنفسي يتحفز، يحصل له ستيميوليشن عشان يطلع البلغم اللي عنده ويبقى له الاكسبكترنت افكت الواضح بتاعه. انما هنا لا، ده انت ريسبيراتوري ريلاكس، انت بتهدي الايه الريسبيراتوري سيستم اكتر واكتر. فهمنا؟ عشان كده ما ينفعش ان في الديزيزز دي او في البيشنتس اللي بتشتكي من الحاجات اللي هنا الريسبيراتوري ايلمنتس دي ان انا اقول لها خد الهرب، لا ده غير مقبول. اللي ممكن يعمله ان هو يروح ياخد ادويه، الادويه دي فيها لوبيلين او فيها ايزولوبيلين لو هو محتاج الايزولوبيلين كايماتيك. خلي حد يسالني طب ايه استخدام الايماتيك، يعني الايماتيك اكشن ده ممكن يكون الانديكيشنز بتاعته في ايه؟ اه ده له انديكيشن حلو قوي. كل الايماتيكس يا شباب بتستخدم في حاجه مهمه جدا اسمها النون كوروسيف بويزنينج، وهتلاقي اكيد الكلمه دي موجوده عندكم في الكتاب. النون كوروسيف بويزنينج ده هو فكره ان يبقى عندك بيشنت جاي لك عنده تسمم والسم اللي هو اخده ده وصل لمعدته بس لسه واخده حالا، يعني يا دوبك بس وصل للمعده ما حصلوش ابزوربشن بعد كده، ما راحش الدم لسه، هو كل اللي حصل ان هو وصل للمعده بس. فبالتالي انت بتجري على طول تدي له حاجه اسمها ايماتيك. ايماتيك يعني حاجه تنديوس الفوميتنج، تخليه يرجع. فبالتالي لما يحصل فوميتنج كل اللي موجود في معدته ده هيطلع. طيب الشرط هنا في الايماتكس عشان تقدر تستخدمها اللي هي منها الايزولوبيلين ان يكون عندك نون كوروسيف بويزنينج، يعني ما يكونش البيشنت اصلا واخد حاجه كوروسيف بتعمل له كوروجن، بتعمل له بتاثر له على المريء وعلى الاستومك وعلى الكلام ده، اسيدز بقى والحاجات دي اللي هي بتبقى كوروسيف جدا بتعمل تاكل، فبالتالي الماسلز بتاعتنا ما تستحملهاش لو جت عليها. فانت في الحاله دي هتزود الكيس ليه؟ لان هو كده انت هتخليه يرجع، فهيخليه يرجع كل الكوروسيف بويزن ده تاني خلال المريء خلال الثرات بتاعه، فكل ده يأثر على الماسلز دي بتاعته، فيبقى انت كده اذيته ما عالجتوش. تمام؟ فالنوعيه بتاعت الكروسيف بويزنينج دي ليها طريقه تانية في التعامل زي الشاركول والانتيدودز والحاجات دي هنبقى نتكلم عليها بعدين يعني، ومش وقتها دلوقتي. تمام؟ وبالتالي الايمانتكس بتنفع قوي في حالات النون كوروسيف بويزنينج، ان واحد يكون واخد بويزن والبويزن ده مش كوروسيف، مش اسيدز، مش اي حاجه من دي، فبالتالي سهل ولسه ما وصلش للدم بتاعه تدي له الايماتيك على طول يحصل فوميتنج، فبالتالي تخلص من الايه من البويزن اللي موجود عنده. فدي فايده حاجه زي الايزو ايه لوبيلين. خلاص ده بالنسبه تقريبا للجزء ده. يبقى احنا كده فهمنا ليه ما بنستخدمش الهرب. في سبب تاني لعدم استخدام اللوبيليا از هرب، ودي برضو نقطة أنا عايز أكد عليها وهتلاقيها موجودة عندكم في الكتاب في حتة السايد افكتس بتاعت اللوبيليا. اللوبيليا از هيرب على بعضها كده بنقول عليها حتى في الكتب في الفارماكوبيا تقول لك إن دي لايكلي أنسيف. لايكلي أنسيف يعني هي خلي بالكوا دي مش سيف 100%، ويمكن إحنا عندنا الحكاية دي بنشوفها كتير في النباتات. بعض الناس بتفتكر إن الناتشورال برودكتس او النباتات بتكون سيف اول ذا تايم، لا مفيش حاجه اسمها كده، كل حاجه ليها السايد افكتس بتاعتها وكل حاجه ليها التوكسيستي بتاعتها. فاللوبيليا من الحاجات اللي عندها حاجه مهمه قوي اسمها نارو ثيرابيوتيك اندكس. كلمه نارو يمكن دي مش موجوده عندنا في الكتاب عايز اكتبها، كلمه نارو طبعا نارو عارفينها ان اي، خلينا اكتبها بالقلم احسن. كلمه نارو ثيرابيوتيك اندكس، نارو ثيرابيوتيك اندكس يعني بمعنى ان كل دواء كده كده عندنا، اي دواء اي حاجه هيرب اي حاجه ليها فارماكولوجيكال افكت جوه الجسم كده كده بيكون عندها حاجه اسمها ثيرابيوتيك دوز. لو قلنا الخط ده هو الثيرابيوتيك دوز يعني دي الجرعه اللي بتعالج البيشنت بتاعي من المرض اللي عنده، وعندها جرعه بتكون اعلى شويه بتكون اسمها توكسيك دوز. يبقى ده الخط التاني اهو اسمه توكسيك دوز. يبقى واحده اسمها ثيرابيوتيك خلينا نقول انها تي تي اتش اي ار، والثانيه اسمها توكسيك تي او سي مثلا تي او اكس توكسيك دوز. التوكسيك دوز دي الجرعه دي عندها يبدا البيشنت يجي له سايد افكتس ويبدا يظهر عليه اعراض توكسيستي والكلام ده.
تقريبا كل الادويه كده، يعني كل الادويه في جرعه منها بتكون ثيرابيوتيك وجرعه اعلى شويه بتكون توكسيك. كل ما المسافه ما بين الجرعتين تكون كبيره كل ما الدواء ده يبقى سيف، صح ولا لا؟ يعني لو قلت لك ان البيشنت ده بياخد 5 جرام، دي الثيرابيوتيك دوز بتاعته، وبياخد الدوز الثانيه 1000 جرام هي اللي بتعمل معاه توكسيستي، يبقى في فرق كبير قوي. يعني حتى لو البيشنت غلط في جرعه او اثنين او ثلاثه او اربعه ما عندوش مشكله، لان هو لسه التوكسيك دوز بعيده. فدي بنقول ان النوعيه دي من الادويه سيف، بنقول عندها وايد ثيرابيوتيك اندكس. المسافه بقى ما بين الثيرابيوتيك دوز والتوكسيك دوز دي اللي احنا بنسميها الثيرابيوتيك اندكس. خلاص، كل ما المسافه دي تبقى واسعه وايد، كل ما النبات الدواء بتاعك او النبات بتاعك يكون سيف. كل ما المسافه دي تكون قريبه من بعضها، يعني كل ما التوكسيك دوز تبقى قريبه، اقول لك مثلا ان الجرعه، خلي بالك الجرعه اللي المفروض تاخدها 5 جرام، لو اخدت 7 جرام هيحصل توكسيستي، فيبقى كده انت عندك نارو ثيرابيوتيك ايه اندكس، تمام. وبالتالي خلي بالك النوعيه دي من الادويه بتكون مش سيف قوي، يعني لازم البيشنت يخلي باله كويس قوي ويلتزم بالجرعات فيها وما فيهاش هزار. اهو اللوبيليا من الحاجات دي، اللوبيليا من الحاجات اللي الفرق فيها ما بين التوكسيك دوز وما بين او ما بين الثيرابيوتيك دوز وما بين التوكسيك دوز بيكون فرق صغير جدا، عشان كده مهم قوي ان البيشنت يلتزم فيها بالجرعات. طب هتقول لي ان انت هتجيب النبات في البيت وتغليه، انت ايش ضمنك ان النبات اللي انت جايبه ده نسبه اللوبيلين الكالويدز فيه within الليميتس اللي انت محتاجها، اللي هي تعمل لك ثيرابيوتيك افكت وما تعمل لكش توكسيك افكت. يبقى احنا متفقين ان البيولوجيكال سيستم اللي هو النبات فيه فاريشن كبير جدا، وبالتالي وارد ان انت تجيب في يوم النبات اللوبيليا ده وتيجي تغليه مثلا عشان تشربه، تلاقي نسبه الالكالويدز فيه تكون اعلى شويه من الليفل المسموح فيحصل توكسيستي. عشان كده اللوبيليا ما ينفعش ان احنا نوصفها او نقولها للناس ان ياخدوها في صورة هيرب، لازم ياخد المستحضر، لان المستحضر الفارماسيوتيكال بريباريشن اللي اتعمل في السوق ده احنا ضامنين نسبة اللوبيلين اللي فيه قد ايه، اللي هي الجرعات دي اللي هي من 0.05 لغاية 2 جرام. فانا كده ضامن ان الدوز دي الرينج ده هو ده اللي سيف بالنسبة للبيشنت هيعمل له الثيرابيوتيك دوز without toxic effects. ومع ذلك مع كل ده ومع ان البيشنت كده كده هياخد فارماسيوتيكال بريباريشن، الا ان في سايد افكتس كتيره ممكن البيشنت يبتدي يشتكي منها وهو بيتكلم معاك بعد ما ياخد الدواء، فبرضه لازم تبقى فاهم ان دي سايد افكتس من استخدام اللوبيلين الكالويد او الايزولوبيلين ايه الكالويد، زي مثلا النوزي او الفوميتنج والدايريه. في بعض البيشنتس بيجي لهم نوزي او فوميتنج دايريه من الاستخدام، في بعض البيشنتس بيجي لها بعض الديزنس الدوار شويه، بعض البيشنتس ممكن يجي لها تريمرز زي رعشه خفيفه، بعض البيشنتس ممكن يجي لها بتاع ده كحه احيانا، وده على فكره وارد لان هي اصلا بيبقى ليها اكسبكتورنت افكت وريسبيراتوري ستيمولنت افكت فممكن تخليها تكححك شويه، تمام. فده عادي جدا ما فيش فيه مشكله، كل دي سايد افكتس طبيعيه. انما بقى لما البيشنت بيوصل للتوكسيك دوزز اللي هي احنا قلنا قريبه قوي من الثيرابيوتيك دوز بتبتدي الاعراض تبقى مور سيريس، فتبتدي مثلا تشوف حاجات زي السواتينج، الكونفولجنس، تعرق جامد جدا يبتدي يحصل، ممكن الكونفولجنس يبتدي يحصل، الهارت بيت، ضربات القلب تبدا تبقى سريعه شويه، البلاد بريشر يبتدي ينزل، ممكن لا قدر الله يحصل كوما، وفي الاخر يحصل ايه دث. فالموضوع خطير، عشان كده مهم قوي ان ما ينفعش ان احنا ناخد اللوبيليا دي از ايه از هيرب، لازم نشتغل عليها في صوره فارماسيوتيكال ايه بريباريشن. وكده عرفنا ليه لسببين، السبب الاولاني انها هوليستيك كومباينيشن ففيها حاجتين بيشتغلوا عكس بعض، والسبب الثاني حته النارو ثيرابيوتيك اندكس بتاعتها وبالتالي بيكون في توكسيك افكتس نتيجه استخدام التوكسيك دوزز، وشرحنا ايه هي التوكسيك افكتس دي، مطلوب ان انت تبقى عارفها طبعا، تمام. اخر حاجه هتكلم عليها في اللوبيليا هي البرودكتس اللي موجوده عندنا في السوق بالنسبه للوبيليا. طبعا في كلام في كتير في اللي انا قلته مش موجود في السلايد هنا، ولكنه كله موجود عندك في الكتاب، فما تقلقش خالص، يعني انت هتذاكر من الكتاب على طول فما عندكش مشكله، انا بشرح بس. النقطه الثانيه اللي هي الفارماسيوتيكال بريباريشنز، طبعا زمان كانوا بيستخدموا اللوبيليا دي از تينكتشر، دي كانت اكتر حاجه يعني مستخدمه في موضوع اللوبيليا اللي هي حته التينكتشر دي، تمام. دي كانت اكتر حاجه مشهوره. طبعا كلمه تينكتشر يعني بتجيب الباودر بتاعه اللوبيليا بعد ما نعمل لها دراينج الاريال بارت، نعمل له دراينج ونطحنه، وبعد كده ناخد الباودر دي بنسب معينه ونحطها في الكول، هو ده معنى كلمه تينكتشر. يعني مثلا كانوا دايما بياخدوا حوالي 100 جرام تقريبا من الباودر بتاعه اللوبيليا ويحطوا عليها 900 ملي من الالكول اللي هو 70% اللي احنا بنغسل بيه ايدينا دلوقتي ده عشان موضوع الكوفيد 19، تمام. فبيحطوها في بيعملوا لها اكستراكشن بالالكول ده الاول بالنقع كده، وساعات ببركوليشن يعني فيها تسخين شويه، وبعدين بعد كده يبداوا يفلتروا وياخدوا الايه الاكستراكت اللي طالع ده، يبقى هو ده اسمه تينكتشر ايه لوبيليا ويستخدموه. خلاص،
بعد كده طبعا دلوقتي بقى طبعا ده مش ابليكابل قوي بالنسبه لنا، انما الافضل دلوقتي ان احنا بنستخدم تابلتس وكبسولز، فبيبقى في عندنا هتلاقي مستحضرات فيها التابلتس والكبسولز بالشكل ده، وهتلاقي مستحضرات تانية زي ما انتم شايفين هنا فيها الايه، فيها الحاجات بتاعت السموكينج، فتلاقي الحاجات اللي هي بيبقى فيها استنشاق عشان يستنشقوا اللوبلين، يبقى يساعد البيشنت ان هو يتكويت الايه عمليه السموكينج بسهوله، ما يبقاش عنده كريفنج للايه للموضوع التوبيكو ده بس كده. وطبعا الحاجات دي كلها تقريبا بيتعمل لها ستاندردايزيشن، يعني لازم بنطمن من نسبه اللوبلين الكالويدز اللي موجوده ايه اللي موجوده عندنا، زي ما قلت لكم انها ما بتعديش رقم معين خلاص. بس تقريبا هو ده تقريبا الحاجات اللي انا عايز اتاكد منها يعني، او اللي انا عايز اكد عليها. طبعا نيجي برضو لحته السيفتي، بما ان الفكره كده وعندك مشكله في حته الثيرابيوتيك ويندو والكلام ده، يبقى طبعا افويد خالص ديورنج البريجننسي واللاكتيشن، واحنا قلنا اصلا الديفولت بتاعنا في كل الناتشرال برودكتس والنباتات ان انت تتجنبها ديورنج البريجننسي واللاكتيشن، الا لو ثبت العكس. يعني في بعض النباتات ثبت خلاص انها سيف على البريجننت واللاكتيتنج اللي هي النيرسينج ماذر، ساعتها ممكن ياخدوها، انما معظم النباتات والحاجات دي المفروض ان انت افويد خلال البريجننسي واللاكتيشن تماما، لان مفيش دراسات كافيه عليها على السيفتي بتاعتها للناس دي، للنوعيتين دول من الناس تمام، او البوبيليشن دول تمام. الحاجه الثانيه ودي مهمه قوي، ان حتى في حته استخدامه الموضوع التوبيكو سموكينج ده، او الموضوع الكويتنج بتاع السموكينج، مهم قوي يتاكد على البيشنت وما يستخدمهاش اكتر من شهر، يعني يستخدم المستحضر ده شهر ويوقف وخلاص. المفروض ان هو نظريا بعد الشهر هتكون فكره ان هو الهابت دي او العاده دي بتاعت شرب السجاير هتكون نوعا ما قلت عنده جدا، فما ينفعش يستخدمه اكتر من شهر، لان احنا بنخاف من الكوميولاتيف افكت. الكوميولاتيف افكت بتاع استخدام اللوبلين لفترات طويله ممكن يبتدي يظهر على البيشنت برضو بعض التوكسيك افكتس اللي احنا شرحناها قبل كده نتيجه استخدامه لفترات ايه طويله. فمهم قوي ان هو شهر وتوقف خلاص، ما تستخدموش اكتر من كده تمام. ده تقريبا معظم الحاجات المهمه اللي احنا اتكلمنا عليها في اللوبيليا، يا رب تكون سهله كده وفهمناها بسهوله. نبتدي بقى نخش على الافيدرا على خير. الميديسينال هيرب شباب التاني اللي هنتكلم عليه بالنسبه للهيربس كونتيننج الكالويدز هو الافيدرا، او ساعات بنقول عليها المهونج. يبقى المهونج ده هو السينونيم بتاع الافيدرا، اسم تاني متعارف عليه للافيدرا. تعالوا نشوف برضو الافيدرا دي عباره عن ايه. الافيدرا دي المثال الوحيد اللي هناخده خلال الترم ده تبع حاجه اسمها الجيمنوسبيرمز اللي كنا اتكلمنا عليه في اول المحاضره النهارده. احنا كنا قلنا ان احنا سواء الجيمنوسبيرمز او الانجيوسبيرمز دول مجموعتين من النباتات بنقول عليهم سيد بروديوسينج بلانتس، يعني هما كده كده بيكونوا سيدز. الانجيوسبيرمز بتكون السيدز بتاعتها انكلوزد وذين فروتس، ويمكن كل الامثله اللي اخذناها الفتره اللي فاتت دي كانت عباره عن انجيوسبيرمز، سواء كانت المنتا او الثايم او اللوبيليا، كل الحاجات دي السيدز بتاعتها بتبقى انكلوزد وذين ايه فروتس، زي الابل هنا كده مثلا تمام، ده يعتبر انجيوسبيرم عادي جدا تمام. النوع الثاني بقى اللي هناخده دلوقتي اللي هو ده يمكن زي ما قلت لكم اول مثال ويمكن المثال الوحيد عليه خلال الترم هو الافيدرا. الافيدرا ده تبع حاجه اسمها الجيمنوسبيرمز تمام. جيمنوسبيرمز يعني هي سيد بروديوسينج برضو، ولكن السيدز مش موجوده ويذن فروتس. السيدز عاده في الحاله دي بتبقى بروديوسد على سكيلز او على ليفز. سكيلز يعني ليفز صغيره خالص تمام، زي هي دي الليف بيبقى ده شكلها تمام، في الاساس دي بتبقى ليف، والليف دي بتبقى في البيز بتاعتها بتنمو السيدز وبيحصل لها رايبنينج، بحيث ان انت شايف ورق بس صغير، انما اول ما بتبتدي تشيل الورق ده بتلاقي في البيز بتاعته السيدز موجوده تمام كده. فبالتالي دي كده مفيش فروتس ولا حاجه، هي عباره عن سكيلي ليفز، والفروتس بتبتدي انها تنمو في جواها او عليها على السيرفيس بتاعها. النقطه بقى هنا في ايه، النقطه ان احيانا في بعض النباتات بيحصل موديفيكيشن للليفز دي، فبدل ما هي بتبقى موجوده في شكل ليفز تبقى موجوده في شكل كونز، زي هنا كده دي كونز، دي زي حاجات الصنوبر، لو تشوفوا شجر الصنوبر بتلاقي دايما في الكونز دي موجود، او حتى بعض الشجر العادي عندنا في مصر وكده بتلاقي الايه الكونز دي موجوده، بتعرف ان ده على طول جيمنوسبيرم. يبقى دي جواها لو كسرتها بتكون جواها في السيدز بتاعتها، يبقى دي مش فروت، بتبقى دراي قوي وما بتبقاش فروت خلاص، واضح. طيب وبعض الاحيان بتبقى موجوده at the end of a short stalk، يعني بيبقى عندك short stalk كده وبتبقى في اخره في الايه السيد، حامل صغير كده وفي اخره في الايه السيدز بتاعتنا. وهي يمكن كلمه جيمنوسبيرم دي جايه من الجريك وورد اللي هي جيمنوسبيرمس، ودي معناها اساسا نيكد سيدز، يعني معرات البذور او without any ايه any fruit. هو ده الفرق بينها وبين الانجيوسبيرمز. يبقى الافيدرا هي المثال اول مثال ناخده على حاجه بالشكل ده اللي هي حاجه الكلاس بتاعت الايه الجيمنوسبيرمس، سوري مش الانجيوسبيرمز، كلاس بتاعت الجيمنوسبيرمز. طيب تعالوا نكمل. احنا بنتكلم هنا ان احنا عندنا كديفينيشن الافيدرا دي هي عباره عن درايد يونج تويكس اوف دي افيدرا سينيكا او الافيدرا اكويزيتينا
او other ephedra species، يعني ممكن استخدم دي او دي او اي other ephedra species كلهم بيأدوا نفس الايه الغرض، ودول family ephedraceae او family genetaceae. تمام كده. طبعا التويجز معناها ايه؟ معناها زي ما شرحنا اللي هي بتبقى دي، المكان ده هنا ده بيبقى المكان اللي بيبقى ده الستام طبعا، والمكان اللي عليه ده بيبقى هو ده المكان اللي بيطلع فيه السكيلي ليفز، والسكيلي ليفز دي في الاول بتبقى ماسكه زي ما انتم شايفين في الستام كده، وبيحصل عمليه الرايبنينج جوه للليف للسيد، يبقى السيدز بتكون موجوده جوه الليف دي من جوه، ويحصل الرايبنينج بتاعها، واول ما تبقى رايبن تبتدي الليف دي تفتح كده بحيث ان السيدز تبقى موجوده برده ستيل ايه جوه. خلاص يبقى هنا مفيش فروت، هو الليفز دي والسيدز بتبقى موجوده جواها. خلاص، واتفقنا ان دي بتبقى نوع من انواع الليفز تبقى بنسميها سكيلي ليفز. فاحنا بنجيب اليونج تويجز دي اللي بتكون صغيره لسه، سواء من الافيدرا سانيكا او الافيدرا اجوزيتينا، ونبتدي ان احنا ان شاء الله نشتغل عليها، نعمل لها دراينج، ونبتدي ان احنا نشتغل بيها في الادويه بتاعتنا او في الميديسن، في الحاجات اللي هي هنشوف طبعا بنستخدمها ازاي دلوقتي. طبعا دلوقتي استخدامها بقى مختلف شويه. تمام، طبعا هتلاحظوا ان الافيدرا اجوزيتينا مختلفه شويه حتى في شكل التويج هنا، التويج هنا بتفضل حتى بعد الرايبنينج بتفضل ماسكه شويه في الستام، اما هنا بتلاقي الايه التويجز شويه بتبدا تفارق شويه عن الايه عن الستام زي ما انتم شايفين كده. تمام، بس كده. الاودر طبعا بتاعتها بتبقى اروماتيك وانفراش اولي، يعني حتى بعد فتره لما بيحصلها دراينج الاروماتيك اودر دي ما بتبقاش موجوده، والتيست اللي هو سلايتلي بيتر شويه او مر شويه، في مراره شويه. ده هنا الكلام اللي انا قلته اللي هو العلاقه ما بين او الفرق ما بين الانجيوسبيرمز وما بين الجيمنو ايه الجيمنوسبيرمز، هو ده نفس الكلام اللي انا قلته من شويه. طيب تعالوا بقى نشوف لو عملنا تي اس في الستام بتاع الافيدرا هنشوف ايه. فهنلاقي طبعا ده شكلها في وهي فريش، شكلها وهي فريش زي ما انتم شايفين الستامز بيبقى لونها جرين، والاماكن دي تبان هي النودز. فاكرين الستام لما بيتقسم لنودز وانتر نودز، الاماكن دي تبان هي النودز، ولكن في الحقيقه هي الاماكن اللي بيطلع منها سكيلي ليفز، والليفز دي بيكون جواها في السيدز بتاعتنا زي ما شرحنا قبل كده او من شويه. طيب تعالوا بقى نشوف الايه الستام، التي اس بتاع الستام او ترانسفيرس سكشن. احنا مش هنتكلم شويه على الايزوليتد اليمنتس او على الجزء بتاع الباودر بتاعها، ولكن هنتكلم على الستام لان الستام بتاعها او ترانسفيرس سكشن بتاعها مميز قوي. زي ما انتم شايفين لو بصيت كده قلت لك ده هل ده دايكوت ولا مونوكوت، فاول اجابه هتجي في دماغك على طول ان ده دايكوت، دايكوت ستام. ليه دايكوت ستام؟ عندي ديفرنت تيشوز موجوده، عندي ايبيديرمز، عندي كورتكس، عندي الفلويم، عندي زايلم، عندي بيث، يبقى خلاص انا كده عندي دايكوت على طول. وبما ان الفاسكولار باندلز انا شايفها قدامي ارينجد ان سيركل بالشكل ده، ومش عامله كومبليت رينج من الزايلم وكومبليت رينج من الفلويم، فانا كده بتكلم على ايه؟ بتكلم على يونج دايكوت ستام. يبقى انت كده مجرد ان انت عارف من الانترودكشن شويه معلومات تقدر تطبقها على كل الهيربز الموجوده ايه عندك. طيب يبقى اول حاجه لو تيجي تبص هتلاقي عندك الاوتر لاير هي الابيديرمس. طبعا هتلاحظوا هنا في حاجه مميزه قوي ان اللاير بتاعت الابيديرمس نازل منها مجموعه من الفايبرز، حتى احنا دايما نقول للطلبه في الـ في الـ في الـ في المعملي نقول لهم شبه عناقيد العنب كده شويه. عناقيد العنب دي اللي هي عباره عن البريسايكليك فايبر او سوري هايبوديرمال فايبرز، يعني هايبوديرمال يعني بتبقى من تحت الايه الابيديرمس على طول، حتى بتبقى متصله مع الابيديرمس. تمام، مجموعه من الفايبرز بتبقى متصله مع الابيديرمس، وفي مجموعه تانية من الفايبرز بتكون موجوده في الكورتكس بنقول عليها كورتيكال فايبرز. يبقى المنطقه البيضاء دي كلها هي عباره عن الكورتكس كالعاده. طبعا في نهايه الكورتكس بيكون في الاندودرمز، هي هنا كولابست شويه مش موجوده، وبعد كده في البريسايكل بيبقى في منطقه البريسايكل، ودي بتبقى لاير برده رفيعه جدا بيكون فيها بريسايكليك ايه فايبرز اللي هي في اول الفاسكولار باندل من فوق من هنا، وبعد كده في جزء الفلويم وجزء الزايلم تو ذا انسايد طبعا، وبعد كده في السنتر في البيث. المنطقه اللي في البيث دي هتلاحظوا فيها بعض الحاجات كده اللي بنقول عليها كوندنس التاننز، لان كوندنس التاننز من الحاجات اللي موجوده برده بكميه كبيره جوه الايه الافيدرا ستامز. يبقى ده تقريبا بالنسبه لنا اللي هو الايه الشغل بتاع الافيدرا. طبعا احنا لما بنيجي نشتغل زي ما قلت لكم بنشتغل على اليونج تويكس دي اللي هي بتبقى الستامز الصغيره دي اللي هي لسه طالعه، وبيبقى فيها الجزء بتاع الليفز اللي هي انكلوزنج الايه السيدز دي، بناخد كل الجزء ده كده على بعضه، وهو ده اللي بنشتغل بيه في الايه الميديسن، عشان ما تفتكروش ان احنا بناخد الحتت الصغيره بس بتاعه السكيري ليفز. لا، تويكس معناها الستام بالايه بتبقى وهي يونج لسه وهي صغيره، وبيبقى موجود عليها الاماكن بتاعت السكيلي ليفز دي اللي هي بيبقى جواها الايه السيدز. طيب تعالوا بقى نبتدي نشوف الاكتف كونستيتوينتس اللي بتكون موجوده عندنا جوه الايه الافيدرا بشكلها ده. الافيدرا بيكون فيها شباب مجموعه من الالكالويدز طبيعي، طالما قلنا افيدرا او طالما قلنا المجموعه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي كلها فيها الكالويدز، فالافيدرا فيها مجموعه من الالكالويدز ولكنها مش من البيبريدين تايب زي اللوبيليا، لا هنا بيكون عندي مجموعه من حاجه اسمها الفينايل الكايل امين الكالويدز.
فينايل الكايل، فينايل يعني بنزين رينج، الكايل يعني انا عندي سايد تشين عباره عن كربون تشين عاديه سي اتش 2 سي اتش 2 الكايل جروب عاديه تمام. وهنا عاده بتكون الالكايل جروب بروبايل، فانت هتلاقي عندك 3 كربونز موجودين، فانت هتلاقي تشوف دايما بنزين وتشوف بعد كده 3 كربون موجودين في السايد تشين، فعشان كده بيقول عليها فينايل الكايل. وبعدين امين لان في امينو جروب موجوده في الالكايل تشين دي ان اتش غالبا او ان اتش 2 بس عاده بتكون ان اتش. فهتلاحظوا حاجه ان بما انه الكالويد فهو عنده نيتروجين فعلا، بس النيتروجين هنا مش موجوده في هيتيرو سايكليك رينج، انت عندك اروماتيك رينج عاديه والنيتروجين موجوده في السايد تشين، فعشان كده بنقول على المجموعه دي من الالكالويدز انها بروتو الكالويدز او ساعات بنقول عليها امينو الكالويدز، بس عاده اكتر حاجه بنسميها بروتو الكالويدز. بروتو مهم قوي الكلمه دي تبقوا عارفينها، اكيد اخدتوها قبل كده. بروتو الكالويدز يعني مجموعه من الالكالويدز بتكون ايه، بتكون موجوده النيتروجين بتاعتها في السايد تشين مش موجوده فين، في الهيتيروسايكليك رينج. طبعا عندنا مثالين مهمين قوي هنا على الفينايل الكايلامين الكالويدز اللي موجوده في الافيدرا على اسم الافيدرا، الاولاني اسمه افيدرين والتاني اسمه السودو افيدرين، ولو بصيتوا عليهم هتلاحظوا ان هما الاثنين ايزومرز لبعض. طبعا مش مهم عندي تحفظ الاستراكشر، ولكن هتلاقي ان الاو اتش هنا موجوده above the plane of the paper وهنا الـ OH below the plane of the paper. لو فاكرين حتة الـ above والـ below اللي هما الـ stereo isomers، فبنقول إن هما isomers لبعض، عشان كده بنقول عليه ساعات إفيدرين و isoإفيدرين، فبنسمي السودو إفيدرين ده ايزو إيه؟ ايزو إفيدرين. وهتلاحظوا حاجة مهمة قوي إن الـ NH2 اللي موجودة اللي هي الأمين مش موجودة في صورة NH2، موجودة في صورة NH وميثل، يعني الاتش الثانيه متشاله ومحطوط مكانها مثل في الافيدرين وفي السودو افيدرين. وعشان كده النبات ده في اتنين الكالويدز تانيين فيهم المثل دي متشاله وموجود بدلها اتش، بنقول عليهم ايه دول بقى، بنقول عليهم النور افيدرين، نور يعني ان دي ميثيليتد عشان برضو تبقوا فاهمينها، ان دي ميثيليتد، دي ميثيليتد يعني متشال منها المثل، متشال منها المثل اللي موجوده على الان دي، عشان كده بنقول عليها نور، نور افيدرين. يبقى انت فاهم ان هو الافيدرين بالظبط هو هو، بس شلت الميثل دي وحطيت مكانها اتش هنا فبقت ان اتش 2، او برضو الدي نور سودو افيدرين ساعات بنسميه الكاثين، الكاثين ده برضو شلت السي اتش 3 ده وحطيت مكانها اتش هنا، فبقى كلمه نور دي معناها ان دي ميثيليتد يعني شلنا الميثل، دي يعني without، دي اي يعني without تمام. بس كده، فدي تقريبا اكتر الكالويدز موجوده، يمكن اشهرهم زي ما انتم شايفين نسبته عاليه جدا في نسبه الالكالويدز اللي موجوده عندنا، 30 ل 90% من الالكالويدز، من نسبه الالكالويدز اللي موجوده في الافيدرا عباره عن افيدرين، فهو اكتر حاجه موجوده في الايه، في النبات من ناحيه الالكالويدز. طبعا في حاجات تانية غير الالكالويدز، هتلاحظوا ان نسبه الالكالويدز في النبات لوحدها بتمثل تقريبا اكتر حاجه 2.5%، ففي حاجات تانية كتير غير الالكالويدز موجوده، ومن ال 2.5% دول 30 ل 90% منهم بيكونوا عباره عن افيدرين. في مجموعات تانية بقى زي الفلافونويدز، عندنا حاجات بنسميها الافيدرانز او الجلايكانز، عندنا زي ما شرحت لكم في التي اس ان عندنا حاجه اسمها الكوندنس التانينز اكيد عارفينها اخدتوها قبل كده، اند اذر ايه كونستيتونز. خلاص كده، انما الاساس هو الالكالويدز، واهم الكالويد موجود عندي هو مين، هو الال افيدرين، موجود بنسبه بتوصل لغايه 90% من التوتال الكالويدال كونتنت، خلي بالكم من التوتال الكالويدال كونتنت يعني 90% من ال 2.5%. خلاص طيب، تعالوا بقى نشوف المركبات اللي من النوعيه بتاعت الفينايل الكايلامين الكالويدز دي ممكن انها تعمل لنا شغل عامل ازاي في الاكشنز والايه واليوزز. هنلاحظ حاجة مهمة جدا هنا، إن في عندنا approved actions للإفيدرا، approved actions يعني actions متعارف عليها وكويسة بالنسبة لنا مفيدة، وبالتالي هيكون ليها indications معينة، يعني أقدر أستخدمها في استخدامات معينة. وفي عندي مجموعة تانية من الأكشنز بنقول إنها other actions، ودي بيبقى ليها misuses، يعني استخدامات تانية، والاستخدامات التانية دي غالبا هتكون ضارة أو استخدامات مش صح. تمام كده، فالاول خلينا نتكلم على الابروفد اكشنز والايه واليوزز. احنا بنتكلم ان الكوميشن ايه، واتفقنا ان الكوميشن دي احد المنظمات المهمه جدا في المانيا اللي بتعمل ابروفل لاستخدامات الهيربز از دراجز زي ما شرحنا، فقالت لك ان ممكن جدا نستخدم الافيدرا از هيرب زي ما هي كده في كدراج مهم جدا في علاج الازمه. ويمكن احنا اخدنا من شويه ان اللوبيليا انا ممكن استخدمها في علاج الازمه، تمام، بس ما جبتلكش سيره الكوميشن ايه خالص، لان احنا اتفقنا ان اللوبيليا از هيرب استخداماتها فيها خطوره جامده جدا وشرحنا الخطوره بتاعتها في ايه، انما هنا الافيدرا الخطوره بتاعتها اقل بكتير، وعشان كده الكوميشن ايه ابروفد ات از شيف دراج، يعني هي اهم دراج ممكن استخدمه في علاج الازمه والبرونكايتس. طب ليه بتستخدم في علاج الازمه والبرونكايتس؟ البرونكايتس احنا قلنا كلمه ايتس يعني انفلاميشن اوف ذا برونكاي،
تمام كده؟ فليه بتستخدم في علاج الاثنين دول؟ لان ليها افكت مهم جدا، هو الكاف سيداتيف اند برونكو دايليتر افكت. ونركز في كلمه كاف سيداتيف دي شويه. كلمه كاف سيداتيف يعني مثبط للايه، للكحه. الاكشن اللي كنت اخدته من شويه في اللوبيليا كان اسمه اكسبكتورنت اكشن، يعني طارد للبلغم. في فرق كبير قوي بين الاثنين. لما اقول لك ان الدراج بتاعك ده بيستخدم او له اكسبكتورنت اكشن، يبقى انت على طول تدي البيشنت عنده ويت كف، عنده كحه فيها بلغم، بحيث انه يطرد له البلغم اللي عنده. لما اقول لك ان الدواء بتاعك ده زي في الحاله دي الافيدرا كف سيداتيف، يبقى ده معناه انه مثبط للكحه، بيهدي الكحه، يبقى ده دي احسن في حالات الكحه الناشفه اللي هي الدراي كف اللي ما عندوش فيها بلغم، فبتهدي له الكحه اللي عنده بس. تمام؟ وعشان كده ويمكن الكحه دي من اهم الاعراض اللي موجوده في البرونكايتس، ومن اهم الاعراض اللي موجوده فين؟ في الازمه. ودايما البيشنت في الاثنين دول برضو بيشتكي ان ضيق الصدر، ان تحس ان صدره ضيق كده. ففي الحاله دي بتدي على طول برونكو حاجه يكون ليها برونكو دايليتور افكت او موسع للايه؟ للشعب. فالاثنين دول التو اكشنز دول مهمين قوي وهيخدمونا في القصه دي. يبقى انا هنا اقدر استخدم الافيدرا از هيرب، اما اللوبيليا ما كنتش قادر استخدمها از هيرب الا لو عامل لها ستاندردايزيشن ومتاكد منها 100% ان نسبه اللوبيلين فيها محدوده بالنسب اللي احنا قلنا عليها في السلايدز اللي فاتت. طيب احنا بقى دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا في الادويه بتاعتنا، خلي بالكم الكوميشن ايه قالت ان انا ممكن استخدمه زي ما هو كده الافيدرا از هيرب وخلاص. انما احنا اللي بيحصل دلوقتي في السوق المصري مثلا وعموما بره، ان اللي موجود دايما هتلاقيه في المستحضرات هو السودو افيدرين اكتر حاجه، وهتلاقي الافيدرين موجود برضه، ولكن السودو افيدرين اكتر بكتير، وهتلاقيه موجود از اي سولت. تمام؟ يعني سودو، لان الالكالويد عموما بيز، فممكن يتحط معاه اسيد ويكون سولت. طب ليه بحطه في صوره سولتس؟ لان السولتس بتبقى سوليبل ان ووتر، والسوليبيليتي ان ووتر دي بتديني ميزه حلوه قوي في عمليه الفارماسيوتيكال بريباريشنز، ان اقدر احضر بريباريشنز بسهوله. لما الحاجه تكون بتدوب في ميه اقدر احضر بريباريشن زي ما انا عايز، عايز احضر ادويه شرب احضر، عايز احضر تابلتس او كبسولز اقدر احضر براحتي خالص. تمام؟ فبالتالي دايما بتلاقي السودو افيدرين والافيدرين موجودين از ايه؟ از سولتس، عشان فكره السوليبيليتي بتاعتهم في الووتر بتكون كويسه. اما لو هو سودو افيدرين لوحده او افيدرين لوحده، هتلاقي السوليبيليتي في الووتر قليله جدا، وهتلاقيه بيدوب فين؟ هتلاقيه بيدوب في الاورجانيك سولفنتس، والاورجانيك سولفنتس مش مستحب قوي في الفارماسيوتيكال اندستري. فعشان كده كتير قوي من الالكالويدز لما تيجي تستخدمها في الادويه هتلاقيها موجوده از سولت، يعني متفاعله مع الاسيد ومكونه سولت، لان اتفقنا ان الالكالويد اصلا بيزك. ولو جينا شفنا الحته دي مثلا هنا، هتلاقي مثلا مكتوب عندك ايه؟ افيدرين هيدروكلورايد. يبقى احنا جبنا الافيدرين وحطينا عليه HCl فكون لي الايه؟ السولت. هنا برضو افيدرين هيدروكلورايد، فاهمين قصدي ازاي؟ الافيدرين نيزل دروبس هنا عباره عن افيدرين هيدروكلورايد، يبقى دايما في سولت موجود مفاعل مع اسيد. فالفارماسيوتيكال بريباريشن وانا محضرها بحضرها في صوره سولت. طيب ودول النوع الاثنين دول التو انجريدينتس دول اللي هم من اهم الانجريدينتس اللي موجوده في الافيدرا، دول ابروفد باي ذا اف دي اي اللي هي من اهم منظمات الادويه. طبعا زي ما انتم عارفين دلوقتي عشان موضوع الكوفيد كلنا بقينا عارفين الاف دي اي والابروفل بتاعها وكده، انها لازم تدي ابروفل على الادويه قبل ما تنزل. فبتقول لك ان الاثنين دول ابروفد از او تي سي دراج انجريدينتس، يعني از اوفر ذا كاونتر دراج انجريدينتس، يعني يقدر البيشنت ياخدهم بدون اي مشكله، يروح يشتري ومن غير اي مشاكل ومش محتاج روشته. تمام؟ وقالت لك ان هم ابروفد فور ايه؟ فور الكومن كولد الفلو اند الرجيز. دول الثلاث حاجات اللي هي بيشتغلوا عليهم. وفعلا انتوا لو شفتوا ادويه من دول هتلاقوا نفسكم اكيد عارفين ده، اكيد عارفين البرونكوفين، عارفين الحاجات دي. الادويه دي كلها بيبقى فيها سودو افيدرين لازم. تمام؟ فبستخدمها في علاج البرد والانفلونزا والالرجيز، وغالبا بتكون كلها معظمها حاجات سيمتوماتيك تريتمنت، يعني بيشتغل على فكره السيمتومز وبيهديها. احنا قلنا ان هو بيهدي الكحه، قلنا ان هو بيبقى له برونكو دايليتور افكت، كل الحاجات دي مهمه. على فكره هو له كمان نيزل ديكونجستنت افكت، يعني مضاد للاحتقان، عشان كده بينفع قوي في الحاجات دي، ان معظم الامراض دي بيكون فيها احتقان جامد جدا في الانف، فبالتالي هو بيفك الاحتقان ده، لانه له حاجه اسمها فازوبريسور اكشن. فازوبريسور اكشن يعني بيعمل كونستريكشن للبلاد فيسلز، وطالما بيعمل كونستريكشن للبلاد فيسلز ده بيخلي او بيبقى له دي كونجستنت ايه؟ دي كونجستنت افكت. خلاص؟ او دي كونجستنت يعني مزيل للاحتقان او مضاد للايه؟ للاحتقان.
بس كده. فده ده تقريبا الايه اللي انا عايز اقوله لكم هنا بالنسبه للجزء ده. ودي زي ما قلت لكم معظم الحاجات اللي موجوده دلوقتي في السوق بتبقى فصلنا الالكالويدز او اشتغلنا على الالكالويدز نفسها اللي موجوده جوه الافيدرا، وان كان الكوميشن ايه ابروفد استخدام الافيدرا زي ما هي كده كشيف تريتمنت او كشيف دراج، يعني دراج اساسي في علاج الازمه وعلاج الايه البرونكايتس. خلاص مهم قوي تبقى عارف الاكشنز طبعا بتاعتهم. دلوقتي بقى هنبتدي نشوف الاذر اكشنز اللي هي الميس يوزز بقى. في اذر اكشنز تانيه، يعني في معناها ان في اثار تانيه ممكن يعملها الافيدرين بالذات، والاثار دي الناس بسببها استخدمتها استخدامات ضاره. فتعالوا نشوف بقى الايه الحاجات دي مهمه برضو قوي عايزين نعرفها. انا طبعا بس نسيت اقول حته في السلايد اللي فاتت ان طبعا وجود السودو افيدرين از سولت او الافيدرين از سولت بالسوليبيليتي بتاعته الكويسه جدا في الووتر ده بيخلي فيه تنوع في الفارماسيوتيكال بريباريشنز اللي ممكن يكون موجود فيها. يعني انت لو نزلت اتضربت في صيدليه ولا حاجه وبدات تبص على ادويه البرد وادويه الاحتقان بتاعت الانف النيزل كونجشن والحاجات دي، هتلاقي فيه منها نيزل دروبس، وهتلاقي فيه منها نقط للانف، وهتلاقي فيه منها بخاخات، وهتلاقي فيه منها سبريز يعني بنقول عليها نيزل سبريز، هتلاقي في منها مثلا تابلتس وكبسولز، وهتلاقي في منها ادويه شرب والكزيرز، هتلاقي منها يعني تنوع رهيب في الايه الحاجات اللي بتكون موجوده بالشكل ده. وفي منها اورال سوليوشنز ونيزل سوليوشن ما بنقول عليها محلول للانف، حاجات كتيره جدا بتبقى موجوده كلها ليه نتيجه ان خلاص بقى في تنوع، لان تقدر تدوب في الميه فتقدر ان انت تحضر منها اي مستحضر انت عايزه. فاهمنا؟ النقطه الثانيه بقى انا عايز اتكلم شويه على حته الاذر اكشنز والميس يوزز. اتفقنا ان في اكشنز تانيه غير اللي احنا اتكلمنا فيها. احنا اتكلمنا على فكره البرونكو دايليتور افكت، اتكلمنا على فكره الكاف سيداتيف افكت، وقلنا ان التو اكشنز دول هم دول اللي خلوا الافيدرا تبقى هي الشيف دراج في علاج الايه الازمه وفي علاج البرونكايتس. ولكن ستيل في بعض الاستخدامات التانيه نتيجه وجود اكشنز تانيه للافيدرين بالذات. الافيدرين من الحاجات يا شباب، احنا قلنا طبعا هناك كان في نزل برضه دي كونجستنت افكت عشان ما ننساهوش، انما لما نيجي بقى نشوف ايه الاذر اكشنز اللي موجوده في الافيدرين. الافيدرين عنده اكشن مهم قوي، هو بيعتبر ادرينرجيك دراج، هو الشكل بتاعه او الاستراكشر بتاعه شبه قوي حاجه موجوده جوه جسمنا مهمه جدا اسمها الادرينالين لو تسمعوا عنه، تمام؟ فبالتالي ده بيعمل استيميوليشن كبير جدا للسي ان اس. CNS بنوع CNS stimulant اللي هو السنترال نيرفس سيستم بتاعنا، وبالتالي يبقى هنا هو بيشتغل على الاعصاب. طيب سنتر السنترال نيرفس سيستم او السي ان اس ستيمولنت افكت ده يعمل لي ايه؟ اولا خلى في اتجاه كبير جدا ان الناس لما شافت الاستراكشر بتاعه لقوا ان الاستراكشر بتاعه صغير، وبالتالي سهل قوي ان انا اعمل له سينثيسز. فبدا بتوع الكيمياء يشتغلوا عليه بشكل كبير ويشوفوا ايه اللي ممكن الموديفيكيشنز اللي اعملها، لغايه لما جاء واحد وطلع حاجه مهمه جدا اسمها الامفيتامين، تمام؟ والامفيتامين ده بقى في منه ديريفاتيفز كتيره زي الميتامفيتامين وزي الاكستاسي، بعد كده ظهر كذا حاجه، مش مهم طبعا الاستراكشرز خالص، انا بس عايزكم تعرفوا كلمه امفيتامين دي. فالامفيتامينز دي ظهرت من الاكتشاف بتاع الافيدرين جوه الافيدرا. عشان كده بنقول ان الافيدرين هنا اعتبر استخدم كبريكيرزر. بريكيرزر يعني ماده اوليه، ماده بدات منها وصنعت ماده جديده، اللي هي عشان كده عملنا سينثيسز يعني تصنيع لمجموعه من الامفيتامينز. يبقى الامفيتامينز دي مش ناتشرال كومباوندز، دي مش موجوده مثلا في الافيدرا خالص، انما هي بنصنعها باستخدام الايه الافيدرين. عشان كده بقول لكم البريكيرزر يعني هو الماده اللي انا طلعت منها، هو ده المصنع الاولي او الماده اللي انا بدات منها ان انا اصنع الايه الامفيتامينز. طيب النقطة التانية اللي مهمة جدا ان طب الامفيتامينز دي بنستخدمها في ايه؟ ما احنا استغلينا بقى في الامفيتامينز دي فكرة السي ان اس ستيمولنت افكت اللي كان موجودة في الافيدرين، بقى واضح قوي في الامفيتامينز دي، تمام؟ الموديفيكيشن اللي اتعمل ده خلى السي ان اس ستيمولنت افكت فيهم قوي جدا، تمام؟ وبالتالي استغلينا الحكايه دي ميديسينالي في بعض الديزيزز اللي انا محتاج فيها ان البيشنت اعمل ستيميوليشن للسنترال نيرفس سيستم بتاعته. اهمها مثلا مجموعه الاطفال اللي بيبقى عندها حاجه اسمها الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديزوردر، اللي هو بنقول عليه مرض فرط الحركه في التشيلدرن. من الحاجات اللي بياخدوها بتبقى مجموعه من الامفيتامينز. الحاجه الثانيه التروماتيك برين انجري، وده بيبقى موجود برضو احيانا اصابات بتبقى شديده جدا في البرين بتاثر على البرين والفانكشن بتاعته وبتعمل حاجه اسمها تروما، تمام؟ دي برضو ممكن ندي فيها في بعض الاحيان نحتاج ان احنا ننشط شويه السي ان اس، فبالتالي نعمل ايه ندي امفيتامينز. الكرونيك فاتيك سيندروم بيبقى فيه مرض كده بيبقى فيه تعب جامد جدا على طول، البني ادم يحس على طول ان هو تعبان، كرونيك فاتيك سيندروم، فبرضو بنحتاج في بعض الحالات اللي زي كده ان احنا ندي ايه امفيتامينز، تمام؟
فدي ده الاستخدام الطبي بتاعها، وكل الاستخدامات اللي انتوا شايفينها دي كلها بريسكريبشن، يعني لازم تتحط فين، في روشته، يعني لازم الطبيب يكتب ان البيشنت يمشي على امفيتامين، فبالتالي يبدا يمشي على الحاجات دي. ليه بقى؟ لان الامفيتامين من الحاجات اللي ليها مشاكل كبيره جدا. يبقى خلي بالكم انا هنا بتكلم على الامفيتامينز اكتر من الافيدرين، ولكن ممكن جدا نطبق الكلام ده برضو على الافيدرين. خلاص كميس يوزز، وهقول لكم ازاي. مبدئيا الامفيتامينز من الحاجات اللي بتستخدم او اللي بيكون ليها ابيتايت سبريسنت افكت، او بتعمل ديمينشنج للابيتايت، يعني بتخلي فيه فقدان شهيه. ففقدان الشهيه ده ممكن جدا ان انا استخدمه في البيشنت اللي عايز يخس مثلا، فده ميس يوز. ليه بقى ميس يوز؟ لان الامفيتامين التاثير الاساسي بتاعها انها سي ان اس ستيمولنت، والسي ان اس ستيمولنت افكت ده اي حاجه بتشتغل على السنترال نيرفس سيستم بيكون فيه خطوره منها على طول. دايما بتلاقي معظم الحاجات اللي بتشتغل بالشكل ده بيطلع من او بيحصل البيشنت مع استخدامها لفترات طويله حاجه اسمها ابيوز. يعني ايه ابيوز؟ يعني نوع من انواع الادمان. تمام، في الاول بيبقى مجرد ديبندنس، يعني حتى انت لما تيجي تفكر كده الشاي اللي احنا بنشربه ده اللي فيه الكافيين، الكافيين ده سي ان اس ستيمولنت، وبالتالي انت مع الوقت بتلاقي نفسك مش هتقدر تشتغل حتى من غير ما تشرب شاي، تقول انا مش قادر اشتغل من غيره. ده اسمه نوع من انواع الديبندنس. ديبندنس يعني انت معتمد عليه عشان تقدر ان انت تشتغل وتعمل الفيزيكال اكتيفيتيز بتاعتك الطبيعيه. فالامفيتامينز فيها الكلام ده، وفيها كمان درجه اقوى من الديبندنس اللي هي بنقول عليها الادكشن او الادمان. الادكشن في مشكلته ان انت لما بتوقف استخدام حاجه زي كده بتعمل ادكشن، لما بتيجي توقفها بيبدا يظهر على البيشنت حاجه اسمها withdrawal symptoms، اعراض الانسحاب بتاعت استخدام الدواء ده، اللي هي زي الانكزايتي، ديبريشن، فاتيج، تعب جامد جدا، بينام كتير جدا، الابيتايت بتاعته تبتدي العكس بقى، الابيتايت بتاعته تبتدي يبقى فيه شهيه جامده جدا للاكل، دايما تلاقي ما خلقه ضيق زي ما بيقولوا كده، وبيبقى في سويسايدال ثوتس في بعض البيشنتس بتبدا تظهر عليهم، او تفكير في الانتحار. دي الويذدرول افكتس بتاعت استخدام الامفيتامينز. يبقى لما يبقى عندك حاجه بالشكل ده يبقى استخدامها لازم يكون ببريسكريبشن، لازم الطبيب هو اللي يكتب ان اللي يكون حاله من دول غالبا من الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي او التروماتيك برين انجري او الكرونيك فاتيك سيندروم، فبالتالي الطبيب لما يشخصها كده يبتدي يكتب امفيتامين، وغالبا بيكتبها كمان لفترات قليله، لشورت periods of time، ما بياخدش البيشنت ما بياخدش الفترات طويله لكذا سبب. اولا السبب الاولاني زي ما قلت لكم حته الديبندنس دي والادكشن، ان احنا بنخاف من حته الابيوز، ان البيشنت يبتدي خلاص يبقى معتمد عليها على طول ما يقدرش يوقفها. وفي مشكله تانية ان المجموعه دي من الادويه او المجموعه دي من الدراجز بيحصل منها حاجه اسمها تاكي فيلاكسز، هتيجي الكلمه دي في السلايد اللي جايه. تاكي فيلاكسز معناها ان اللي هو بنقول عليها ساعات تولرنس، برضو بدرجه اقل شويه. تولرنس يعني ايه؟ يعني فكره ان البيشنت بعد ما المفروض انه بياخد جرعه مثلا النهارده، الجرعه دي بتعمل معاه افكت، لما بيفضل يستخدم الدواء لفتره مش كبيره على فكره، فتره عاديه يعني، يبتدي يظهر عليه ان هو الجرعه دي ما بقتش بتدي معاه افكت، فيبتدي يحتاج ان هو يزود الجرعه اكتر شويه عشان يشوف افكت اكتر. ده اسمه تولرنس. التولرنس ده بيكون سريع قوي في حاله الامفيتامينز، وعموما في حاله السنترال نيرفس سيستم دراجز عموما بيبقى سريع جدا، عشان كده بنقول عليه تاكي فيلاكسز. يبقى التاكي فيلاكسز هو ان الاستجابه بتاعت البيشنت للدواء بتاعك باختصار يعني يعني عشان افهمها لكم، الاستجابه بتقل مع استخدام الدواء ده لفتره مش طويله، كمان تبقى فتره قصيره، يبتدي يحس ان هو ايه، لا خلاص الجرعه مش جايبه معاه نتيجه وعايز يعلي الجرعه، وطبعا مع تعليه الجرعه يبتدي يحصل ادكشن وهكذا. تمام، فهمنا. يبقى الفكره في الكرونيك يوز، المشكله دايما بتكون في الكرونيك يوز. يعني ايه كرونيك يوز؟ الاستخدام لفترات طويله، عشان كده لازم يكون بريسكريبشن، يعني لازم تكون بروشته، ولازم الطبيب ياكد على البيشنت انها هتستخدم لفتره معينه، اسبوع اسبوعين وبيوقف، مش اكتر من كده. تمام، بعد كده النقطه الثانيه المهمه جدا ان ناخد بقى، يبقى هنا الليجل يوز بالنسبه لنا ايه هو؟ ان انا ممكن الامفيتامينز دي تكون الليجل، يعني غير قانوني، حتى ان هو ما ينفعش ان الامفيتامينز دي تستخدم في الحاجات اللي بالشكل ده، اللي هي ان انا مثلا استخدمها في ادويه التخسيس، او ان انا احطها في ادويه تانية مهمه قوي اللي هي بتاعه الاثليتس اللي هم الرياضيين، ان هو بتحسن له قوي البرفورمانس بتاعه، لان هو اصلا عنده سي ان اس ستيمولنت افكت، فهو بيحسن له البرفورمانس بتاعه، بيخليه يقدر يعمل مجهود اكبر ويتمرن اكتر ويشتغل اكتر. فطبعا في الحاله دي اللي هي ساعات بتسمعوا عنها في بعض الاحيان يقول لك ده واخد منشطات، جزء من المنشطات هي حته الامفيتامينز دي، وطبعا دي بتبقى خطيره جدا، لان هو برده نفس الفكره، بيبتدي مع الوقت يحس انها مش جايبه معاه نتيجه، فيبتدي يزود الجرعه بتاعتها، فيبتدي يحصل ديبندنس وادكشن الى اخره. خلاص كده واضح.
يبقى دي من اخطر انواع المنشطات اللي هي بنقول عليها performance enhancers، او ومن اخطر انواع برضو الحاجات اللي ممكن تتحط في ادويه التخسيس بشكل غير قانوني. طبعا هو اللي بيحصل ان في بعض الناس اللي ما عندهاش ضمير بتبتدي تعمل فورميليشن لادويه وتقول ان الدواء ده مثلا عباره عن منتجات عشبيه بتخسس، والحقيقه انه حاطط جواها حاجات بالشكل ده، او ان انا عامل تركيبه عشبيه عشان الناس اللي بتلعب جيم والبرفورمانس بتاعها يتحسن، والحقيقه انه حاطط جواها امفيتامينز. هي المشكله بتبقى في كده، وبتبقى الادويه دي غالبا جايه متهربه ومش ما دخلتش اصلا وزاره الصحه ولا اي حاجه، عشان كده بنقول عليها الليجل ايه يوز. يبقى التو يوزز دول لازم نحطهم في دماغنا كويس قوي، وان الامفيتامينز دي في الاصل هي عباره عن الافيدرين، هي اساسا اتصنعناها من الافيدرين، حتى الفرق في الاستراكشر بينها وبين الافيدرين مش ايه مش كبير خلاص. ومن هنا برضو جت فكره ان احنا ممكن الافيدرين يبقى له نفس القصه دي، فتلاقي بعض الحاجات فيها افيدرين دايما تحاول تبعد عنها، اللي هي الحاجات اللي فيها في الاثليتس بيرفورمانس انهانسرز دي، اللي هي المستحضرات اللي بيكون فيها افيدرين دي دايما تبعد عنها، لان الافيدرين هيكون ليه مش نفس الايفكت بتاع الامفيتامين، ولكن ستيل البروبرتيز دي موجوده، السي ان اس ستيمولنت موجود، والديبندنس والادكشن موجود، والتوليرنس برضه ستيل موجود بنسبه اقل من الامفيتامينز اكيد، ولكن موجوده بشكل كبير. فعشان كده نبعد عن اي ادويه تخسيس يكون فيها افيدرين، او اي ادويه من اللي هي او الحاجات اللي منشطات بتاعت الاثليتس اللي برضه يكون فيها افيدرين. يبقى لما بنيجي نتكلم عن الافيدرين ما بنفصلوش عن الامفيتامينز، هم كلهم بنعتبرهم في الحته دي نفس الايه نفس القصه. وعشان كده برضه لما بتيجي تشوف ادويه البرد ما بنحطش افيدرين قوي، بنحط سودو افيدرين. سودو افيدرين في الحاجات دي الافكتس بتاعته اقل بكتير جدا، احنا اتفقنا حتى ان الافيدرين هو بس اللي سي ان اس ايه ستيمولنت في الجزئيه دي خلاص. فده بالنسبه للحته دي. فاضل نيجي بعد كده برضو في نقطه مهمه جدا ناخد بالنا منها، ان النوعيه دي من المركبات نبعد عنها تماما في الناس الهايبرتنسيف، لان اصلا الحاجات دي بتعمل فازو كونستريكشن كبير جدا، يعني انقباض في الاوعيه الدمويه، والانقباض بتاع الاوعيه الدمويه ده اوتوماتيك هيعلي الضغط. فبالتالي لو بيشنت عنده هارت ديزيز او عنده هايبرتنشن ياخد باله انه ما ياخدش اصلا الحاجات دي نهائي في لاي استخدام بقى، سواء ليجل او الليجل تمام. انما زي ما قلت لكم الكلام كله هنا متعلق بمين؟ متعلق اكتر بالافيدرين. السودو افيدرين يمكن اقل كتير في الشغل ده، وما يعني ما بنخافش منه قوي، بدليل ان هو موجود في الاو تي سي ميديكيشنز بتاعه الكومن كولد والفلو والكلام ده، ولكن برضو لازم استخدام الحاجات دي يكون بايه بحذر. السلايد دي فيها نفس الانفورميشن تقريبا اللي انا قلتها في السلايد اللي فاتت، ولكن مكتوبه بس عشان تبقى قدامكم. هو نفس الكتابه دي موجوده في الكتاب تقريبا، ان انا بقول لكم هنا خلي بالك ان الافيدرين وطبعا المستحضرات بقى بتاعته التانية كلها المتعلقه بالامفيتامينز، بس خلينا بقى خلاص ننسى الامفيتامينز خالص ونركز بقى في الافيدرين، لان هو ده الاساس بتاعنا هنا في الشغل. فالافيدرين زي ما قلنا ناخد بالنا منه، الميس يوزز بتاعته هتبقى حاجتين، اللي هي الاثليتيك بريباريشنز بتاعت المنشطات، والادويه اللي بتاعت التخسيس اللي هي بتاعت الاوبيزيتي. في كتير من الحاجات دي بتتغش عن طريق ان احنا بنضيف يا افيدرين، يا الاسوأ كمان ان احنا ممكن نضيف بعض الحاجات السينثيتك من الافيدرين زي الامفيتامينز، وشرحنا مشاكلها ايه. الحاجات دي بتعمل ديبندنس، بتعمل ادكشن، بتعمل تولرنس او تاكيفيلاكسيس. عشان كده حتى لو هنستخدم ادويه من دي ببريسكريبشن لازم هتستخدم لفترات قصيره جدا زي ما شرحنا. طيب النقطة التانية اللي اتكلمنا عليها قلنا برضو في حتة هنا مهمة كنت قلت لكم عليها، ان خلي بالك اي مستحضر فيه افيدرين لازم تاخد بالك منه، حتى لو مكتوب في بريسكريبشن تاخد مجموعتين ياخدوا بالهم منه كويس قوي. المجموعة الاولانية الناس اللي عندها قلب او الناس اللي عندها هايبرتنشن، لان الافيدرين من الحاجات اللي بتعمل فازو كونستريكشن وبالتالي بتعلي لك البلاد بريشر، وكمان على فكرة بتعمل تاكيكارديا. تاكيكارديا يعني بتزود دقات القلب، فالمجموعة دي من الناس لازم تاخد بالها، اللي عندها قلب او اللي عندها هايبرتنشن. ويمكن بعض الابحاث دلوقتي بتقول كمان ان هو بيزود البلاد شوجر ليفل، يعني بيعلي لك شويه نسبه السكر في الدم، فبرضه الدايابيتكس المفروض انهم ياخدوا بالهم من حاجه زي كده خلاص. واضح ده تقريبا الايه الافكت الاساسي. في برضه نقطه مهمه قوي ما كنتش اتكلمت عليها، فكره هو بيستخدم في الاوبيزيتي ليه. احنا قلنا ان هو بيعمل سبريس للابيتايت، يعني بيقلل او بيخلي البيشنت يفقد الشهيه تمام نتيجه ان هو بياخده. هو الحقيقه كمان انه بيعمل حاجه تانية، هو بيعمل ستيميوليشن للثيرموجينيسيس ان ذا اديبوسايتس. الاديبوسايتس دي اللي هي الفات سيلز، دي الخلايا اللي بتخزن الفاتس جوه جسمنا تمام كده. فهو من الاخر كده بيزود عمليه الحرق، بيزود عمليه الحرق. الثيرموجينيسيس دي اللي هي الحرق بتاع الايه الفاتس اللي موجوده في الاديبوسايتس، وده طبعا بيعمل ويت لوس على طول. وبرده حتى الناس اللي هم الاثليتس بيحتاجوا حاجه زي كده، ان دايما يبقى عندهم حرق عالي عشان ما يزيدش وزنهم عشان التمرين والكلام ده. فعشان كده السبب ده
مع حته ان هو ابيتايت سبريسنت او بيقلل الابيتايت، هو ده اللي بيخليهم يحطوه فيه الحاجات بتاعه الاوبيزيتي والحاجات طبعا بتاعه الاثليتس بريباريشنز طبعا، نتيجه كمان السي ان اس ستيمولنت افكت ايه بتاعه، فبيحسن جدا البرفورمانس بتاع الاثليتس. ولكن طبعا المشاكل الرهيبه اللي بتنتج عن الكلام ده، بيبان التحسن واضح في اداء اللي هو الراجل الرياضي او حتى في حته الويت لوس، ولكن في المقابل انت عندك مشكله كبيره قوي ان انت بتعمل ديبندنس، تعمل ادكشن زي ما شرحنا، وبتعمل توليرنس ان البيشنت مع الوقت هيلاقي نفسه مش جايب الحاجات اللي بياخدها مش جايبه معاه نتيجه، يبتدي يزود الجرعه بتاعتها وهكذا، لا قدر الله في اي وقت يوقف بقى الكلام ده، يبتدي يحصل له withdrawal symptoms اللي شرحناها كلها الفتره الايه اللي فاتت او في السلايد اللي فاتت. يبقى احنا كده فهمنا سبب بعض الاكشنز اللي شفناها في الفتره اللي فاتت اللي هي الميس يوزز بنقول عليها، او استخدامات مش مظبوطه ما ينفعش انها تتعمل خلاص. وفي بعض الاحيان زي ما قلت لكم ان كتير من البريبريشنز دي بتكون داخله من غير اصلا اشراف وزاره الصحه، وما بيكونش اصلا مكتوب عليها كلمه افيدرين، يعني افيدرين بيبقى محطوط ومش مكتوب، او الانفيتامينز محطوطه ومش مكتوب خلاص. اخر حاجه باكد عليها ان الافيدرين ده ناتشورال برودكت طالع من الافيدرا وله المشاكل دي، ولكن الانفيتامينز دي تعتبر سينثيتك كومباوند صنعناها من الايه من الافيدرين زي ما شرحت السلايد اللي فاتت. السلايد يا شباب حلو قوي لانها بتبين لك قوي الفرق في الليفل بتاع الدوزنج او الدوز ليفلز بتاعت الاكشن الطبيعي اللي هو اللي احنا عايزينه، اللي هو اللي ابروفد باي ذا اف دي اي، اللي الاف دي اي بتقول لك استخدم الافيدرين والسودو افيدرين فيه، وبين الدوز ليفل بتاع الافيدرين واستخدامه في الحاجات الميس يوزز اللي هي المشاكل اللي بتعمل لنا مشاكل. فتعالوا نشوف الاف دي اي بتقول لك ايه، بتقول لك ان انت ممكن تستخدم لغايه 24 مللي جرام تمام من الافيدرين ديلي up to 7 days، يبقى تستخدم اسبوع كل يوم تاخد تقريبا 24 مللي جرام من الافيدرين، ما عندكش مشكله. الابروفل ده او دي طبعا الماكسيمم دوز، ممكن تستخدم اقل من كده، وطبعا ده اقدر استخدمه جد عادي جدا في ادويه البرد اللي شرحناها كلها، الكومن كولد والفلو والحاجات دي كلها تنفع معايا هنا، ما عنديش اي مشكله، وتعمل لي نيزل دي كونجستنت افكت والكاف سبريسنت افكت والبرونكو دايليتور وكل الكلام ده تمام. اللي هي تعادل تقريبا قد ايه من الهرب دي، بنتكلم هنا على دوز بقى، يعني جرعه تابلت مثلا هيكون فيها ال 24 مللي جرام دول، ده طبعا دي الماكسيمم، ممكن اقل من كده كمان، انما الهرب بنتكلم تقريبا لو هنستخدم الهرب نفسه بتاع الافيدرا، لان احنا قلنا ممكن نستخدم الهرب عادي زي ما الكوميشن ايه قالت لنا، فممكن نستخدم الرقم ده من 1.2 تقريبا ل 2.3 جرام من الكات هرب، وده تقريبا بيكون فيه 1-3% اللي هي 13 مللي جرام بير جرام من التوتال ايه الكالوتس خلاص. يبقى دي كده الماكسيمم دوز ليفل اللي المفروض الاف دي قايلاها للعلاجات الطبيعيه اللي هي الكوف الكومن كولد او الفلو او الحاجات دي تمام. تعال بقى نشوف هنا لو انت هتحطه عشان في بريباريشن عشان يعالج الاوبيزيتي، يعني ستيميوليت بقى الثرموجينيسيس في الاديبوسايتس ويعمل لك الابيتايت سبريسنت افكت ويشتغل معاك في حته الاثليتيك بيرفورمانس كمان لو عايز، يبقى في الحاله دي 50 تو 100 مللي جرام، شايفين الرقم تقريبا ضعف الدوز الماكسيمم دوز، يعني دي اعلى دوز انا ممكن اخدها في اليوم، لا ده انا عشان اعمل الايفكت ده محتاج على الاقل 50 مللي جرام، وكم مره في اليوم؟ 3 مرات في اليوم مش مره واحده تمام فور لونج تايم. فطبعا دي مشكله كبيره جدا، فرق الدوز الرهيب ده، يبقى انت كده دخلت من الثيرابيوتيك دوز رحت على التوكسيك دوز، فبدات تشوف بقى السايد افكتس والادكشن والديبندنس والتوليرنس الى اخره. وطبعا مع الوقت طبعا البيشنت ال 50 مللي جرام ما بتعملش معاه حاجه عشان موضوع التاكيفيلاكسز او التوليرنس، فيبتدي ان هو يعلي الدوز ويوصل ل 100 مللي جرام وهكذا فهمنا. يبقى دي حلوه قوي الاستادي انها بتبين لك الفرق فعلا، ليه الفرق ده موجود في الميس يوز، ان الدوز اصلا ليفلز اللي انت محتاجها من الافيدرين عشان تشوف الايفكت في الكومون كولد والفلو والكلام ده اللي هو البرونكو دايليتور والكاف سبريسنت افكت، مختلف تماما عن الدوز ليفل اللي انت محتاجه عشان تشوف حته الثرموجينيسيس اللي هي موجوده في الاديبوسايتس، او تشوف حته الابيتايت سبريسنت افكت، او حتى السي ان اس ستيمولنت افكت للاثليتيك ايه بيرفورمانس تمام. اخر جزء شباب بالنسبه للافيدرين، طبعا انا كلامي لو تلاحظوا كله على الافيدرين، بس احنا نقدر نطبق الكلام ده كله على الافيدرا هو هو، ونطبق الكلام ده كله برضو على الامفيتامينز زي ما شرحنا قبل كده، بس الامفيتامينز وضعها مختلف شويه لان الامفيتامينز دي تعتبر سينثيتك دراجز، واتفقنا انها كده كده بريسكريبشن بس، يعني مش هتطلع الا بروشيتا، ما تطلعش من الصيدليه ابدا الا بروشيتا خلاص. انما الافيدرين وارد جدا انه يكون موجود، عشان كده مهم قوي ان احنا نتكلم على الكونترا انديكيشنز بتاعته، ونتكلم على دراج دراج انتراكشنز بتاعته والكلام ده. اول حاجه الكونترا انديكيشنز يعني موانع الاستعمال، موانع الاستعمال بتاعته بتكون مع سبيسيفيك بوبوليشنز، احنا قلنا منهم شويه في السلايد اللي فاتت لو فاكرين، لما قلت لكم خلي بالكم البيشنتس اللي بيكون عندهم هايبرتنشن
او عندهم ادويه او عندهم امراض قلب او عندهم دايابيتس. قلنا مؤخرا كمان الثلاث حاجات دول او الثلاث مجموعات دول ياخدوا بالهم كويس قوي وهما بيستخدموا الافيدرين، يفضل انه يبعدوا عنه خالص. تمام، واتفقنا ان فكره الهايبرتنشن دي وادويه القلب، لان الافيدرين عنده حته ان هو بيعمل فازو كونستريكشن وعنده حته التاكيكارديا ان هو بيعلي قوي الهارت ريت، فبالتالي الناس دي نبعد عنها. ونفس الكلام هو بيعلي البلاد شوجر ليفل، فبالتالي في الناس بتوع الدايابيتس برضو ياخدوا بالهم. تمام، يستخدموش. تبقى ايه دي كونترا انديكيشن، موانع استعمال، ان لو البيشنت عنده الحاجات دي ما ياخدش افيدرين. من ضمن الحاجات برضو اللي هي منطقية جدا وطبيعية، ان بما ان عندي حاجة بالشكل ده ممكن جدا انها تعمل تولرنس، تعمل ديبندنس، تعمل ابيوز، في منها مشاكل، يبقى الافضل جدا ان ما نبعد عنها خالص البريجنسي واللاكتيشن والبيدياتريكس حتى. تمام، لان واحنا دي بقى في ابحاث عليها بتقول ان الافيدرين فعلا بيعدي البلاسنتا وبيقدر وبيبقى اكسكريتد كمان في البريست ميلك، فولا ينفع يتعاطى للبريجننس ولا ينفع يتعاطى للناس اللي هم النيرسينج ماذرز او اللاكتيتنج ايه ماذرز. اخر حاجه، بما ان الافيدرين كده من الافكتس بتاعته هو سي ان اس ستيمولنت افكت، انه بيعمل ستيموليشن للسي ان اس، يبقى لو عندك مريض عنده نوع من انواع الانكزايتي اللي هي القلق، الانسومنيا، الارق، ما بينامش كويس، يبقى النوعيه دي من الناس ما تقدرش تاخده لان دي هتزود لهم الكيس اللي عندهم. تمام كده، نفس الكلام البيشنت اللي اصلا عنده سددان نفس، اللي هو عنده انوريكزيا، انوريكزيا يعني فقدان شهيه او ان هو ما عندوش نفس ياكل، هي اصلا الافيدرين من الحاجات اللي ليها اصلا ابيتايت سبريسنت افكت او بتقلل الابيتايت زي ما اتكلمنا عليها قبل كده، وبالتالي برضو استخدامه مع النوعيه دي من البيشنتس تفضل انها ما تكونش موجوده. خلاص، يبقى هتلاحظوا ان الكونترا انديكيشنز كلها منطقيه، كلها مرتبطه بالايه بالكلام اللي احنا قلناه من شويه، وتقدر بقى تفسر لو قلت لك اي حاجه من دول تقدر تفسرها ليه، لان احنا قلنا من شويه الاكشنز، فتقدر تاخد الاكشن وتفسر بيه الكلام اللي مكتوب هنا. اخر حاجه دراج دراج انتر اكشنز، بمعنى ان برضو في مجموعه من الادويه لو البيشنت بياخدها لازم ياخد باله لو هيدخل عليها افيدرين. تمام، بمعنى مثلا ابسط حاجه الانتي دايابيتيك دراجز، لان الراجل اللي ماشي على ادويه سكر هو كده كده المفروض انه بياخد الدواء ده مثلا عشان يقلل السكر بتاع الدم، فبياخد الافيدرين معاه بيزود له السكر، فهو كده بيعمل التاثير العكسي، فبالتالي يبقى ما ينفعش يتاخد خالص لو بيشنت ماشي. وقلنا الكلام ده احنا طالما عنده دايابيتس هيبقى بياخد دواء سكر، فبالتالي في الحاله دي ايه ما ياخدش افيدرين. نفس الكلام الناس ادويه الناس اللي هم عندها قلب، فاللي عندها القلب دي زي ما اتفقنا ما تاخدش افيدرين، وفعلا الناس دي بتكون غالبا ماشيه على حاجات زي الديجوكسين او الكارديا جلايكوسايدز، المجموعه دي من الادويه اكيد اخدتوا الديجوكسين لما اتكلمتوا على الليفز قبل كده. تمام، من الحاجات اللي بتشتغل على عضله القلب وتقوي الفورس اوف كونتراكشن بتاعتها والكلام ده، ولكن في نفس الوقت دخول الافيدرين هيعمل تاكيكارديا. تمام، فبالتالي ممكن جدا التاكيكارديا يعني زياده في عدد دقات القلب، فده ممكن يعمل اضطراب في دقات القلب اللي هو بنقول عليها كاردياك اريثميا. تمام، وبالتالي يبقى عندك مشكله كبيره جدا للبيشنت اللي من النوعيه دي، عشان كده الافضل انه ما ياخدش افيدرين خالص. الانتي هايبرتنسيف دراجز بنفس الطريقه، وبيشنت ماشي على حاجه بتقلله الضغط بتاعه وبديله افيدرين من بره بيعمل له هايبرتنشن او بيعمل له فازو كونستريكشن، طب ما دي هتعمل لي مشكله. تمام، واخر حاجه المجموعه بتاعت السي ان اس، بمعنى ان لو عندي مثلا بيشنت بياخد كافيين كتير، بيشنت بياخد ديكونجستنتس كتيره، الحاجات دي يفضل ان بيبقى ليها اصلا سي ان اس ستيمولنت افكت، فوانت هتدي الافيدرين اصلا عنده برضه سي ان اس ستيمولنت، فانت بتعمل حاجه اسمها اديتيف افكت. اديتيف يعني زياده في الافكت بتاعك على السي ان اس. خلاص كده، فبالتالي الافضل ان البيشنت يوقف حاجات بالشكل ده طالما هياخد افيدرين، او لو بيمشي على دي كونجستن تاني غير الافيدرين يبقى مفيش داعي ياخد افيدرين خلاص. تمام، فاهمين قصدي ازاي؟ بيمشي على حاجه منهم وخلاص، لان الافيدرين اصلا عنده دي كونجستن افكت برضه. خلاص، يبقى دي تقريبا الدراج دراج انتر اكشنز والكونترا انديكيشنز، ومعظمها حاجات ايه يعني سهله تقدر ان انت تفهمها بسهوله في الليفل ده دلوقتي، احنا لسه ما خدتوش فارماكولوجي قوي، ولكن معظمها حاجات يعني انا حاولت افهمها لكم بسيطه جدا ما فيهاش اي ايه مشكله. هنبتدي نخش على الدراج الثالث بتاعنا اللي هو الباسيفلورا. تمام، المثال الثالث يا شباب اللي هنتكلم عليه مع بعض فيه الهيربس كونتيننج الكالويدز اسمه الباشن فلاور او الباسيفلورا هيرب، يبقى الاثنين دول برضو سينونيمز ببعض زي ما اتكلمنا قبل كده، او بنسميه بالعربي عشب الاشجان، الباشن فلاور او الباسيفلورا هيرب. ويمكن اول ما تسمع كلمه باشن فلاور دي تفتكر ان احنا هناخد الفلاور بتاعتها. تمام، ولكن الحقيقه ان احنا بنشتغل على الاريال بورت زي ما هنشوف دلوقتي. تمام، عشان كده الاسم ده ادق شويه اللي هو حته باسيفلورا هيرب، عشان بنتكلم على كلمه هيرب فيها مش فلاور، فلاور دي مسليدنج قوي ان احنا بناخد الفلاور وبنشتغل عليها.
طيب تعالوا نشوف كده مع بعض العوش بتاعه، عشان ده من الحاجات اللي فيها شويه اختلافات في الفارماكوبيز، فعايزين نتكلم على اول مره نشوف اختلاف شويه ما بين فارماكوبيا والتانيه. فتعالوا نشوف المثال ده واضح قوي في النقطه دي. الفكره هنا في ايه يا شباب؟ الفكره ان احنا عندنا الايجيبشن فارماكوبيا بتاعتنا اللي هي فيها الباسيفلورا موجود، الباسيفلورا هيرب ده طبعا ده تبع الانجيوسبيرمز. احنا قلنا ان المثال الوحيد اللي هناخده على الجيمنوسبيرمز كان الافيدرا، الباقي كله لغايه دلوقتي يعتبر من الانجيوسبيرمز، وشرحنا يعني ايه انجيوسبيرمز اللي هي بتبقى السيدز بتاعتها انكلوزد ويذن الفروتس. طيب الفكره هنا في ايه؟ ان الايجيبشن فارماكوبيا بتقول لي ان احنا هنستخدم الدرويد ايريال بورتس، يبقى زي ما متعودين دايما في كل الميديسينال هيربس ان احنا بنستخدم الجزء اللي هو الايريال، الجزء اللي فوق الارض. الايريال بورتس ومحدده لك طبعا اللاتين باينوميال نيم بتاعك، قالت لك هتستخدم سبيشيز معينه اسمها باسيفلورا انكارناتا، تمام؟ ويمكن الباسيفلورا من النباتات اللي هنشوف ان الادلتريشن بتاعها او الغش بتاعها احيانا بيتم من خلال اضافه سبيشيز ثانيه كلوزلي ريليتد سبيشيز للباسيفلورا انكارناتا، هنتكلم عليها في وقتها لما نيجي لها ان شاء الله. انما بس انا حبيت اقول لكم الحته دي ان احنا ده فايده اللاتين باينوميال نيم، ان انت يكون عندك ايه الجينس وعندك سبيشيز معينين هم دول اللي بتستخدمهم في الميديسن او بتستخدمهم في الثيرابيوتيك افكت. يبقى قالت لك ان انت هتستخدم الدرويد ايريال بورتس، والاريال دي بقى بتشمل كل الجزء اللي above the ground زي ما شرحنا قبل كده، الستام والليفز والكلام ده، تمام؟ بس قالت لك ايه؟ وطبعا هنا قالت لك حاجه مهمه قوي هتبين لك ان انت مش بس هتستخدم الستام والليفز، ده انت كمان هتستخدم الفلاور. ليه؟ لان انت قالت لك ان انت لازم تعمل كولكشن during and at the end of the flowering stage، يعني بتجمع دايما في خلال ونهايه الايه؟ الفلاورنج، يبقى معناها في فلاورز، وبالتالي يبقى معناها الفلاور هتبقى جزء من القصه بتاعتك. عشان كده بقول لكم كلمه باشن فلاور دي بتبقى مسليدنج شويه، معناها ان انت بتجمع الفلاور بس، ولكن الحقيقه ان المونوجراف قايل لك ان انت بتجمع الاريال بورت كله بما فيها الفلاورز. الخلاف هنا ان في الفارماكوبيا بتقول ان ممكن كمان تبقى فيه الفروتس، يبقى ده معناه ان انت مش شرط ان انت at the end of the flowering stage بس، لا انت ممكن كمان تكمل بعد كده during الايه الفروتينج بيريد، يعني ممكن يكون فيه فلاورز وممكن يكون فيه فروتس. فهمنا الفكره يا شباب؟ دي نقطه، دي اول نقطه خلافيه موجوده في الحته دي، ودي مش مشكله قوي ان انت تجمع فلاورز بس او تحط معاه الفروتس، واضح ان الفرق بينهم مش كبير قوي في البرسنت بتاعت الاكتف ايه كونستيتوينتس. خلاص الفكره بقى ان احنا لما بصينا على اليوروبيان فارماكوبيا برضو حاطه الباسيفلورا من اهم الادويه او من اهم الميديسينال هيربس اللي موجوده عندها، ودي مختلفه سنه في حاجه مهمه قوي اللي هي الماده الفعاله. لو جيت بصيت على البلانت بورت هتلاقيه تقريبا ذا سيم، هو بيقول لك ايه؟ ان احنا هنستخدم الفراجمنتد اور الكات، هي دي الكلمه يمكن اللي هو مزودها مش اكتر، يعني متقطع الجزء من النبات متقطع درويد ايريال بورت، يبقى نفس الكلام وبرضه نفس الجينس ونفس السبيشيز فيها اتفاق اللي هي الباسيفلورا انكارناتا، وقالت لك ان ممكن تكون فيها فلاورز اند اور فروتس، يبقى ده بتأيد الكلام اللي احنا قلناه فوق ان ممكن تجمع at the end of the flowering stage بس، او ممكن تستنى كمان ان يحصل فروتينج وتبتدي تجمع والفروت موجوده. خلاص الفرق ايه بقى بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين الماده الفعاله نفسها، في اختلاف على ايه هي الماده اللي مسؤوله عن الثيرابيوتيك افيكاسي او الثيرابيوتيك افكت بتاع الباسيفلورا. الايجيبشن فارماكوبيا بتقول لنا ان خلي بالك الباسيفلورا احنا هنركز فيها على الالكالويدز، فبتقول لك ان لازم يكون فيها مش اقل من 0.01% من التوتال باسيفلورا الكالويدز، وقالت لك ان اهم الكالويد فيهم اسمه الهرمين، هنتكلم عليه كمان شويه. اما اليوروبيان فارماكوبيا اختلفت تماما في القصه دي، وقالت لك لا انت خلي بالك الباسيفلورا دي مش اهم حاجه فيها الالكالويدز، الالكالويدز نسبتها قليله جدا ومش هي اللي مسؤوله عن الثيرابيوتيك افكت، وانت لازم تعتمد على نسبه الفلافونويدز، واكيد سمعتوا عن كلمه فلافونويدز دي قبل كده. فلافونويدز دي من اهم السكندري ميتابولايتس او الكونستيتوينتس اللي موجوده في النبات، بنقول عليها فينوليك كومباوندز. فينوليك كومباوندز يعني دايما بيكون عندها بنزين رينجز وبيكون فيها او اتش جروبس، خلاص بيكون ليها سكيلتن كده اسمه البنزو بايران سكيلتن، مش عايز ادخلكم قوي في التفاصيل بتاعتها، بس اكيد انتوا سمعتوا كلمه فلافونويد دي قبل كده، ومن الحاجات اللي بيبقى ليها انتي اوكسيدنت افكت وليها افكتس كتيره جدا. المهم هنا بيقول لك ان هي يكون فيها مش اقل من 1.5% من التوتال فلافونويدز، ودي اكسبريسد از فيتاكسين، يبقى هو قالت لك هنا ان هيبقى عندي فلافونويدز كتيره نسبتها كلها على بعضها المفروض انها ما تقلش عن 1.5%، واهم واحد فيهم هو الفيتاكسين. كالكوليتد طبعا وذ ريفرنس تو ذا درويد دراج، يعني معناها ان ايه بيكون عندي الموضوع درويد، يعني بنحسبها بعد عمليه الدروينج، تمام؟ طيب
يبقى كده ده مبدئيا الايه الشغل بتاعنا. يبقى الاختلاف واضح قوي ما بين الفارماكوبياس في حته مين هي الماده اللي مسؤوله عن الثيرابيوتيك افيكاسي. الايجيبشن فارماكوبيا بتقول ان هي الالكالويدز كالكوليتد از هارمين، هو ده اهم واحد. اما اليوروبيان بتقول ان هو الفلافونويدز كالكوليتد از فيتاكسين. انا عايز اقول لكم ان معظم الابحاث اللي اتعملت في الفتره الاخيره على الباسيفلورا بتقول ان اهم حاجه فيها هي الفلافونويدز فعلا، هي دي المين او اكتر حاجه بتكون ايه مؤثره جدا في كماده فعاله، وبالتالي غالبا هتكون البوسيبل اكتيف انجريدينت هي الفلافونويدز مش الايه الالكالويدز. خلاص كده واضح، ولكن احنا هنا حطيناها بما اننا شغالين بالايجيبشن فارماكوبيا فاتحطت تبع الايه تبع الهيربس كونتيننج الكالويدز، ولكن النقطه دي مهمه قوي كاكسبشن لازم نبقى عارفينه. طبعا شكلها مميز جدا زي ما انتم شايفين، الفلاور بتاعتها مميزه قوي عشان كده سموها الباشن فلاور، لان شكلها حلو قوي تمام، وليها بيربل كده البيتلز بتاعتها لونها بيربل جميل جدا، والسيبل زي ما انتم شايفين الستيمنز بتاعتها الاندوريسيوم عامل ازاي، فبيبقى شكله جميل قوي تمام. الفلاور بتاعتنا من الحاجات اللي بيبقى ليها برضو سلايتلي اروماتيك اودر، يعني معناها ان في تريسز من الفولاتايل اويل موجوده في الفلاور دي وموجوده في الاريال بارت عموما تمام، ولكنها مش كاركترستيك قوي، يعني معناها ان مش سترونج او كميه الفولاتايل اويل مش اكتر حاجه، عشان كده حتى ما ذكرناهاش في الفارماكوبيا في الديفينيشن بتاعنا، ما قلناش ان فيها فولاتايل اويل لان كميتها قليله جدا مش هي الاساس. التيست نوت ديستينكت يعني مش واضح قوي، ممكن يكون سلايتلي بيتر اند استرينجنت يعني بيكون في مراره شويه وبيكون استرينجنت، عارفين اللي هو دايما اقول لهم الاسترينجنت، عايز تعرف الاسترينجنت تيست ده اللي هو التيست بتاع التي اللي بيبقى فيه تانينز كتير فبيبقى فيه تاثير قابض كده بنقول عليه، هو ده الاسترينجنت ايه تيست تمام. ده نفس الديفينيشن اللي احنا شرحناه من شويه مفيش فيه اي اختلاف. خلاص تعالوا بقى نشوف بعد كده الايه بعد ما مش هنتكلم كتير على الميكروسكوبيكال كاركترز فيها ولا حاجه، ومجرد بس برضه تعرفوا بس شكلها كده الصوره بتاعتها تبقوا اتفرجتوا عليها. الحاجه الثانيه تعالوا بقى نشوف اهميتها ايه الاكتيف كونستيتوينتس والايه واليوزز بتاعتها. احنا اتفقنا ان الباسيفلورا ككيمستري هي فيها نوعين اساسيين من الكونستيتوينتس هم دول اللي عليهم الاختلاف. في اليوروبيان فارماكوبيا بتقول لي ان اهم حاجه موجوده عندي هي الفلافونويدز، اما الايجيبشن فارماكوبيا بتقول لي ان اهم حاجه عندي موجوده هي الالكالويدز. فاحنا هنتكلم على الاثنين هنا بما ان الاثنين في خلاف عليهم، زي ما قلت لكم معظم الريسيرش الجديد كله على الباسيفلورا بيقول ان الفلافونويدز هي اهم حاجه. بالنسبه للالكالويدز احنا عندنا الكالويد ثلاثه الكالويدز او يمكن اربعه موجودين مهمين جدا في الباسيفلورا اهم، احنا قلنا دايما هم كالكوليتد از هارمين، يبقى الهارمين ده هو اهم واحد اكوردنج للفارماكوبيا، الهارمين ده هو اهم واحد، ولكن هم كلهم بنقول ان هم عندهم حاجه اسمها هارمان سكيلتون. الكلمه دي هارمان سكيلتون، هو هارمان ده مركب تمام هو ده، ولكن بيكون عنده الهارمان سكيلتون بمعنى ايه؟ بمعنى ان الالكالويدز الثانيه بتبقى شبه الهارمان بالظبط، عندها نفس الاستراكشر بتاع الهارمان. بصوا على ده مثلا، ده الهارمين نفس الاستراكشر بالظبط هو تمام، عندي هنا الثري رينجز دول اللي هم وفيهم اثنين هيترو سايكل، واحده 5 ممبرد واحده 6 ممبرد، وبيبقى عندي ميثيل موجوده جنب الايه النيتروجين هنا. خلاص تمام، الفرق بقى ايه؟ ان انا ساعات بقوم ضايف على الهارمان ده اضيف ميثوكسي جروب في البنزين رينج دي فيبقى عندي حاجه اسمها هارمين، او بعد ما اضيف الميثوكسي جروب اقوم شايل الدبل بونز اللي موجوده هنا بعمل ساتوريشن للرينج دي فيبقى عندي حاجه اسمها هارمالين. طبعا مش انا اللي بعملها، ده النبات هو اللي بيعمل الكلام ده، وبالتالي هم كلهم عندهم الهارمان سكيلتون. فهمنا يعني ايه هارمان سكيلتون؟ يعني هم كلهم شبه الهارمان، هو الهارمان هو الاساس وبيحصل بس موديفيكيشنز بسيطه عليه، ادخل ميثوكسي هنا مثلا فيبقى عندي هارمين، او بعد ما ادخل الميثوكسي اشيل الدبل بونز اللي على البنزين رينج دي فيبقى عندي هارمالين. فانا طبعا اللي عايزك تعرفه هو اساميهم وتبقى عارف النيوكليوس بتاعتهم. الهارمان سكيلتون ده ساعات بيقولوا عليه الباسيفلورين سكيلتون عشان هو كاركترستيك قوي للباسيفلورا، فبيحطوا اي ان اي في اخر الباسيفلورا عشان تبقى معناها الكالويد، لان اتفقنا اي ان اي في اخر الكلمه معناها الكالويد، فيسموه باسيفلورين عشان يبينوا ان ده الكالويد كاركترستيك قوي للايه للباسيفلورا هيرب. خلاص طيب، المهم قوي نبقى فاهم ان السكيلتون ده، وخلينا نعلم عليه الرينج دي كده اللي هي فيها النيتروجين بالرينج اللي في النص اللي فيها النيتروجين بالبنزين رينج، الجزء ده كده كله لغايه هنا كده من غير المثل، ده بقول عليه له اسم مميز قوي بسميه بيتا، خليني اكتبها لكم عشان يمكن مش موجوده في الكتاب، بيتا كاربولين تمام. يبقى دي مهم قوي ان احنا برضو نبقى عارفينها، البيتا كاربولين نيوكليوس
البيتا كربونين نيوكليس دي يعني هي دي النيوكليس اللي مكونه للنوعيه دي من الالكالويدز، زي ما كده اخدنا في الافيدرا قلت لكم مثلا احنا عندنا في نايل الكايل امين نيوكليس، لما جيت اتكلمنا في مثلا ايه تاني اخدنا ايه تاني يعني دي تقريبا الحاجات اللي اخدناها النهارده، الفينايل الكايل امين، لما جينا اتكلمنا في اللوبيليا قلنا اللوبيلين بيبريدين نيوكليس. فهنا برضو بقول لكم ان الهرمان ده عباره عن اساسا بيتا كربونين نيوكليس، اللي هم الثلاثه رينجز دول، ثلاثه رينجز دول، واحده بنزين، واحده 5 ممبرد فيها نيتروجين، واحده 6 ممبرد فيها نيتروجين، دي بنسميها بيتا كربونين نيوكليس. خلاص، يبقى عشان نلخص النقطه دي، الالكالويدز اللي عندي جوه الباسيفلورا كلهم بيكون عندهم حاجه اسمها الهرمان سكيلتون. يعني ايه هرمان سكيلتون؟ يعني شبه قوي الاستراكشر بتاع الهرمان، هم ديريفاتيفز منه. والهرمان ده ساعات بنسميه باسيفلورين عشان هو كاركترستيك جدا للباسيفلورا. الموديفيكيشنز اللي ممكن تتعمل ان انا ادخل ميثوكسي جروب على البنزين رينج فيبقى عندي حاجه اسمها هرمين، وهو ده اهم الكالويد فيهم اكوردنج للايجيبشن فارماكوبيا. وعندي الكالويد تاني اسمه هرمالين، مجرد بس ان عملنا ساتوريشن في البايريدين رينج دي. خلاص كده، ده بالنسبه للايه للجزء ده. المجموعه الثانيه اللي عندي طبعا في واحد اخير اسمه الهرمالول، مش مهم قوي نعرفه. نيجي بعد كده للمجموعه الثانيه اللي هو الفلافونويدز. الفلافونويدز اكوردنج للاوروبيان فارماكوبيا هي افضل حاجه وهي المسؤوله عن الثيرابيوتيك افكت، وبنتكلم على نسبه ممكن توصل ل 2.5% من الكونستيتوينتس بتاعه النبات، واتفقنا ان ممكن يكون في تريسز برضو من الفولاتايل اويل وبعض الحاجات التانية. طيب الفلافونويدز اللي موجوده اهمها اكوردنج للاوروبيان فارماكوبيا مركب اسمه الفيتاكسين. انا ما حبيتش بقى ايه اجيب ستراكشرز للفلافونويدز، كفايه عليكم قوي تعرفوا بس الهرمان سكيلتون ويعني ايه بيتا كربونين والكلام ده. الفيتاكسين طبعا الاستراكشرز مش حفظ يا شباب، الاستراكشرز مش حفظ، ولكن مهم قوي تبقى عارف الكونستيتوينتس اللي عندك وتقدر تتعرف على النيوكليس. يعني انا ممكن اجيب لك الاستراكشر وتتعرف على النيوكليس بتاعته، احنا اتفقنا يعني ايه بيتا كربونين تبقى عارفها، يعني ايه بيبريدين تبقى عارف الرينج دي يعني ايه. ممكن اجيب لك برضو اللي هو الفينايل الكايلامين تبقى عارف يعني ايه فينايل الكايلامين النيوكليس نفسها. تمام. طيب النقطة الأخيرة، إنما مش مهم تتعرف على المركب تقولي ده إفيدرين أو ده سودو إفيدرين أو كده، لا، إنما تتعرف على الأقل على النيوكليس، تقدر تعرف النيوكليس دي موجودة في أنهي هيرب. تمام. عندنا الفلافونويدز اللي عندنا بنتكلم على الفيتاكسين، بنتكلم على الأيزوفيتاكسين، وطبعا عمري ما هقول لك تعالى ارسمها برضه عشان ما تقلقوش، هي بتبقى قدامك وأنت تتعرف عليها. طيب عندنا مجموعة كبيرة بقى زي الايزوفيتاكسين مع قلت لكم اهمهم هو الفيتاكسين ده، ولكن انا ستيل عندي برضو الايزوفيتاكسين، الاورينتين، الايزو اورينتين، الابيجانين، اللوتيولين، دول مشهورين قوي في كتير من النباتات، وهم والكورسيتين طبعا والكامفيرول. الاربعة الاخرين دول مش كاركترستيك قوي للباسيفلورا، ولكن الفيتاكسين والايزوفيتاكسين من الحاجات اللي بتبقى موجودة في هيربز كتيرة، ولكن بتبقى يونيك قوي برضو للايه يعني موجودة في الباسيفلورا بنسبة كبيرة. تمام. والاورينتين والايزو اورينتين. خلاص، ده بالنسبه تقريبا للكيمستري بتاعه الايه الباسيفلورا. تعالوا بقى نتكلم شويه على الاكشنز واليوزز بتاعتها. دلوقتي يا شباب هنبتدي مع بعض نتكلم على الاكشنز بتاعه الباسيفلورا، ونتيجه الاكشنز دي اكيد هيكون في انديكيشنز معينه اللي احنا قلنا بنقول عليها مجازا اليوزز او استخدامات ليها. يمكن الباسيفلورا من الحاجات اللي الاكشن بتاعها والابروفد اكشن بتاعها مميز قوي ومختلف شويه عن بقيه الهيربز اللي اتكلمنا عليها قبل كده. احنا بنقول ان ليها حاجه اسمها مايلد سيداتيف افكت، وكلمه سيداتيف دي ناس كتيره بتترجمها انها منوم او بتفتكر ان دي معناها منوم، لا طبعا، سيداتيف معناها مهدئ، فده فرق كبير قوي بين الاثنين. الدوزز العاليه من السيداتيفز هي اللي تعمل التاثير المنوم، فاهمين قصدي؟ انما الدوزز القليله مجرد انها بتهدي، تهدي دي بنقول ان ليها سي ان اس ديبريسنت افكت، وده يمكن عكس الافكت اللي اخدناه من شويه في الافيدرين. احنا كنا بنقول في الافيدرين ان عنده حاجه اسمها سي ان اس ستيمولنت افكت، وقلنا ان ده ممكن يعمل لنا مشكله في حته الديبندنس والكلام ده، وبس في نفس الوقت بيبقى في ميس يوز ليه، ان ممكن استخدمه في حته الاثليتس بيرفورمانس ويتحسن والحكايه دي اتكلمنا عليها. هنا بقى بنقول ان لا، انا عندي اكشن مهم قوي اللي هو السيداتيف افكت، وده بيبقى نتيجه ديبريشن بيحصل السي ان اس، يعني بتهدي السي ان اس او السنترال نيرفس سيستم، والافكت ده بستغله استخدام طبي في ان انا اعمل ايه. مين الحالات تفتكر كده ايه البيشنتس اللي ممكن يكونوا محتاجين السيديشن او محتاجين السيداتيف افكت او التهدئه دي؟ غالبا هيكونوا بيشنتس عندهم مشاكل نيرفس. يعني ايه نيرفس؟ يعني مشاكل عصبيه، وبالتالي مثلا ممكن تلاقي بيشنت ما بينامش خالص من كتر القلق، من كتر الاضطراب، من كتر الاسترس، كل دي حاجات نيرفس. نيرفس اوريجين يعني ايه نيرفس اوريجين؟ يعني اساسها او السبب فيها عصبي او نفسي وليس عضوي. خلاص كده، يعني هو مش مثلا مش بينام عشان عنده مثلا كانسر لا قدر الله، فعنده بين من الكانسر ما بينيموش، لا، هو مش بينام لان هو عنده حاجه عضويه، nervous origin، زي ما شرحت كده، ممكن يكون عنده قلق، عنده توتر، عنده ارق،
كل الحاجات دي كيسز ايه، مش عارف ينام كويس، كل الحاجات دي تعتبر تنفع فيها حته الباسيف فلورا انها تهديه فيبتدي ينام، انما هي مش بتنيمه، لا هي بتعمل المايلد سيداتيف ايه افكت. عشان كده بنقول ان دايما بتنفع في حالات مهمه قوي اسمها نيرفس ريستلسنس. نيرفس ريستلسنس يعني معناها ان في قلق او ارق متعلق بالنيرفس اوريجين. عشان كده دايما بتقول الكيسز بتاعتها اللي هي الانكزايتي، انكزايتي اللي هو القلق، تمام، والحاجه الثانيه اللي هي الانسومنيا اللي هو الارق، اللي هو عدم النوم او ان انت مش قادر تنام برضو، وده بيكون بنيرفس ايه اوريجين. خلاص كده، فيبقى كلمة سيداتيف مش معناها ان هو بينديوس السليب او بيخليك تنام، لا خالص، هو معناه زي ما قلت لكم عملية التهدئة دي او السي ان اس ديبريسنت افكت، فده بيساعد على النوم، بيساعدك على ان يحصل ايه عملية النوم. طيب النقطة التانية برضو ان ده ممكن يكون له تأثير حلو قوي لما بعض الناس بيجي لها من نتيجة الاسترس او القلق او الضغط او الكلام ده كله، بيبتدي يجي لها مشاكل في الجي اي تي، ودي بنشوفها كتير، ان يجي بيشنت يشتكي انه عنده مشكله في الجي اي تي، ما بي اول ممكن يكون عنده فقدان شهيه، ده حاجه، بس الاكتر بيكون حاجات متعلقه بالسبازم، تقلصات، حاجات بالشكل ده، فلاتيولنس، ديسبيبسيا اللي هي بنقول عليها سوء عسر هضم، حاجات بالشكل ده، وبيكون سببها مش عضوي، سبب مش مشكله في الجي اي تي خالص، هي سببها ان هو عنده مشكله نيرفس، بنقول عليها اوف نيرفس اوريجين، يعني قلقان او عنده ستريس شديد شويه، فده مأثر على الجهاز العصبي بتاعه، فتأثيره على الجهاز العصبي ده هو اللي عمل عنده مشكله في الجي اي تي او في الجاسترو او عمل له الجاسترو انتستاينال ابسيت. ففي الحاله دي ممكن تدي برضو الباسيفلورا وتدي معاك افكت كويس، انما لو بيشنت عنده انتستاينال كوليكس نتيجه مشاكل في القولون مثلا، ان القولون بتاعه عنده فيه مشكله، او نتيجه ان او عنده مثلا هايبر اسيديتي مثلا عاليه عامله له مشاكل كبيره في الهضم وغيره وقرح وكده، الحاجات دي عمرها ما عمر ما الباسيفلورا تنفع فيها، تمام. يبقى الباسيفلورا بتشتغل على الجاسترو انتستاينال ابسيت اللي هو اوف نيرفس اوريجين، وفهمنا يعني ايه كلمه نيرفس اوريجين دي، تمام. وبالتالي يبقى المايلد سيداتيف افكت ده اكتر حاجتين هينفع فيهم هم الانكزايتي والانسومنيا اللي هي حاجات متعلقه كلها بالسنترال نيرفس سيستم، او حاجات الجي اي تي اللي برضو سببها السنتر نيرفس سيستم. عشان كده بنقول ليها انتي سبازموديك، بس هو الحقيقه هو مش انتي سبازموديك تاثيره عضوي كده على الجي اي تي، لا هو نتيجه برضو المايلد سيداتيف افكت اللي بينفع معايا قوي لما بيكون سبب الجي اي تي ابسيت او السبازم اللي في الجي اي تي سببه ايه نيرفس اوريجين. خلاص، الحاجه الاخيره ودي يمكن استخدام قليل شويه، ان هو ريليفنج السيمبتومز ريليتد تو ذا ناركوتيك دراج ويذدرول. وقلنا اتفقنا قبل كده ان احنا عندنا مجموعه من دراجز اسمها الناركوتكس، معرفش اخدتوها قبل كده ولا لا، دي مجموعه من الحاجات اللي هي بتعمل ابيوز شويه، وبالتالي بتعمل ادكشن، وبالتالي برضو لما بتيجي تتوقفها بتبدا يحصل عمليه الويذدرول او الانسحاب، اعراضه بقى كتيره جدا، من ضمنها الانسومنيا، ومن ضمنها الانكزايتي، ومن ضمنها حاجات كتير جدا، ومن ضمنها احيانا بيبقى نوزيا وفوميتنج ودايريا، يعني جي اي تي ابسيت. فبالتالي الاسباب الحاجات دي كلها ايه، ان حصل ناركوتيك دراج ويذدرول، والناركوتيك اصلا دراجز بتشتغل على السي ان اس، وبالتالي يبقى انا لما يبقى انا كده ممكن اعالج بعض السيمتومز اللي متعلقه بالناركوتيك دراج ويذدرول، لو انا قدرت ادي حاجه تهدي السي ان اس ده اللي هو سي ان اس ديبريسنت من خلال المايلد سيداتيف افكت بتاعه اللي هو الباسيفلورا. فهمنا؟ يبقى هي دي النقطه الايه، او دول الاكشنز الاساسيه، عرفنا الهدف من كل الاستخدامات او الانديكيشنز دي هي كلمه مايلد سيداتيف افكت، ان هو ليها مايلد سيداتيف ايه اكشن. طيب ايه البريباريشنز اللي موجوده عندنا في السوق؟ عندنا حاجات كتير جدا، من ضمنها مثلا ان انا بجيب الدرويد اريال بورتس اللي اتكلمنا عليها بتاعت الباسيفلورا، وابتدي ان انا اعمل لها دراينج وباودرنج، فتبقى باودر واصرفها كباودر، او ان انا ابتدي اعبيها في كبسولات، ده برضو حل تاني، او ان انا اديها كاكستراكت، يعني اعملها اكستراكشن بميه وابتدي ان انا اديها في صوره اكستراكت، بنقول عليه فلويد اكستراكت احيانا، تمام، او بقول او ممكن بقى اكستراكتس بانواع تانية، مش شرط يكون ووتر، بس اشهر حاجه هي الفلويد اكستراكت ان ووتر، او التينكتشرز، والتينكتشرز شرحناها قبل كده ان بتكون دايما في ايه، في الكول، اللي بنقول عليها بالعربي الصبغات. خلاص، يبقى في حاجات كتيره جدا، ودي كلها صور اهي موجوده قدامنا للبريباريشنز المختلفه اللي ممكن تكون موجوده، بستخدم الاكستراكت از كبسول هنا مثلا، هنا مثلا ده اعتقد ده نيزل ده تينكتشر بالظبط كده، يعني في حاجات كتيره جدا، صور كتيره جدا انت ممكن ايه تشوفها للشغل ده، وهتلاقي بعض الادويه كمان مكتوب مثلا كلمه باسيفلورين اللي هو فاكرينه، اللي هو احد الايه الالكالويد، زي هنا ده مشهور قوي الباسيفلورين، مكتوب باسم الالكالويد اللي موجود في الباسيفلورا، فممكن مش شرط ان انت تلاقي الباسيفلورا على بعضها، ممكن تلاقي الالكالويد منها هو اللي شغال معاك في الشغل بتاعك. خلاص، ولكن اغلبيه البريباريشنز بتكون ايه، بتكون الباسيفلورا على بعضها.
خلاص كده واضحه، اللي هو الهيرب يعني. هتقولي طب ما احنا كده معناها ان الباسيفلورين له افكت، ممكن جدا يكون له افكت، زي ما اقول لكم الموضوع فيه اختلافات كبيره، ولكن كتير جدا من الريسيرش ستادز بتقول ان الفلافونويدز هي فعلا المسؤوله عن الافكت، فاهمين قصدي؟ فبالتالي دايما هنتكلم ان احنا لسه لغايه دلوقتي مش متاكدين 100% ايه اللي بيعمل المايلد سيداتيف اكشن ده اكتر، وهل هو مركب واحد ولا مجموعه من المركبات، يعني هل هو الهارمين بس ولا هل هو الفيتاكسين بس، ولا هو مجموعه المركبات دي كلها على بعضها هي اللي بتشتغل الشغل ده. خلاص، المهم نبقى عارفين مبدئيا الاكشن ايه، ونبقى عارفين بيستخدم الاستخدامات بتاعته ايه، وصور الدوسج طبعا فورمز اللي ممكن تكون موجوده. خلاص، تعالوا برضو نتكلم على بعض الكونترا انديكيشنز ودراج انتر اكشنز والكلام ده في السلايد اللي جاي. برضو قبل ما انسى، عشان انا الحته دي جت من ضمن الاستخدامات بتاعته المشهوره قوي في حته، ويمكن ده كدايتري سبلمنت بيتعطى، ان هو بيسبورت الهيلث ليبيدو ان مان اند وومن، اللي هي فكره الايه السكشوال ديزاير والكلام ده بتبقى موجوده، ممكن برضو بيبقى ليها دور في الجزء ده من خلال استخدام برضو بعض، عشان كده سموه حتى الباشن فلاور، فهو من ضمن استخداماته في الحكايه دي. ولكن زي ما قلت لكم اهم استخدامات ليه هو الجزء اللي انا قلت لكم عليه ده، فكره المايل سيداتيف افكت والاستخدامات بتاعته المتعلقه بالجي اي تي ابست اللي هو اوف نيرفس ايه اوريجين. يبقى دي الابروفد اكشنز. ممكن تلاقي بعض الاكشنز الثانيه اللي هي المس يوزز كده، او مش مس يوزز قوي ولكنها ايه ملهاش لسه اثبات علمي كامل، يعني مش قادرين نثبتها، ما عندناش كومبليت ايفيدنس عليها، فاهمين قصدي؟ بس كده تعالوا بقى نشوف الكونترا انديكيشنز. يمكن انا برضو ما كنتش كلمتكم قوي على حته ان الناركوتيك دراج ويذدرول دي، انا قلت لكم ان هي مجموعه من الناركوتيك، بس يمكن ما اديتكمش امثله. فالناركوتيك دي مثلا زي المورفين، زي عارفين اكيد المورفين والهيروين، الحاجات دي كلها ناركوتكس، تمام. فطبعا الويذدرول بتاعها بتعمل ادكشن رهيب يعني، والويذدرول بتاعها بيعمل سيفير ويذدرول سيمتومز رهيبه، يعني ممكن احيانا البيشنت يموت بسبب الويذدرول سيمتومز اصلا من كتر صعوبتها وقوتها. فعشان كده بيبقى من الباسيفلورا من الحاجات اللي ممكن تتعاطف حاجه زي كده، انها تهدي شويه الايه الاعراض اللي بالذات المتعلقه بالسنترال نيرفس سيستم، وبالتالي تقلل شويه من حده الاعراض دي او من السيفيريتي بتاعتها، مش بتعالج هي، بتقلل بس السيفيريتي بتاعت الاعراض. فانا بس حسيت ان انا ما وضحتش قوي النقطه دي، فايه فقلت ازود الحته دي هنا في السلايد دي. الحاجه الثانيه المهمه قوي هنا، بنتكلم على حاجتين مهمين قوي ناخد بالنا منهم، بعض السبيسيفيك بوبوليشن اللي هي دايما بنقول عليها كلمه كونترا انديكيشنز، موانع الاستعمال. فاحنا عندنا تجارب بتاكد لنا ان الباسيفلورا دي من الحاجات اللي بتعمل استيميوليشن لليوتراين كونتراكشنز، الكونتراكشنز بتاعت الرحم في الانيمالز، وبالتالي طالما حاجه بتعمل كده يبقى ما ينفعش ابدا تتعاطى خلال البريجنسي، عشان كده هي كونترا انديكيتد ديورينج ذا بريجنسي. واحنا قلنا ان الجمله دي كده هي الديفولت بتاعنا في كل الناتشورال برودكتس تقريبا، تمام، الا باستثناءات، يعني في استثناءات هقول لك لا البرودكت ده سيف او الهرب ده سيف في حاله البريجنسي، انما الاغلبيه بتكون كونترا انديكيتد ديورينج البريجنسي، يا اما نقص الداتا اللي عندنا ما عندناش داتا كافيه عليها، يا اما لان احنا فعلا متاكدين زي هنا كده انها بتعمل استيميوليشن لليوتراين contractions in ايه in animal models. طيب النقطة الثانية، عندنا بعض السايد افكتس لازم ناخد بالنا منها. أول حاجة لازم ناخد بالنا إن المايلد سيداتيف افكت اللي بيحصل هنا ده بيعمل دراوزنس، يعني بيعمل نوع من أنواع الدوخة شوية، عشان كده احنا قلنا هو ما بينيمش، ما هو مش بيعمل تأثير، مش بيعملوش تأثير منوم، ولكن هو ممكن يعمل الدوخة دي، فالدوخة دي أو السيداتيف افكت ده يبتدي يخلي البيشنت عايز ينام. وبالتالي لازم ناخد بالنا كويس قوي ان اللارج دوزز في الحاله دي ممكن تخلي البيشنت ما يقدرش مثلا ان هو يسوق، لان هيبقى محتاج تركيز اكتر، ما يقدرش ان هو مثلا يشغل ماشينري او اي حاجه فيها تركيز او كده، ممكن يحصل امبيرمنت للموضوع ده. فناخد بالنا لان الريكومنديشنز في الحكايه دي ان البيشنت طالما هياخد الباسيفلورا يبقى يفضل قبل النوم على طول، بحيث ان هو ما يكونش هيعمل اي وظائف او اي شغل او اي حاجه، تمام، بسبب موضوع السيداتيف افكت ده اللي ممكن يعمل دراوزنس زي ما شرحنا. قلنا دراوزنس يعني دوخه. الحاجه الاخيره في النقطه دي اللي عايزين نتكلم عليها اللي هي الجزء بتاع الدراج انتراكشنز، واحنا كنا شرحنا حته الدراج انتراكشنز دي، ان فكره ان ممكن يبقى البيشنت اصلا ماشي على ادويه تانية ويبتدي ياخد الهرب بتاعنا، زي ما شرحنا كده في الافيدرين مثلا، عندنا لسته طويله من الدراجز اللي ما ينفعش تاخد الافيدرين معاها زي ما شرحنا في السلايدز اللي قبل كده. فهنا نفس الفكره، الباسيفلورا ممكن جدا ناخد بالنا منها في الحاجات اللي زيها. يعني ايه الحاجات اللي زيها؟ يعني لو بيشنت عندنا ماشي اصلا على سي ان اس ديبريسنس، حاجات بتعمله ديبريشن للسنترال نيرفس سيستم، تمام، زي مثلا عندنا حاجه مشهوره قوي اللي هي البنزو دايزيبينز والباربيتوريتس، دي من الحاجات اللي بتستخدم اصلا كمهدئات، البنزو دايزيبينز والباربيتوريتس بتستخدم اصلا كمنوم،
تمام، وبالتالي الحاجات دي كلها بتعمل ديبريشن للسي ان اس. الالكولز معروفه انها بتعمل ديبريشن للسي ان اس، الناس اللي بتشرب خمور وحاجات كده دي بتبقى بيحصل ديبريشن للسي ان اس بسبب الالكول. فبالتالي الحاجات دي عموما بتعمل الافكت بتاع الباسيفلورا بس بدرجه اكبر، تمام. احنا قلنا ان الباسيفلورا عندها سي ان اس ديبريسنت افكت ولكنه مايلد خفيف، وبالتالي لو انت اخدت الباسيفلورا دي مع الحاجات دي مع الباربيتوريتس مع البنزودايزيبينز هيبدا يحصل حاجه اسمها اديتيف افكت. كلمه اديتيف افكت يعني تاثير ايه؟ تعاضدي. يعني ايه تعاضدي؟ يعني بيعضدوا بعض او بيساعدوا بعض. فبدل ما السي ان اس ديبريشن يبقى خفيف، لا هيبقى سيفير سي ان اس ديبريشن، فيبتدي يحصل للبيشنتس اعراض ممكن ما يبقاش احنا عايزينها. بدل ما يبقى دراوزنس خفيف يبقى دراوزنس شديد قوي، تمام. يبتدي البيشنت ممكن يغمى عليه مثلا، حاجات بالشكل ده، وبالتالي الاديتيف افكت ده احنا مش عايزينه خلاص. عشان كده الافضل ان يفضل ان احنا نبعد خالص عن الاستخدامات بتاعه الباسيفلورا مع لو البيشنت اصلا بياخد بنزودايزيبينز او بياخد باربيتوريتس خلاص. وخلي بالكو حتى لو هياخد باسيفلورا معاها يبقى الدوزز بتاعتها تبقى صغيره، ما تبقاش لارج دوزز، لان كده هيحصل سيفير سي ان اس ديبريشن خلاص. وحتى الدراوزنس ده في الجرعات الصغيره ما بيبقاش واضح قوي، الجرعات الكبيره هي اللي بيبتدي يظهر فيها موضوع الايه الدراوزنس بشكل كبير خلاص. تمام، تقريبا كده انا خلصت الباسيفلورا، فاضل لي بس جزء صغير جدا عايز اتكلم عليه موجود عندكم في الكتاب انا مش كاتبه هنا، اللي هو تيست فور بيوريتي. التست فور بيوريتي ده عاده بنعمله لكل النباتات تقريبا، ان احنا مش بس بنتاكد زي ما شرحت في اول محاضره انها اوثنتيك، يعني انها فلان الفلاني، انها مثلا الباسيفلورا انكارناتا مثلا، تمام. انما لا، انا عايز اتاكد كمان من انها مش معهاش اي نباتات تانية، يعني معهاش ادلترنس. ادلترنس يعني حاجات تانية محطوطه بهدف الغش. فالباسيفلورا من الامثله الواضحه قوي على وجود بعض النباتات التانية اللي بنقول عليها كلوزلي ريليتد سبيشيز، يعني من نفس الجينس، يعني هي من النبات التاني ده اللي هو الادلترنت او اللي هغش بيه هيكون برضه باسيفلورا، ولكنه باسيفلورا مهمه قوي اسمها باسيفلورا كويرولا. كويرولا خليني اكتبها سي او اي، تمام، وبعدين ار، هي اسمها صعب شويه، كويرولا، تمام. الكويرولا الباسيفلورا كويرولا دي من الحاجات اللي بتبقى ادلترنس مهمه جدا للايه للباسيفلورا انكارناتا بتاعتنا خلاص، واضح. فعشان كده لازم ناخد بالنا منها، ودي بتظهر بسهوله قوي ان لما بيجي لك المصنع الباتش بتاعت الباسيفلورا فانت عايز تشوف البيوريتي بتاعتها، فبتبص عليها المفروض ان ما يكونش فيها اي حاجه لونها ازرق، يعني الباودر بتاعتها بتبقى لونها جرين والفلاور نفسها لونها بيربل، فما بتلاقيش لون ازرق خالص في الموضوع. اول ما بتبتدي تشوف بلو فراجمنتس، البلو فراجمنتس دي بتبقى موجوده دايما فين؟ في الباسيفلورا كويرولا دي، فبتعرف على طول ان انت عندك ادلتريشن بيها، يعني اتغشت بيه كلوزلي ريليتد سبيشيز. ولكن الباسيفلورا كويرولا دي ما عندهاش بقى ولا فلافونويدز بنسبه عاليه ولا الكالويدز بنسبه ايه عاليه، فبالتالي ما بقاش ليها قيمه وبتتحط بس بسبب الايه الغش. فناخد بالنا منها، وكاتبها لكم في الكتاب عندكم، فناخد بس بالنا منها ان احنا ازاي بنعرفها، ان المفروض ان الباسيفلورا بتاعتنا اللي هي الميديسينال اللي ليها الميديسينال فاليو ما يكونش فيها اي بلو كولورد ايه فراجمنتس. وجود البلو فراجمنتس دي معناها على طول ان احنا عندنا الباسيفلورا كويرولا، تمام كده. فاضل لنا كده في المحاضره النهارده الفينكا، هنتكلم عليها بسرعه مش تاخد وقت كبير، ويبقى كده خلصنا ان شاء الله المحاضره بتاعتنا على خير. انتوا عندكم في الكتاب في السولانيسي، هنفوت السولانيسي لان السولانيسيا سيربس كده كده هنتكلم عليها في اخر محاضره بالنسبه لي، وبعدين هنبتدي نتكلم على الايه نتكلم على الفينكا النهارده باذن الله. اخر دراج معانا النهارده من الميديسينال هيربز اللي هي كونتيننج الكالويدز اسمه الفينكا، او برضو من احد السينونيمز بتاعته بنسميه البيريوينكل، يبقى الفينكا او البيريوينكل. تعالوا نشوف الفينكا او البيريوينكل دي عباره عن ايه، ودي من اهم الهيربز اللي ممكن ان احنا ندرسها يمكن الترم ده، وهنفهم دلوقتي اهميتها في ايه. طيب بالنسبه للفينكا يا شباب او البريوينكل، هي احد برضو الامثله على الانجيوسبيرمز. يبقى احنا زي ما اتفقنا ان معظم الحاجات اللي درسناها لغايه دلوقتي هي انجيوسبيرمز من مغطاه البذور زي ما بنقول، او اللي هي بتبقى السيدز بتاعتها انكلوزد وذن فروتس. الفينكا ده اسم الجينس، تمام، فاللي هو اسم الجينس هنا هو مسمين بيه اسم النبات، ولكنه مش انديكيشن على انهي سبيشيز احنا بنستخدمها، تمام. فاحنا عندنا 3 سبيشيز والثلاثه بنستخدمهم في الميديسن، تمام. عندنا اول نوع اسمه الجريتير بريوينكل، تمام، او ساعات بنسميه الفينكا ميجر، تمام. النوع الثاني بنسميه الماينر، او بنخليها خلينا نقولها بشكل اخر اللاسر او الكومن بريوينكل، وده بنسميه الفينكا ماينر، تمام. طبعا الفينكا ميجر هنا هو ده الجينس والسبيشيز، الفينكا ماينور هنا برضو ده الجينس وده السبيشيز، فاهمين قصدي؟ ولكن دي اسامي تانية، دي السينونيمز بتاعته. فبنقول ان عندي جريتير بريوينكل، يبقى تبقى عارف ان دي على طول الجينس فينكا والسبيشيز هتبقى ميجر.
اللاسر او الكومن بريوينكل دي الجينس هتبقى فينكا برضو، بس السبيشيز هتكون ايه ماينور. والنوع الثالث بنقول عليه اسمه الماجاسكر، الماجاسكر بريوينكل، او ساعات بنسميه ساعات الكاب بريوينكل، او ساعات بنقول عليه الاولد ميد. وده بيبقى الجينس بتاعه فينكا والسبيشيز بتكون روزيا، وبرضو من اسمائه ساعات بنقول الكاثرانثس روزيس. تمام، كل دي اسامي للنبات ده، وهتلاقي كل الاسامي دي عندكم في الكتاب. خلاص كده، طيب يبقى كده عرفنا الاول ايه هي السبيشيز بتاعتنا، وعرفنا الايه الاسامي او السانونيمز التانية بتاعتها. طبعا هتلاحظوا ان الازهار بتاعتهم قريبه من بعض، لان هم كلوزلي ريليتد سبيشيز لبعض. النباتات دي بنقول عليها انها بيرينيال هيرب، تمام، وبتكون هايلي برانشد، هايلي برانشد، والفاميلي بتاعتها بتكون ابو ساينيسي. تمام كده. طيب لو جينا بصينا برضو على النقطة التانية اللي هي الاستخدامات او الفولك ميديسنز بتاعتنا او الفولك يوزز، النباتات دي بتستخدم من زمان جدا، تمام، عشان كده ليها فولك يوزز كتيرة قوي. وهتلاحظوا بقى حاجة هنا، ان الفينكا الفولك يوزز بتاعتها مختلفة تماما عن استخداماتها دلوقتي، يعني مختلف عن شغل مثلا البيبرمنت اللي اتكلمنا عليه او الافيدرا او اللوبيليا او كده. لا، هنا الفولك يوزز مختلفة خالص عن اللي احنا بنستخدم النباتات دي عشانه دلوقتي. طبعا النباتات دي من اهم، هطلع منها حاجه زي ما هنشوف دلوقتي، من اهم الادويه اللي عندنا في الماركت، وهنتكلم عليها وعلى اهميتها، بنقول عليها لايف سيفنج، يعني بتنقذ حياه الايه الانسان. طيب مبدئيا استخداماتها القديمه كانت استخدامات فيري سيمبل، الفولك يوزز بتاعتها لما نيجي نتكلم مثلا على الفينكا ميجر، فبنقول ان كانت استخداماتها دايما في حاجه اسمها المينوريجيا. المينوريجيا ده اللي هو الاكسسيف بليدنج اللي بيحصل خلال للوومن during المنستريشن، في بعض السيدات في وقت المنستريشن بيبقى فيه excessive bleeding جامد جدا، فممكن ان هو يأثر على اللايف بتاعت الوومن. عشان كده بنفضل دايما ان احنا نقلل المنستريشن، فكنا بنستخدم الجريتير بريوينكل ده في الحاجات دي، ان هو يقلل شويه البليدنج اللي بيحصل وقت الايه المنستريشن. وكانت بتستخدم topically برضو as an application كده في علاج الهيمورويدز او البواسير. تمام كده، انما كل الاستخدامات دي دلوقتي بقت نادره جدا، يعني ما بقاش في الاستخدامات دي دلوقتي خالص. هنشوف بقى الاستخدامات بتاعتها دلوقتي بقت ايه. الحاجه الثانيه برضو اللاسر او الكومن بريوينكل اللي هو الفينكا ماينور، ده برضو من الحاجات اللي هي كان بيستخدم في علاج في الهيموريدجز، الوقف النزيف وكده، كان بيتحط في صوره صبغات تنكتشر ويبتدي نستخدمه في موضوع النزيف ده. الماجاسكر بريوينكل يعني قريب شويه من استخدامات الفينكا ميجر في حته المينستريشن او المينوريجيا، هنا بقى في الهيموريدج عموما. الفينكا ماينور بيشتغل في الهيموريدج عموما او في انواع النزيف عموما. الماجاسكر بريوينكل او الفينكا روزيا زي ما شرحنا، اللي هي الاولد ميد او الكاثرانثس روزيس او الكيب بريوينكل، انا عمال اقول الاسامي تاني عشان تبقوا عارفينها. كل الاسامي دي نفس الحاجه اللي هي الفينكا روزيا دي، كانت استخداماتها في الفولك ميديسن في الديزنتري، كانت بتعالج الديزنتري. طبعا عارفين كلنا الديزنتري اللي هي بتبقى غالبا نتيجه نوع من انواع الاميبا، بتعمل اكسسيف طبعا دايريا رهيبه جدا، فالاكسسيف ديزنتري. والمنسترال ديزوردرز برضو نفس فكره المنستويشن اللي شرحناها من شويه في المينوريجيا في الفينكا ميجر، وكانت برضو بتتعاطى في الدايبيتس، من اكتر استخداماتها كانت في الدايبيتس في علاج السكر. والتوث ايكس برضو كانت بتتعاطى احيانا، بتحط توبيكالي كده على الايه في مكان الالم بتاع الاسنان. خلاص، يبقى دي كلها استخدامات ايه فولك يوزز، استخدامات قديمه ولا استخدام منهم موجود دلوقتي. تمام، تعالوا بقى نشوف الفينكا دي فيها ايه دلوقتي، او ايه المواد اللي احنا اتعرفنا عليها موجوده جوه النباتات دي، واستخداماتها بقت ايه في الفتره الحاليه. خلاص تمام، مش هنتكلم قوي على المورفولوجيكال كاركترز، ولكن هتلاحظوا ان شكل الفلاور نفسه مختلف شويه ما بين السبيشيز، الالوان بتبقى قريبه قوي، ولكن شكل الفلاور البيتلز نفسها شكلها بيكون مختلف عن بعض، فبنقدر نميز قوي السبيشيز دي من بعض عن طريق شكل الفلاور بتاعتها. اول سبيشيز من الفينكا انا حابب اتكلم عليها هي اللاسر او الكومن بريوينكل، تمام، يعني طبعا مميزه قوي بالبيربل او الفايلت كولر بتاع البيتلز بتاعت الفلاورز بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. اللاسر او كومن بريوينكل دي احنا كنا شفنا استخداماتها في الفولك ميديسن، تمام، حاجات متعلقه كلها بالهيموريدج، تمام، والنزيف والكلام ده. لما تيجي بقى تشوف استخداماتها في الوقت الحالي هتلاقي تستغرب جدا، هتلاقي ان الاستخدام بتاعها مينلي هو عباره عن استخدام للالكالويد اللي موجود فيها. احنا اتفقنا ان الفينكا احد الامثله على الهيربز اللي هي كونتيننج الكالويدز. الفينكا ماينور مميزه قوي، اللي هي اللاسر او الكومن بريوينكل دي مميزه قوي، ان عندها الكالويد مهم قوي اسمه الفينكامين، هو ده اهم الكالويد موجود،
مميز ويونيك جدا للسبيشيز دي. يعني السبيشيز دي موجود فيها الفينكامين مش موجود في السبيشيز التانية اللي هي الفينكا ميجر او الفينكا روزيا. الفينكامين مهمته ايه بقى؟ هتستغربوا جدا، الفينكامين ده موجود في دواء مشهور جدا في السوق المصري اسمه الاوكسبرال، اكيد سمعتوا عنه. موجود منه انجكشنز وموجود منه كبسولات، واكيد اي حد عندنا في البيت من الكبار السن هتلاقيه بيشتغل او بياخد الدواء ده، تمام. في منه كمان جزء بيبقى سستيند ريليز، يعني بياخد، بتقدر تاخد جرعات يعني بتقعد فترة اطول من المعتاد من الجرعات الطبيعية اللي هنا، تمام. فبيقول عليه اس ار، اوكسيبرال اس ار يعني سستيند ريليز، يعني ممكن تاخد الجرعه وتستنى عليها فتره اطول شويه. هنا الفريكوانسي بتاعت الدوزنج بتكون اكتر شويه في حته الاوكسيبرال العادي، تمام. طبعا الفكره ان ده كله عباره عن الفينكامين الكالويد، فده ما حدش يتخيل ان ده اصلا دواء ناتشرال خالص، هو الالكالويد اللي طلع من الايه، من الفينكا ماينر او اللاسر او الكومن بريوينكل، وده دوره جميل جدا ومهم جدا في الجرياتريكس اللي هم كبار السن. بيعمل ايه بقى الفينكامين ده؟ الفينكامين ده بيزود السيريبرال سيركوليشن، بيحسن الدوره الدمويه، بس مش اي دوره دمويه، الدوره الدمويه اللي هي السيريبرال، السيريبرال اللي هي رايحه البرين، فهو بيحسن دخول او الحركه بتاعت الدم اللي رايح للبرين. مش بس كده، بيساعد البرين سيلز او الخلايا بتاعت البرين على انها تستهلك الاكسجين بشكل افضل. احنا عارفين طبعا ان الاكسجين من الحاجات الاساسيه جدا للبني ادم عموما وللبرين سيلز بشكل مخصوص، عشان يقدر يشتغل بشكل كويس لازم يكون في اكسجين بيوصل للخلايا هناك بشكل كافي، والخلايا تقدر انها تستهلكه بشكل كويس. مع في كبار السن اللي بيحصل ان الخلايا دي بتبتدي، النيرفس سيلز اللي موجوده في البرين بتبتدي انها تقل كفاءتها شويه في استهلاك الاكسجين، وده بيأثر بقى على كل الفانكشنز بتاعت الايه، بتاعت البرين عموما، من التركيز والميموري والحاجات دي كلها. فعشان كده بنبدا ندي دواء من بره اللي هو الفينكامين اللي هو الاوكسيبرال، ده بيزود السيريبرال سيركوليشن، بيحسن الدوره الدمويه اللي رايحه، وبالتالي بيحسن دخول الاكسجين للبرين، وفي نفس الوقت بيساعد الخلايا بتاعت البرين على انها تستهلك الاكسجين بشكل افضل، تمام، وبالتالي تؤدي الفانكشن بتاعتها بشكل احسن. وبالتالي بينفع في عدد كبير جدا من السيريبرال ديزوردرز، عشان كده استخداماته كتيره. ان معظم الجيرياتريكس اللي بيبقى عندهم مشاكل سواء في الميموري او في او في التركيز او في الحاجات دي كلها، وتكون المشاكل دي سببها سيريبرو فاسكولار انسفيشنسي، يعني ان الدم مش بيوصل بشكل كافي للبرين، انسفيشنسي يعني غير كافي، وسيريبرو فاسكولار يبقى هو السيريبرو فاسكولار سيركوليشن اللي هي الفاسكولار بلود فيسلز اللي رايحه للبرين. فيبقى اي ديزيز بالشكل ده ممكن جدا ان احنا ندي فيه الاوكسيبرال بشكل كبير، عشان كده هو من الحاجات اللي موست وايدلي يوزد. يبقى شايفين هنا الدواء استخدامه اختلف تماما عن استهلاك او استخدام الفينكا ماينور في الفولك ميديسن، وطلع استخدام جديد ومهم جدا. خلاص، تعالوا نشوف بقيه الايه، السبيتشز. السبيشيز الثانيه اللي انا عايز اكلمكم عليها هي الماجاسكر بيريوينكل، او زي ما قلنا ليها اسماء كتيره جدا، من ضمنها الاولد ميد، من ضمنها الكاثرانثس روزيس، من ضمنها الفينكا روزيا، كل دي اسماء لنفس الحاجه، او الكيب بيريوينكل. وقلنا ان دي فاميلي ابوساينيسي زي ما شرحنا من شويه. وهنا هتلاحظوا ان انا كاتب ايه، ذا درويد هول بلانت، اول مره ناخد مثال على حاجه يكون فيها الهول بلانت، يبقى هنا باخد البلانت كله على بعضه واشتغل بيه. خلاص، طيب النقطة هنا يبقى ده معناه ان ممكن يبقى including roots. الفكرة كلها لما تيجي تشوف شكل النبات، احنا اتفقنا ان النوعية دي من النباتات الفينكا عموما بتكون perennial herbs. perennial يعني نباتات معمرة، تمام، بتقعد فترات طويلة جدا، تمام، وبالتالي خلال مراحل حياتها بتلاقي في بعض بعض الوقت من عمرها بيكون الفلاورز بتاعتها لونها ابيض، وبعدين تبتدي بعد كده الفلاورز تاخد لون كمان، تبقى لون بيربل، تغير شكل لون الفلاور نفسها يتغير. فعشان كده اتنين علماء اتعرفوا عليهم افتكروا ان هما نباتين مختلفتين، في الحقيقه هما نفس النبات بس في ديفرنت يعني ستيجز من اللايف بتاعتهم او من الحياه بتاعتهم بيبدا يتغير لون الفلاور نفسها. ففي عالم هنا هتلاحظوا اسمه جي دون، او ده الاختصار بتاعه، ده سماها كاثرانثس روزيس، والعالم التاني اللي هو لينيس سماها فينكا روزي، والحقيقه ان هما الاثنين نفس الايه، النبات. فعشان نحفظ حق الاثنين علماء فبقى الاسمين موجودين ومعروفين للنبات ده، لما اقول لك كلمه كاثرانثس روزيس هي بالظبط كلمه فينكا روزيا، الاثنين لنفس النبات بالظبط. خلاص، وزي ما قلت لكم احنا بنستخدم الهول بلانت، ودي من الامثله القليله ان احنا بنستخدم فيها النبات كله على بعضه ونعتبر النبات ده ميديسينال ايه، هيرب. خلاص، وعرفنا استخداماته في الفولك ميديسن، انا كنت قلتها في اول سلايد، من ضمنها الديزنتري، من ضمنها المينسترال ديزوردرز، التوث ايكس، بعض الدايبيتس يمكن من اشهر استخداماته في الفولك ميديسن. ولكن استخداماته دلوقتي بقى مختلفه تماما ومهمه جدا. تعالوا بقى نشوف مع بعض استخداماته دلوقتي هتكون ايه.
لو جينا شباب بصينا على الاكتف كونستيتوينتس بالنسبه للماجاسكر بريوينكل او الفينكاروزيا، فهنلاقي ان احنا لو رجعنا للسلايد اللي فاتت كنا قلنا ان احنا بنستخدم الهول بلانت، النبات كله على بعضه، وده ممكن ينور عندك مع نقطه كده ان طالما النبات كله على بعضه يعني كل اجزاء النبات فيها الكالويدز، بما اننا بنتكلم على مثال مهم جدا على نباتات كونتينينج الكالويدز، فبالتالي يبقى هنا كل اجزاء النبات فعلا فيها الكالويدز، وعشان كده بنستخدم كل نبات على بعضه. تمام، هنلاحظ ان النبات ده فيه اكتر من 100 الكالويد، رقم كبير جدا. تمام، ولكن الالكالويدز دي بتبقى يعني كلها موجوده ان سمول اماونتس، يعني كميات صغيره جدا، وعشان وده يفسر برضو ليه التنوع في الفولك يوزز بتاعه النبات ده، ان يعني ممكن استخدمه في الديزنتري، ممكن استخدمه في الدايابيتس الى اخره، نتيجه ان في تنوع في عدد المركبات او في الالكالويدز اللي موجوده فيه. ولكن احنا دلوقتي بقى بنعمل ايه؟ احنا اكتشفنا ان اهم مجموعه من الالكالويدز موجوده في الماجاسكر بريوينكل دي او الفينكاروزيا هم الدايميريك الكالويدز، والدايميريك الكالويدز دول عباره عن اثنين اندول نيوكليس ماسكين مع بعض، بنقول عليهم بيس اندول. بيس اندول يعني اثنين دول نيوكليس ماسكين مع بعض، او ساعات بنقول عليهم الاندول اندولين جروب. دايميريك يعني اتنين، داي ومير دي معناها داي يعني اتنين، ومير دي ميريك دي معناها اتنين يونتس يعني. فكأن باختصار شديد انا دايما الاستراكشر بتاعي هيكون عباره عن اندول زي ده كده، ده اسمه اندول اكيد عارفينه، 6 ممبرد رينج وجنبها 5 ممبرد رينج فيها نيتروجين، ومعاه متوصل بنيوكليس ثانيه زيه بالظبط اسمها اندولين، هو هو ده بالظبط بس من غير الدبل بوند اللي موجوده ما بين كربون 2 وكربون 3. ده المين نيوكليس الاساسيه، عشان كده بنقول عليه دايميريك الكالويد، كانه عباره عن الكالويد متكون من اثنين ايه يونتس، وبنقول اليونت الاولانيه اسمها اندول واليونت الثانيه اسمها اندولين. والمجموعه دي فيها مركبات كتير اهمهم الفين بلاستن والفين كريستن، هم دول اهم مركبين، هم دول اكتر مركبين موجودين في السوق وبنستخدمهم استخدام مهم جدا زي ما هنشوف في السلايد اللي جاي. يمكن الفين بلاستن متعارف بالاسم ده اكتر، ولكن في اسم تاني ليه انا كنت كاتبه عندكم في الكتاب اسمه الفينكا ليوكو بلاستن، والفين كريستن برضو له اسم تاني اسمه ليورو كريستن. الاثنين دول هم اهم مركبين بيطلعوا من مجموعه الدايميريك الكالويدز اللي بنتكلم عليها اللي هي اوف ذا اندول اندولين جروب. لو بصيت هتلاقي عندك ادي النيوكليس اللي بقول لكم عليها اهي، ادي النيوكليس بتاعت الاندول، ودي اندول ليه؟ لان في دبل بوند هنا اهي زي ما انتم شايفين. تمام، اما النيوكليس الثانيه ادي البنزين اهي، وادي الاندول برضو، بس دي اندولين. ليه اندولين؟ لان مفيش دبل بوند ما بين 2 و3، ففعلا عندك دي وعندك دي، بس استراكشر بقى كبير جدا، ولكن ده الاساس بتاعه ان عندك اندولين وعندك اندول والاثنين ماسكين مع بعض زي ما انتم شايفين كده، عشان كده بنقول عليه دايميريك الكالويد. نفس الكلام الفين كريستن، ادي عندك نيوكليس اهي، دي تعتبر لو بصوا عليها كده وقولوا لي دي الاندول بالظبط عشان الدبل بوند، اما دي هي الاندولين نيوكليس عشان ما عندهاش الدبل بوند، وبرده الاستراكشر كبير جدا. خلاص، يبقى كده فهمنا ايه مجموعه الالكالويدز اللي موجوده عندنا هنا. في طبعا مجموعه تانية ما بتبقاش دايميريك، بتبقى ابسط شويه، الاستراكشر بتاعها بيكون ابسط شويه، وغالبا برضو بتكون اندول الكالويدز. المجموعه دي فيها حاجتين، الفيندولين والكاثرندين او الكاثرنثين، خلينا اقولها بشكل ادق، يبقى الفيندولين والكاثرنثين، والاثنين دول يعتبروا بريكيرزرز من يعني للفين بلاستن، بمعنى ان المركبات دي ابسط بكتير، بتبقى عباره عن اندول نيوكليس واحده بس، وبالتالي النبات بيستخدمها كماده من خلالها يقدر يصنع بقى الحاجه الاكبر اللي هي الفين بلاستن بالذات يعني. خلاص، فعندنا الفيندولين وعندنا الكاثرنثين، ولكن الاثنين دول انا مش عايزكم تركزوا عليهم قوي، انا اهم حاجه عندي الفين بلاستن والفين كريستن، وتعرفوا الاسامي الثانيه بتاعتهم، انما عشان تبقى فاهم ان النبات مش بيعمل ده كده من مره واحده، لا، النبات بيبتدي يكون مجموعه من الالكالويدز الثانيه الاصغر شويه ويستغلها كبريكيرزر، كماده يقدر يطلع منها الايه الفين بلاستن بعد كده. فالالكالويدز اللي بالشكل ده بنقول عليها مونوميريك، يعني هي عباره عن يونت واحده من الاندول، بيبقى اسمها فيندولين وكاثرنثين. خلاص كده، تعالوا بقى نبتدي نشوف اليوزز بتاعت الكلام ده ايه او اهميته ايه. المركبين دول مهمين جدا 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 في الفارماسي، وهنفهم دلوقتي ليه، بنقول عليهم لايف سيفنج دراجز. طبعا لو جينا نبص شباب على موضوع الفارماكولوجيكال اكشن اللي انا عمال اقول لكم ده، دي ادويه مهمه جدا، المركبين دول مهمين جدا، فمهمين في ايه بقى؟ لايف سيفنج في ايه؟ دول احد اهم او الاثنين دول من اهم ادويه الانتي كانسر دراجز اللي هي ديسكفرد مثلا في اخر 30 40 سنه، تمام، ومن اوائل الانتي كانسر دراجز اللي طلعت، ولغايه دلوقتي شغاله بشكل كبير جدا، وبدا طبعا بدات تتطور كمان، وهقول لكم بدات تتطور ازاي. تمام، هنلاقي عندنا الفينبلاستين ده بيشتغل في مجموعه كبيره من النيوبلازمز او الكانسر تايبس، تمام، اهمها وهو اكتر حاجه هو ريكومندد فيها يعني نمبر 1 الفيرست تشويس يعني بالنسبه لنا، في حاجه اسمها الهودجكنز ديزيز.
الجنراليزد هودجكنز ديزيز، ويمكن هودجكنز ديزيز والليمفوسيتيك ليمفوما اللي هي بنقول عليها ساعات نون هودجكنز ليمفوما. فاحنا عندنا هنا نوعين من او نوع واحد يعني من الكانسر، بس يعني تو سب تايبس كده، اسمه كانسر اسمه ليمفوما، في منه هودجكنز وفي منه نون هودجكنز ليمفوما. هودجكن ده اسم العالم اللي اكتشف الديزيز. طبعا معروف اكيد عرف سمعته عن كلمه ليمفوما دي قبل كده. ليمفوما اوما دي معناها في كانسر، تمام؟ كانسر فين؟ في الليمف. هنا اسم ممكن نفتكرها ليمف نودز، هي في الليمفوسايتس. الليمفوسايتس دي خلايا طبعا معروفه جدا، خلايا دي بتساعد الجسم والاميون سيستم ان هو يفايت الانفكشن ده اكيد، وبتبقى موجوده في اماكن كتير، من ضمنها مثلا الليمف نودز، من ضمنها ال بنتكلم على السبلين، بنتكلم على الثايمس، البون مارو، كل الحاجات دي بيكون فيها الليمفوسايتس دي، تمام؟ الكانسر لو حصل في الليمف نودز يبقى في الليمفوسايتس اللي موجوده في الليمف نود، فدي بنقول عليها ساعتها هودجكنز ديزيز. الكانسر اللي بيحصل في الاذر ارياز بنقول عليها ليمفوسيتك ليمفوما او نون هودجكنز ديزيز، تمام؟ عشان بس نبقى فاهمين الفرق بس بينهم يعني، خلاص. انما طبعا عمري ما هسالك في الكلام ده بس عشان تبقى عارف يعني ايه ليمفوما. ليمفوما يعني كانسر في الليمفوسايتس، ودي خلايا زي ما قلت لكم مهمه جدا، بتساعد الاميون سيستم في انه يتخلص من الانفكشنز، بتساعد بتشتغل برضو في حته الويست بتاع الجسم، دايما بيصب بيروح هناك عشان تتخلص منه، حاجات كتيره جدا يعني، خلاص. فدي من الحاجات اللي هي الايه المشهوره قوي اللي هي الليمفوسايتس، وممكن تبقوا تقروا عنها برضو، مشهوره جدا يعني. طيب زي ما احنا بنقول الليمفاتيك سيستم عموما ده يعني حاجه بارل كده للاميون سيستم، هو بيساعد الاميون سيستم انه يشتغل ويفايت الانفكشن، وفي نفس الوقت بيتخلص من الويست بتاع الجسم عن طريقه. فالمكون الاساسي للليمفاتيك سيستم ده هو الليمفو ايه سايتس، او الخلايا الليمفوسايتس. والخلايا دي زي ما قلت لكم متوزعه بقى، في بعضها في الليمف نودز، بعضها في السبلين، بعضها في الثايمس، حاجات كتيره جدا، بعضها في البون مارو. مشكله النوعيه دي من الخلايا ان لما لا قدر الله ما بيحصل فيها كانسر، وبعد كده بيبقى سهل قوي ان يحصل له سبريد لديفرنت اورجنز، فتلاقيه سبريدد في حتت كتيره جدا. فلما بيوصل الكانسر لا قدر الله او بيحصل في الليمفاتيك سيستم، بيبقى من انواع اللي بتبقى صعبه جدا في العلاج. عشان كده لما بيبقى في ادويه لعلاج الحاجات دي بتبقى مهمه قوي. الفينبلاستين من الحاجات اللي مهمه قوي زي ما قلت لكم، هو الفيرست تشويس في حته الهودجكنز بالذات، عشان كده معلم لكم عليه بالاحمر. بيشتغل كمان زي ما قلت لكم في النون هودجكنز اللي هي الليمفوسيتيك ليمفوما، النوع الثاني من الليمفوما اللي شرحناه. بيشتغل في حاجه اسمها الادفانسد تستيكولر كارسينوما، واضحه طبعا اللي هو الكانسر بتاع التستس. وبيشتغل كمان في البريست كانسر، وان ريسبونسيف اللي هو ان ريسبونسيف للاذر ثيرابيز، يعني في نوع من البريست كانسر بيبقى صعب شويه علاجه بالعلاجات الثانيه، هو بيشتغل عليه بشكل كبير. خلاص كده يبقى ده الفينبلاستين، يبقى هتلاحظوا استخداماته مهمه جدا في انواع مهمه من الكانسرز. النوع الثاني اللي هو الفين كريستن، الفين كريستن ده ثاني نوع هنتكلم عليه. والفين كريستن من الحاجات اللي هو برضو ريكومندد، خلينا نقول ان هو اهم حاجه ليه الاكيوت لوكيميا في التشيلدرن. اللوكيميا طبعا هو سرطان الدم، وده مرض ديزيز من طبعا بيجي للكبار والصغيرين، ولكن الفين كريستن بيشتغل على اللوكيميا اللي بتيجي للتشيلدرن، بنقول عليها اكيوت لوكيميا. خلاص كده ده اهم استخدام ليه، يبقى الفينبلاستين اهم استخدام ليه في الهودجكنز، والفينكريستين اهم استخدام ليه في الاكيوت لوكيميا في التشيلدرن. بس ده ما يمنعش ان الفينكريستين ممكن استخدمه ان حاجه اسمها كومباينيشن ثيرابي. الكومباينيشن ثيرابي يعني احطه مع علاجات تانية، من ضمنها مثلا الفينبلاستين نفسه، وعالج بيها الهودجكنز ديزيز وتدي افكت كويس جدا، تمام؟ من ضمنها بعض الانواع التيومرز اللي بتظهر في الماسل وفي النيرف وفي البرين. خلاص الثلاث حاجات دول بيظهر فيهم انواع من الكانسرز ممكن جدا انها تتعالج عن طريق الايه الفينكريستين. خلاص من ضمنها برضو حاجه اسمها ويلمز تيومر. ويلمز تيومر ده نوع من انواع الكانسرز بتظهر نادر قوي، وبيظهر في التشيلدرن برضو للاسف في الكيدني، تمام؟ بيبقى نوع من انواع الكانسرز بيبقى نادر جدا وبيظهر للتشيلدرن زي ما قلت لكم فين في الكيدني. فتاخدوا بالكم برضو من الحاجات دي، مهم قوي تبقوا عارفين كل واحد منهم بيشتغل على ايه. طيب التطور بقى بتاع الكلام ده، دول الحاجات اللي طلعت في الاول، انما في تطور حصل بقى للمركبات دي. التطور بتاعها ان بدا يظهر عندنا مجموعه من السيمي سينثيتك ديريفاتيفز. سيمي سينثيتك يعني ايه؟ يعني جبت الناتشورال كومباوند وعملت موديفيكيشن خفيف كده بالسينثيسيس فيه في بالكيمستري، فهو ما بقاش ناتشورال خلاص، بقى اسمه سيمي سينثيتك. بس الموديفيكيشن اللي انا عملته ده عمل لي فايده كويسه، عمل لي ميزه يعني اضافيه، خلاص؟ فخلينا الاول نفهم ايه المشاكل بتاعه المركبات دي، الفين بلاستين والفين كريستن.
عندنا مشكلتين اساسيين في المركبات دي. المشكله الاولانيه ان الروت اوف ادمنستريشن بتاعهم للبيشنت لازم يكون اي في للاسف، يبقى لازم اديهم اي في انترافينس انجكشن، وعشان كده بنعمل لهم فورميليشن دايما السلفيت سولتس، هم اصلا الكالويدز البيزز، والالكالويد البيزز دي ما بتدوبش في الميه، فبالتالي ببتدي ان انا احط سلفيت افعلهم مع اسيد بحيث ان هم يكونوا السلفيت سولت ده بيدوب في الميه واقدر استخدمهم كاي في انجكشن. انما من للاسف ما بنقدرش نديهم اورالي، لان اورالي بيتكسروا في الاستومك وما بيدوش الافكت المطلوب خلاص، فلازم يتعاطوا في الدم دايركت على طول، فهي دي مشكله اساسيه ليهم. عشان كده لما نيجي نشوف الفارماسيوتيكال بريباريشن هنلاقي ان البيشنت لازم ياخد جرعه اسبوعيا اي في، ودي من الحاجات اللي بتبقى مؤلمه للبيشنت، كل اسبوع ياخد جرعه اي في، دي مش بتبقى حاجه سهله، لان لازم يركب كانيولا او حتى لو هياخدها اي في يبقى لازم يروح مستشفى عشان حد يديها له، يعني فيها قصص كده ايه كتيره جدا بتبقى مؤلمه للبيشنت شويه. فبدا اتجاه ان احنا نحاول ندور ان احنا نعمل من المركبات دي ديريفاتيفز تكون اقدر اديها اورالي، يبقى اورال روت عادي جدا بتابلتس او كبسولز خلاص كده. المشكله الثانيه ان الفينبلاستين والفينكريستين من الحاجات اللي بنقول عليها نيورو توكسيك. نيورو توكسيك يعني بتعمل توكسيستي على النيورونز. هتقولي طب ازاي هي توكسيك واحنا بنديها؟ فيبتدي البيشنت يشتكي شويه من تريمرز مع الوقت، يبتدي يعني نيورو توكسيستي عاليه، تريمرز يعني رعشه جامده حاجات كده. فطبعا المشكله ان احنا عندنا حاجه اسمها بنفيت ريسك ريشيو، يعني انت عندك دلوقتي بيشنت عنده كانسر هيموت بسبب الكانسر، فلو الدواء اللي انا هديله هيعمله شويه تريمرز وهيأثر له شويه على الاعصاب بتاعته، انا مضطر اديه عشان بس انا بحاول ان انا احافظ على الايه على حته السرفايفل، فهمتوا ازاي؟ فبالتالي يبقى ايه، يبقى هنا البنفيت ريسك ريشيو بتقول ان انا لازم ادي النوعيه دي من الادويه. انما لو قدرت اعمل سيمي سينثيتك ديريفاتيف يقلل لي شويه نيورو توكسيك افكتس دي، التوكسيستي بتاعت المركبات على النيورونز، يبقى ده افضل، على الاعصاب يبقى افضل. وده اللي حصل فعلا، ان طلع عندنا مركبين هو عموما الفينكريستين هو مور بوتنت عن الفينبلاستين، يعني كشغل على الكانسر هو احسن، بس في نفس الوقت هو مور نيورو توكسيك، يعني عندك ميزه وعيب. فبالتالي بدانا بقى نعمل مجموعه من الايه من السيمي سينثيتك ديريفاتيفز. اول سيمي سينثيتك ديريفاتيف ظهر عندنا ويمكن ده يعني اقلهم شويه ما مش بيستخدم كتير، اسمه الفينديزين، تمام؟ ده كان من الحاجات اللي هي اللي طلعت في الاول يعني، وكان برضو بيشتغل على حته الاكيوت لوكيميا في التشيلدرن، كان سيمي سينثيتك ديريفاتيف من الايه من الفينكريستين، تمام؟ التاني هو الاشهر والاحسن دلوقتي، يمكن من الحاجات المكتشفه اخيرا يعني، وده اسمه الفاينو، انا حاططه لكم تحت هنا، اللي هو الفاينوريلبين. فاينوريلبين تمام، ده سيمي سينثيتك ديريفاتيف مشهور جدا دلوقتي ومن اكتر الحاجات المشهور. ليه بقى؟ لان ده اول سيمي سينثيتك ديريفاتيف نعمله ويكون ينفع نديه اورالي، وكمان النيورو توكسيك افكتس بتاعته اقل بكتير من الفينبلاستين والايه والفينكريستين، فهو عنده مزايا حلوه قوي موجوده من الحاجات الجديده اللي هي اورالي اكتيف، وفي نفس يعني اقدر اديها اورال عادي ما بقاش اديها اي في، وفي نفس الوقت هو سيمي سينثيتك ديريفاتيف زي ما شرحنا. طيب الفينديزين انا قلت لكم ان هو سيمي سينثيتك ديريفاتيف من الفينكريستين، الفاينوريلبين ده بقى سيمي سينثيتك ديريفاتيف من الفينبلاستين، تمام؟ ولو بصينا كده على الاستراكشر بتاع الفينبلاستين، خليني اطلعه لكم هنا كده، ده الاستراكشر بتاع الفين بلاستين العادي. هتلاحظوا ان الموديفيكيشن اللي اتعمل فيه من ناحيه الكيمياء قليل جدا، صغير قوي، ومع ذلك عمل فرق كبير. احنا جينا على المثل اللي موجوده مع النيتروجين دي ورحنا شايلينها، فطلع لي الديريفاتيف الجديد ده اللي هو الفاينوريلبين. خلاص كده واضح. فده اسمه ايه، حتى في الكتاب عندكم هتلاقي مكتوب كلمه ان هو انهايدرو ديريفاتيف، وفي نفس الوقت ايه نور فينبلاستين، يعني شلنا المثل من الايه الفينبلاستين خلاص، فطلع لنا حاجه اسمها الفاينوريلبين. خلاص واضحه. يبقى السيمي سينثيتك ديريفاتيف اللي اتعمل هنا بتعديلات بسيطه قوي 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 قدرنا نوصل ل النور فينبلاستين، والنور فينبلاستين طبعا في انهايدرو ديريفاتيف يعني عاملين ريدكشن في دبل بوند، مش لازم نعرف مكانها قوي يعني، خلاص اللي هي دي المفروض، تمام؟ دي عملنا لها ريدكشن، وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم شلنا الميثل دي، فالتعديلات البسيطه دي خلت المركب الجديد اللي طلع عليه اسمه فاينوريلبين، وده سيمي سينثيتك مش ناتشورال، ولكنه بقى اورالي، اقدر اديه اورال كتابلت او كبسول، وفي نفس الوقت كمان اقدر ان انا اقلل النيورو توكسيستي اللي كنت بشوفها في الفين بلاستين والفين ايه والفين كريست. وبعض الابحاث دلوقتي بتقول كمان ان له برودر انتي كانسر اكتيفيتي. يعني ايه برودر انتي كانسر اكتيفيتي؟ يعني اقدر استخدمه مع انواع تانية كمان من الكانسرز غير الانواع الطبيعيه اللي احنا قلناها في الفين ايه بلاستين.
خلاص يا رب كده تكون وضحت بالنسبه لنا. يبقى احنا عندنا اثنين ناتشورال كومباوندز اللي هم الفين بلاستين والفين كريستين، وعندنا كمان اثنين سيمي سينثيتك منهم، واحد اسمه الفينديزين وده من الفين كريستين، والفاينوريلبين وده من الفين بلاستين، ومهم جدا لان هو من الحاجات اللي اورالي ايه ادمنسترد. اخر حاجه عايزين نتكلم عليها نشوف بعض البريبريشنز المشهوره في السوق دلوقتي. احنا عندنا الستيل دول هم دول اكتر حاجه لغايه دلوقتي بتستخدم، لسه السيمي سينثيتك ديريفاتيف ده مش ما اشتغلش كتير لسه، ولكن دايما لسه في البوستر دوزز اللي بتتعطى في الاول لازم تكون اي في، فستيل بندي البيشنت الفين بلاستين سلفيت وبندي له الفين كريستين سلفيت حسب الحاله هو عنده ايه، وممكن ندي بعض الاحيان كومباينيشنز. وهتلاحظوا ان الدوزز كلها بتتعطى اي في انجكشن ويكلي، يعني كل اسبوع لازم البيشنت بياخد اي في انجكشن. هنا مثلا الفين بلاستين الدوز بتاعته بتبقى 0.01 جرام ويكلي، هنا الدوز اقل بكتير لو تلاحظوا. ليه؟ لانه مور بوتنت. احنا قلنا ان الفين كريستين مور بوتنت عن الفين بلاستين، بس في نفس الوقت عنده مور نيورو توكسيك افكتس، فبندي جرعات اقل بكتير. بنتكلم هنا بدل جرام بنتكلم على 25 ل 150 مايكرو جرام بير كيلو جرام بودي ويت، يعني ده هنا بيتحسب حسب وزنة الايه البيشنت، بتقدر تحسبه خلاص. وطبعا دي اسامي، طبعا مش هنحفظ الاسماء دي، ولكن دي اسماء الايه البريباريشنز اللي ممكن تكون موجوده في السوق كلها از اي في انجكشنز، بعضها للفين بلاستن وبعضها للايه للفين كريست. خلاص يا رب كده تكون الدنيا وضحت. انا كده خلصت المحاضره بتاعتي النهارده، وان شاء الله نشوفكم المره الجايه على خير. انا بالنسبه لي كده عشان انا شفت ناس كتير بعت على التيمز، هو يا جماعه احنا مش بنفاصل في عدد المحاضرات، احنا لينا عدد اسابيع معين بناخد محاضرات على قده، تمام؟ فبالتالي احنا الكليه عندكم مكمله شغل لغايه يوم 6/1، فاحنا هنفضل ندي محاضرات لغايه يوم 6/1 بمعدل محاضره واحده اسبوعيا. انا يمكن خاني التعبير ان انا قلت اربعه، انا مش ما حسبتش بالظبط، انما احنا كده كده عندنا عدد محاضرات كل محاضره بنديها في الاسبوع، احنا ما بنزودش، هي محاضره واحده في الاسبوع لغايه لما بنخلص، فهي الموضوع ما فيهوش فصال، يعني احنا مش بنفصل مع بعض اللي هو معلش اصل احنا عندنا عملي فنقلل عدد المحاضرات، مفيش حاجه اسمها كده. انت ليك كورس معين المفروض تاخده عشان تتعلم فيه حاجه عشان تقدر ان انت ايه تبقى صيدلي كويس، الفكره مش ان انت تنجح وخلاص، تمام؟ فبالتالي انا ان شاء الله المره الجايه يعني الاسبوع اللي جاي هيبقى عندي محاضره كمان، ودي اخر محاضره ليا، وهيبقى فاضل للدكتوره هند اعتقد محاضره واحده او اتنين حسب بقى الترم فاضل فيه قد ايه، هي هتكمل الجزء اللي فاضل على قد الايه الترم ان شاء الله. شكرا لكم يا شباب، والسلام عليكم.